مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الاهلي في كل مكان. النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى يوم استثنائي جدا في تاريخ النادي الاهلي، وفي عهد مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب الجميع شعر بارتياح وتلقى الكلمات والتفاصيل الكثيره اللي تم ايضاحها وتقديمها من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي تم عقده اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وما عرضه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة من أمور كثيرة جدا، حقائق، تفاصيل، حقوق كثيرة كان يجب أن تعرض على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل، ومنحت هذه الثقة اللامتناهية لمجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن الخطيب في أن تكون شريكة في كل ما يجري العمل عليه، وإلمامهم بكافة المعلومات والحقائق عن الجهد المبذول من قبل مجلس الإدارة وكل العاملين في الأجهزة التنفيذية وفي الإدارات المختلفة للنادي الأهلي من أجل تحقيق كل طموحات الجمعية العمومية، وليس فقط أعضاء النادي ولكن أيضا كل من يعرف ويقدر ويعرف حق قيمة وتاريخ وعراقة واسم ومبادئ النادي الأهلي وكل الداعمين والمحبين للنادي الأهلي داخل وخارج مصر. هذه الاحتفالية حملت عنوانين رئيسيين: عائلة الأهلي تكرم الأساطير، والأهلي ينطلق، ووضع النقاط على الحروف الكابتن محمود الخطيب في هذه الكلمة اللي كان فيها تفصيلات كثيرة جدا عن مشروعات مستقبلية وأبعاد استثمارية وإنشائية وتسويقية وتعظيم الموارد والبحث عن آليات وفقا للضوابط التي يحترمها إلى أبعد مدى النادي الأهلي المصري، وفي مقدمة المؤسسات والأندية الرياضية المصرية والعربية والأفريقية في احترامه للقواعد والضوابط والقوانين المنظمة والحاكمة لمنظومة الاستثمار في المجال الرياضي وكرة القدم على وجه التحديد. طبعا كان حريص مجلس الإدارة الحالي في البداية، وعلى لسان الكابتن محمود الخطيب كان حريص في بداية هذا اللقاء المهم واللي استفدنا منه كثيرا في إدراك الكثير من التفاصيل الجاري العمل عليها ما تم اتخاذه خلال الفترة القصيرة الماضية منذ بدء ولاية المجلس الحالي، وما يعتزم المجلس تقديمه للجمعية العمومية في الفترة المقبلة ولكل أعضاء ومحبي النادي الأهلي. كان في معاني كثيرة جدا، معاني الوفاء وتقدير كل من أعطى للنادي الأهلي على كافة المستويات وفي كافة الرياضات والمجالات المختلفة داخل النادي. تم تكريم مجموعة كبيرة جدا من الأسماء، ولكن كانت أيضا لفتة أكثر من رائعة أن يبدأ الكابتن محمود الخطيب هذا اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للجمعية العمومية اللي أعطت ومنحت الثقة كاملة لمجلس الإدارة الحالي ليدير ويطور حسب رؤيته ووفقا لأمرين: ما يحقق مصلحة أعضاء النادي والجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل دائما أبدا في أي مؤسسة وفي أي مكان، وأيضا احترام الضوابط والقوانين اللي أكد عليها وأشار لها مرارا وتكرارا الكابتن محمود الخطيب، وأشار إلى نموذج الاتفاق على بعض الأمور المتعلقة بتطوير النادي من الخارج، أسوار النادي ومحيط النادي الأهلي في كافة المقار المختلفة. قال انه في اتفاقيات بتتم مع الاجهزه الرسميه في الدوله، واعطى مثال بالاتفاق اللي تم الوصول اليه مع سياده محافظ القاهره من اجل وضع التفاصيل الخاصه باستثمار اسوار النادي اعلانيا واستثماريا ودعائيا في اطار تعظيم وتنميه موارد النادي، وقال ان حتى اتفقنا على التفاصيل الخاصه بنسب ارباح تتحقق لكل من المحافظه والنادي الاهلي. ده بيشير إلى احترام النادي للضوابط والقوانين وتعامله مع كافة المؤسسات والجهات الرسمية في الدولة المانحة التي تصدر التراخيص والتصاريح والموافقات الرسمية القانونية اللازمة لأي خطوة بيتخذها النادي الأهلي. وده بيدلل على أمر مهم جدا، أن النادي الأهلي حريص دائما أبدا على اتباع الشكل السليم من الناحية القانونية بنسبة 100%، مش 100% بس، فيما يتعلق بأي خطوة بيتخذها ماليا وإداريا وإنشائيا واستثماريا وخدميا. وأيضا أشار هذا المؤتمر وهذا الحفل الكبير في النادي الأهلي وهذه المناسبة المهمة جدا على مستوى الرياضة المصرية ليس فقط النادي الأهلي المصري إلى الوفاء وحق التقدير الممنوح لكوادر كثيرة أعطت على مدار تاريخها الطويل، ووضعت أيضا بصمات مؤثرة في نجاحات وإنجازات وبطولات النادي الأهلي على مختلف المجالات وفي الرياضات المختلفة. حرص الكابتن الخطيب على تكريم عدد كبير من نجوم الرياضة في النادي الأهلي من نجوم الكرة مع حفظ الألقاب للجميع: عادل هيكل، ميمي عبد الحميد، طه اسماعيل، فاروق الدضوي، مروان كنفاني، طه الطوخي، أحمد زايد، فاروق تركي، وعزة أبو الروس. واعتذر الكابتن ميمي الشربيني لظروف خاصة عن عدم الحضور، وسيتم تكريمه في وقت لاحق. وفي مجال بعض الرياضات الأخرى أيضا من أبناء النادي الأهلي الذين أعطوا كثيرا من خلال مشوارهم وعطائهم مع هذا النادي العريق،
تم تكريم عدد كبير من الأسماء أيضا مع حفظ الألقاب للجميع، نبيل إسماعيل، وفي كرة اليد طبعا في كرة السلة وفي كرة اليد فتحي الصاوي، وفي ألعاب القوى محمود صالح الرشيدي وأحمد الخادم، في الكرة الطائرة رجال سيد مصطفى وعبد اللطيف إبراهيم، وفي تنس الطاولة منير طه، وفي السباحة عبد العزيز الشافعي وعلي كامل، وفي الإسكواش إبراهيم أمين وحسنين علي حسنين. وفي نهاية حفل التكريم كان حريص جدا الكابتن الخطيب على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين من نجوم النادي الأهلي في المجالات والألعاب الرياضية المختلفة. هنعرض على حضراتكم العناوين طبعا، ونشير إلى بعض التفاصيل أو ما يؤكده كل عنوان من عناوين هذه التصريحات الرئيسية أو الموضوعات الرئيسية اللي توقف عندها في كلمته اليوم الكابتن محمود الخطيب. ولكن في أمر يجب الرد عليه كثر الحديث حوله في الأيام الماضية، والحقيقة في جور كبير جدا على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارته وعلى ثقافة وثقة جمعيته العمومية والخبرات الكبيرة الموجودة من كوادر محترمة من الرجال والسيدات الأفاضل من أعضاء وعضوات النادي الأهلي المصري. الإشارة إلى التداخل بين فكرة وجود محبين أو داعمين للنادي الأهلي من جانب سواء مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب، وبين فكرة التدخل والجور على صلاحيات مجلس الإدارة أو سيادة القرارات وحرية كاملة ممنوحة بصلاحيات كاملة من الجمعية العمومية إلى المجلس الحالي بقيادة الكابتن الخطيب. الحقيقة هذا الأمر ليس دقيقا، والأمر ده في تعمد إساءة لنادي الأهلي أو تقليل من شأن الجهد المبذول، لأنه في اتفاقيات في العالم كله استثمارية واقتصادية واتفاقيات شراكة تتعلق بالتسويق وتنمية الموارد والاستثمار الرياضي والبحث عن آليات للتمويل الضخم جدا اللي بيتزايد يوم بعد يوم للأندية الكبيرة والمؤسسات الرياضية العملاقة، وأعتقد أنه من أبرز هذه المؤسسات على مستوى العالم النادي الأهلي المصري. كابتن الخطيب كان واضح جدا في تحديد هذا الأمر والإشارة إليه، أنه قال أنه النادي الأهلي ومجلس إدارته الحالي بيقدر كل الكوادر المصرية والعربية والأجنبية المحبة والعاشقة والداعمة للنادي الأهلي في التنسيق في العمل، في البحث عن آليات للشراكة، في البحث عن مستثمرين وتقديم فرص استثمارية للنادي الأهلي. ولكن أكد الكابتن الخطيب لا يحسم هذا الأمر بشكل نهائي على أن هذا الأمر محسوم دائما أبدا بقواعد وبقرارات تأخذ الشكل المؤسسي لا يحيد عنها أبدا مجلس الإدارة للنادي الأهلي بل المجالس المتعاقبة. وقدم كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق بقيادة المهندس محمود طاهر، وقال أن هم أكملوا مهمة من سبقوهم، وأن المجلس الحالي بيكمل أيضا مهمة من سبقوه من مجالس لها كل الاحترام والتقدير. وقال الكابتن الخطيب أنه دائما أبدا بيؤكد لكل مستثمر ولكل داعم مسؤول مصري أو عربي أو أجنبي أو مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي أنه محل تقدير واحترام هذا الحب وهذا العشق للنادي الأهلي، ولكن وفقا لضوابط لا يحيد عنها المجلس الحالي ولا يمكن الخروج عنها أبدا، وإطار مؤسسي لصناعة القرار في النادي استثماريا وماليا ورياضيا وعلى كافة المستويات. حقيقة البعض بيزايد في الفترة اللي فاتت، ولكن يجب عدم خلط الأوراق، وإحنا بنشهد عملية شراكة وتنمية موارد وتعاون كبير جدا حتى على مستوى القيادة السياسية بين البلدين مصر والسعودية، ولكن في إطار يخدم مصلحة البلدين ويراعي حقوق الجانبين. إذن كل الناس في الفترة اللي فاتت، كل مواطن مصري بل كل مواطن عربي كان بيقول في العقود الماضية نتمنى وجود تكامل لرؤوس الأموال مع الموارد البشرية والخبرات العلمية والخبرات الإدارية الموجودة في مصر، لأن ده ممكن ينمي ويساعد على تنمية أفاق التعاون والتواصل والتوسع في مجالات كبيرة جدا على مستوى العالم العربي كله. إحنا هنا بنتكلم عن تعاون سياسي كبير اقتصادي رياضي استثماري بين البلدين، وطبعا العلاقات الطيبة بيبنى عليها تعاون كبير له أبعاد استثمارية واقتصادية لا حصر لها. بس الناس اللي بتزايد كثير على النقطة دي أعتقد أنه جانبها الصواب، وأنها بتحاول تبحث عن أي نقطة ولو بشكل غير موضوعي وخارج تماما عن إطار الحقيقة والواقع للهجوم على النادي الأهلي والتقليل من شأن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، واللي بيترجم إلى حقائق وأرقام سواء بتدخل في موارد وخزانة النادي أو بتترجم لمشروعات بيتم العمل على استكمالها بالتعاون مع هيئات لها قيمتها في الدولة. نتكلم عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة محافظة القاهرة، حتى على مستوى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسؤول في الدولة لعدد من الشخصيات التي ترغب في الاستثمار في الوسط الرياضي والتعاون استثماريا في المشروعات الكبيرة المستقبلية اللي بيعتزم النادي الأهلي إنشائها أو القيام بها. أعتقد أنه ده دليل كبير جدا على أنه دائما أبدا الأضواء المسلطة على النادي الأهلي والإعلام اللي بيركز دايما على أخبار النادي الأهلي ويبحث في ملفاته قدر المستطاع هيلاقي أن النادي الأهلي بيضع كل خطواته في الإطار القانوني والسليم والذي يراعي الصالح العام للرياضة المصرية وللنادي الأهلي ولأعضائه وجماهيره وللجمعية العمومية طبعا أولا وأخيرا.
عناوين كثيرة جدا يجب التوقف عندها. الأهلي ينطلق طبعا لتكريم هذه الأسماء وانطلاقة الأهلي في مشروعاته. الكابتن محمود الخطيب أشار إلى نحتاج إلى تمويل ضخم لمشروعاتنا، وده بيأكد الكلام اللي قلناه لحضراتكم أنه في تعظيم للموارد وفي بحث عن آليات لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد. وحضراتكم شايفين أرقام الاستثمار في الرياضة وتمويل النشاط الرياضي والكروي تحديدا وصلت لحجم غير مسبوق وبتتزايد بشكل سريع جدا يوم بعد يوم. أيضا أشار الكابتن الخطيب الأهلي إلى أن الأهلي منظومة غير قابلة للاختراق. كابتن الخطيب قال أن في إطار محدد بيدار من خلاله هذا النادي العريق، مجلس الإدارة الذي لا يظهر في الإعلام أيضا وجه لهم الشكر الكابتن الخطيب وقال نحن نظهر قليلا جدا للحديث عندما يتطلب الأمر هذا الأمر أو تتطلب المصلحة العامة هذا الأمر، لا نكثر من الظهور في الفضائيات أو الصحف أو وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، نعطي صلاحيات كاملة للمسؤولين التنفيذيين داخل النادي، نضع الرؤية ونترك لهم بصلاحيات مناصبهم كل الآليات اللازمة لصناعة الخطوات أو لتنفيذ الخطوات التي تبنى على هذه القرارات وهذه الرؤية لمجلس الإدارة الحالي. وقال إن هذه المنظومة لها أسس لا تحيد عنها ولا يمكن الخروج عنها إطلاقا على مدار طبعا مسؤوليات وولايات المجالس المتعاقبة داخل النادي الأهلي. أشار الكابتن الخطيب أيضا إلى أننا نعمل بقوة من أجل عودة الجماهير، وكان فرح وسعيد جدا بالأصداء الخاصة ببطولة القارة الأفريقية، بطولة أفريقيا الكرة الطائرة سيدات والفوز بهذه البطولة، وقال أن من أهم المكاسب ليس المكسب الفني فقط ولقب البطولة، أيضا يضاف له مكسب عودة جماهير الأهلي والتفافهم حول الفرق الرياضية المختلفة وليس فقط فريق كرة القدم. والنادي الأهلي من الأندية التي تقود عملية المطالبة بما يحافظ على الصالح العام ويراعي أبعاد الأمن القومي ويراعي الاستقرار أمنيا واجتماعيا في مجتمعنا المصري بفكرة عودة الجماهير لأنها جزء من دفع عجلة الاستثمار الرياضي للأمام. أيضا الكابتن الخطيب كان بيهنئ الجماهير والأعضاء بالنجمة الرابعة وأشاد بالكابتن حسام البدري المدير الفني ووصفه بالمدير الفني الكفء أو بالمدرب الكفء بعد الجهد الكبير والأرقام والإنجازات اللي بتتحقق لفريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، وأبدى سعادته الكبيرة الكابتن محمود الخطيب بالبطولة رقم 40 في مسابقة الدوري الممتاز أو حصول النادي على النجمة الرابعة. وكشف أيضا عن رؤية وتفاصيل كثيرة جدا خاصة بالإنشاءات والتطوير على مستوى الإنشاءات والخدمات داخل النادي، وعرض جوانب كثيرة تتعلق بالاتفاقيات والتنسيق من جانب مع عدد من الكيانات الاستثمارية التي تحاول أن تتواصل مع النادي الأهلي والتي أبدى أيضا النادي الأهلي سعادته بالتعاون معها في إطار اللوائح والقوانين والضوابط المنظمة للاستثمار الخاص بالأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي، وأيضا أكد على وصول لنتائج جيدة جدا خلال الفترة المقبلة وأنه في برامج عمل تم وضعها بإطار زمني محدد وأنه هيبدأ العمل في عدد كبير منها فورا ومنذ هذا اليوم اللي أعلن فيه هذه الخطوات في هذا المؤتمر الصحفي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة. وتحدث أيضا عن الكثير من الأمور الخدمية اللي بتراعي أبعاد احتياجات الأعضاء المختلفة، الرجال والسيدات، كبار السن، من له ظروف صحية خاصة أو من له هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال إن ده داخل الحسابات وإن ده أيضا من الأمور اللي بتراعى داخل الإنشاءات فضلا عن شخصية الأهلي اللي يفترض أن تعكسها كل عمليات التطوير الإنشائي داخل وخارج حدود النادي في المقار المختلفة. و جالنا خبر دلوقتي كمان زملائي في الكنترول بلغوني ان رجال سلة الاهلي فازوا في المباراة في الدور قبل النهائي على سموحة ووصلوا الى نهائي كأس مصر، وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في حصد اللقب. فاز الفريق الاول لكرة السلة رجال في النادي الاهلي بمباراته امام سموحة في الدور قبل النهائي للبطولة، بطولة كأس مصر للرجال لكرة السلة، وان شاء الله يحصد الفريق لقب البطولة من خلال الفوز والتألق في المباراة النهائية ان شاء الله يكملوا المشوار ويضيفوا لرصيد كبير جدا لا متناهي من البطولات ليس في كرة القدم فقط ولكن على مستوى كافة الرياضات واللعبات المختلفة. بنهنئ الفريق وجهازه الفني ونتمنى لهم التوفيق في الفوز بكأس مصر إن شاء الله. وأعلن أيضا من ضمن هذه الخدمات عن تقديم الخدمات الصحية والبرنامج العلاجي اللي كان أعلن عنه خلال الحملة الانتخابية وانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. الكابتن الخطيب أعلن عن علاج الأعضاء مجانا من فيروس سي كجزء من الدور كمان المجتمعي وقيام النادي الأهلي بتقديم هذه الخدمة لأعضائه في إطار وعي عام في مصر وإنجازات كبيرة تمت في هذا المجال على مدار الأعوام القليلة الماضية اللي كانت فيها حملة القضاء على فيروس سي بتحقق نسب نجاح عالية جدا على مستوى كل محافظات ومدن الجمهورية.
وتم النجاح أيضا في التوصل إلى اتفاق لاستبدال الأرض اللي وصفها الكابتن الخطيب، وقال أنه ما توصلنا إليه علميا وهندسيا وإنشائيا أن هذه الأرض اللي كانت موجودة في التجمع لا تصلح، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي وتم استبدال الأرض وتوفير الأرض المناسبة واللازمة أيضا بشكل مجاور للأرض اللي أشرنا إليها سابقا في التجمع الخامس للمقر الجديد إن شاء الله للنادي الأهلي، واللي هو من ضمن المشروعات المستقبلية اللي هيبدأ العمل عليها بقيادة مجلس الإدارة الحالي. والكابتن الخطيب كشف أيضا التصور الجديد لبوابات النادي زي ما قلنا لحضراتكم، وللكثير من الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق وأماكن الترفيه المختلفة في النادي وملاعب الرياضة وكل ما يتعلق بأن هذه الأماكن لها تصور فني وأيضا تاريخي مرتبط باسم وشعار والألوان اللي ارتبط دائما أبدا بشخصية النادي الأهلي، وأنها يجب أن تراعى في الأبعاد الهندسية والمعمارية على مستوى كافة المقار المختلفة. وعرض طبعا صور كثيرة لهذه التصورات وكان أبدأ الحضور يعني سعادتهم بها واستجابتهم لها، فضلا عن الشخصيات التي تتعاون مع النادي الأهلي. قدامنا عدد من الشخصيات قدام حضراتكم على الشاشة، كوادر كبيرة جدا لها باع كبير في العمل الاقتصادي وفي الخبرات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، اللي هم الشخصيات الحقيقية المحبة بشكل فعلي وواقعي للنادي الأهلي، واللي قالوا من وقت بداية العمل والانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة أنهم بينسقوا مع الكابتن محمود الخطيب ومجموعته وفريقه في مجلس الإدارة الحالي اللي نجح بالكامل بثقة لا متناهية من الجمعية العمومية لهذه القائمة اللي نجحت بكامل قوامها وبكامل أعضائها، أنهم بيحظوا بدعم كبير جدا من شخصيات لها خبرات كبيرة في إدارة محفظة النادي بأفضل شكل ممكن، وطبعا الأسماء غنية عن التعريف وعن ما لهم من خبرات في هذا المجال المالي والاستثماري والاقتصادي، طبعا لا تحتاج منا إلى تفصيل أو شرح أكتر من اللي قلناه لحضراتكم. وهي من الكوادر اللي بيشير لها بكل التقدير والاحترام مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن الخطيب، واللي بيعتمد عليها بشكل كبير في وضع أفضل رؤى استثمارية تحافظ على ثروات النادي وموارده وتنميها وتحقق كل المرجو من قبل مجلس الإدارة ومن قبل أيضا الجمعية العمومية وأعضاء وجماهير ومحبي النادي الأهلي. خلينا نشوف مع حضراتكم جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب اليوم في هذه الاحتفالية الكبيرة في النادي الأهلي في مقر النادي بالجزيرة، ونعود لنستكمل هذا التعليق والإشارة إلى أبرز العناوين اللي وردت من خلال كلمة الكابتن محمود الخطيب، نشوف مع بعض. عايزين تطوير الاستثمار في الأهلي. الاستثمار احنا بقالنا سنوات طويلة جدا ماشيين في ايه؟ ماشيين في إيرادات ثابتة معروفة لكل للنادي الأهلي موجودة وإحنا هنعتمد عليها، ده مهمة جدا، لكن نطورها إزاي؟ عايزين كمان نعمل طفرة خدمية وإنشائية ورياضية ليه بالنسبة للنادي الأهلي. عايزين نعمل كمان البرنامج ده، عايزين كل واحد في حضراتكم وكل واحد في أسرتنا وكل واحد من روادنا العظماء اللي هم كانوا يعني علمونا، اللي هم خدوا بإيدينا وإحنا لسه أطفال صغيرين هنا، وفي ناس هنا شخصيا أنا شخصيا خدوا إيدي كده وانا صغير 13 سنه ولا 14 سنه بيدخلوني ملعب الكوره، بيعلموني مع كل كلمه، بيعلموني يعني ايه نادي اهلي. عشان كده انا شايف ان الاهلي زي ما قلت احنا كلنا باذن الله يعني هنبني النادي الاهلي ان شاء الله. عتاب حقيقه، والعتاب لا شك اي انتخابات وده شيء طبيعي، ناس مؤيده وناس معارضه، ناس مؤيده للمجلس ده وناس معارضه للمجلس ده، ده طبيعي، ولكن احنا كلنا أهلي، كلنا النادي الأهلي. ما ينفعش يصل اللي أنا بشوفه دلوقتي وبسمع بعض الحاجات كده، أنا الحقيقة مش في النوع اللي متداخل قوي في الموضوع ده، بس في رصد بيجيلي كل كلمة في رصد بيجيلي عنها، لكن مش النادي الأهلي ولا مبادئ النادي الأهلي إن الناس المحبين أو المختلفين أو المؤيدين يبقى في تشاحم بينهم. يا جماعة النادي الأهلي ده كبير جدا، فأنا بطلب منهم كلهم زي ما رفضنا برضو قبل الانتخابات اي تجاوزات، وده انا قلته وقلته قدام حضراتكم وقلته في اي لقاء انا عملته، النهارده برفض تاني اي مشاحنات تقسم او يبقى في جزء متقسم، لا لازم الجزء ده يخش جوانا ونحن فعلا لازم نستوعبه، لان يا جماعه النادي الاهلي يعني كلنا من واحده واحده، هو ده النادي الاهلي، مجموعه واحده هو ده النادي الاهلي. وعشان كده مؤيدين مختلفين متضايقين كارهين، وده كلمة ما بحبش أقولها لكن كمان لازم أقولها، ده معادها لازم يتقال، لأن أنا مش هطلع لكم كل يوم، أنا هطلع كل فين وفين عشان أتكلم مع حضراتكم. عودة الجماهير،
وده الأمر في منتهى الأهمية. أنا بقالي بالظبط قبل الانتخابات بشهر أول مرة أقول الكلام ده، وأول مرة زمايلي في مجلس الإدارة يعرفوا الكلام ده من شهر، لكن هم عرفوه الفترة اللي فاتت، إن كنا أحاول أتكلم مع بعض السادة المسؤولين إزاي نرجع جمهور النادي الأهلي تاني، إزاي الجمهور مش لاقي، أنا عايز أرجع كل جمهور مصر، إزاي الملاعب دي تتملي تاني. فقعدت في أكتر من مش عايز أقول 10 لقاءات مع مسؤولين مختلفين، وكان في الحقيقة نظم وفي ورقة عمل موجودة، إزاي نتحرك مع الجمهور، إزاي نتحرك مع الإعلام، إزاي نتحرك مع الأمن، نتحرك إزاي منظومة واحدة عشان عودة الناس. وكنا ماشيين خطوات كانت إيجابية إلى أن حدث الموضوع الأخير ده بتاع ماتش منانا، موضوع مرفوض تماما، ولازم الناس تفهم كده. ولازم هنا برضو بالمناسبة، عشان قلت أنا طلعت عملت كلمتين الناس مش هعيدهم، خلاص مرفوض تماما. لكن النادي الأهلي لازم يدي، مش عايز أقول يدي إيه، دايما هو الرائد في كل حاجة، حتى في جماهيره، حتى في طريق تشجيعه، هو ده النادي الأهلي. نأمل نعيد ده تاني، بس فعلا احنا رجعنا، وزي ما انا قلت في كلمتي للجمهور يوم ما كان في مجلس إدارة وخدنا بعض القرارات، انا شخصيا قلت هقول انا البيان ده، وهقول انا عايز اكلم الناس، وهقول انا القرارات. كلمت الناس، بس كلمت اللي انا حاسه، بل انا عشته. انا دخلت الأهلي 70 وانا لعيب قد كده، حسيته في عمر ال 50 سنة دي. خلاص الناس اللي مش حاسه بقيمه الاهلي لازم يفهموا ان هم غلطانين، لازم يفهموا ان جمهورنا هو الداعم لينا. اللي يندس في وسطهم حد يبوظ العلاقه دي، لا مش مسموح خالص، ومش هنسمح بيه خالص. عشان كده للاسف رجعنا كذا خطوه لورا، هنهدى ونحاول نعيد ده مره ثانيه، ونامل الناس تساعدنا فيه ان شاء الله. التجمع، وبرده من الحاجات اللي مش عجباني، وهنا خلي بالكم يا جماعه، في امور وفي قرارات انا بتكلم عليها كمحمود الخطيب، انا بتكلم كل حاجه بالمجلس بتاعي. الحاجات مش عجباني يا كمحمود ان انا قلته، والناس اللي بتقعد تتهم بعض ان مثلا حد يتصرف تصرف ولا يلعب النادي الاهلي استبعده، ده الكلام ده قرار بتاعي. وهنا من القرارات بتاعتي برضو مش عاجبني الناس بتتكلم والتجمع والارض مش عارف فيها ايه، ايه الارض فيها ايه. لازم نشكر جدا مجلس دار السابق انه ساعه وخد الارض دي، لكن الارض دي بعد ما احنا، انا بحكيها لكم ببساطه، خدناها عشان نستلمها، بعتنا مهندس سامح كامل مع اللي هو شيرين شمس المدير الاسبق، وبعض الاستاذ العمري كان معاهم، وانا رحت، بس انا ما بحبش الحقيقه اتصور في القصص دي، فانا بعدت بعيد. الارض لا تصلح فنيا، خدوا العباره دي بس كده، لا تصلح فنيا بس، مش عايز ادخل في تفاصيلها. عشان كده احنا طب نعمل ايه، نشتغل ازاي؟ والتجمع ده بالنسبه لنا كان مهم جدا جدا، دوت ده يا جماعه يجيب لنا فلوس، ده اللي برده من حب افكارنا احنا كمجلس اداره، مش اي افكار حد تاني، كمجلس اداره ازاي نجيب فلوس عشان نشتغل. لان كل اللي انا قلته ده محتاج ايه؟ انتوا شايفينه محتاج ايه؟ يعني مش محتاج يكون عندنا موارد ضخمه، عندنا استثمارات ضخمه، وده برده هرجع له في الاخر. فهنا الارض رحت الحقيقه مع مجموعه من مجلس اداره كويس، ورحنا قابلنا سياده الوزير مصطفى مدبولي رئيس وزير الاسكان، حطينا مشكله قدامه. هو عشان راجل مهندس وفاهم الحقيقه، كان متعاون جدا جدا جدا، وفي القعده ما خدتش نص ساعه بس، نقعد ونتكلم مع الناس، وهي دي النادي الاهلي لازم علاقاته بالجميع تبقى كده، نقرب من الناس ونقعد معاهم. وطالما النادي الاهلي طلبه منطقي ومقبول، احنا مش بنطلب حاجه غير حقنا، خلي بقى، واحنا اول ناس نرفض ناخد حاجه غير حقنا، لازم امور تبقى واضحه ليكم. فاحنا رحنا طلبنا الحق، وعشان كده نص ساعه تحل الموضوع. تحل الموضوع ازاي؟ لا يستطيع يعني يكون في حاجه في الامور الماليه والفوائد، وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا لازم برضو حضرتك تعرفوها وتشاركونا فيها. يناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 40 مليون جنيه قسط الارض الجديده، يناير 2019. ويناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 125 مليون جنيه فوائد، يعني هدفع في يناير 165 مليون جنيه.
احنا احتمال لو كنا بنفكر في الكلام ده ناخده ناخدها ما ناخدهاش نستنى على حته ثانيه ده موضوع ثاني. لكن هندفع 165 مليون جنيه هنقعد نتفرج والفوائد بتعد عليك. مش ممكن نقعد نتفرج برضه. في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا رحنا وقعدنا وسعينا عشان خاطر النادي الاهلي وخلصنا الموضوع. خلص الموضوع ان شاء الله وخلص وماضينا عشان تبقى الامور واضحه مع الناس. طبعا الارقام اللي كانت في الجزء الاخير اللي تابعناه من الدقائق اللي تابعناها مع حضراتكم من كلمه الكابتن محمود الخطيب عكست بعض الارقام اللي بتعكس حقيقه الانفاق الضخم او بتقدم لحضراتكم صوره واقعيه عن الانفاق الضخم جدا المطلوب دائما ابدا من النادي الاهلي ومجلس ادارته من اجل تحقيق كل عمليات التنميه في النادي والتوسعات الانشائيه والوصول الى مرحله البدء في تشييد المقار الجديده للنادي وما يتعلق بارض التجمع اللي تم استبدالها والتوصل الى ما توافق عليه النادي مع وزاره الاسكان حسب ما صرح الكابتن محمود الخطيب بعد لقائهم مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي. فضلا عن قضيه ثانيه معنوية وليست مادية أشار لها كابتن محمود هو طبعا أمر مهم جدا قالوا إن احنا محتاجين نتكامل في الوسط الرياضي ونتكاتف وندور إزاي نحل مشكلاتنا بشكل جماعي بشكل إننا كلنا في مركب واحد. هذا الوسط نجاح ونجاح للجميع وأي مشكلات أو عراقيل بتواجهه أو عقبات أو إخفاقات هي إخفاق للجميع وبترجع بالوسط الرياضي كله خطوات للخلف وتعرقل سيره للأمام. عشان كده كابتن الخطيب بيقول لازم نتكامل. أي شخصيات كانت متفقة أو مختلفة معارضة أو مؤيدة لمجلس الإدارة الحالي وقت ما خاضوا انتخابات مجلس الإدارة بيطالبها بالدخول داخل هذا الكيان المحب للنادي واللي بيطرح رؤاه ومقترحاته وإن المجلس طبعا على استعداد للاستماع لكافة الآراء على أن تكون له كافة الصلاحيات وفقا للشكل المؤسسي اللي بيدار به النادي الأهلي ولكن يستفيد بكل الآراء وما يصلح منها لتنفيذه هيحال إلى الأجهزة التنفيذية في النادي وهيكون محل تقدير. وهي دي الصورة اللي عايزين نتكامل فيها ونكون كلنا بنسير في اتجاه إيجابي أفضل من عملية المشاحنات والبحث عن آليات ازاي نختلف ازاي ننتقد بعض ازاي نهاجم بعض ازاي نقلل من الجهد المبذول من كل كيان من الكيانات الرياضية او لكل قيادة من قيادات الوسط الرياضي. خلينا نشوف مع حضراتكم عدد من التقارير ايضا المتعلقة بهذا الحدث الرائع لكن نختتم هذه العناوين. طبعا قلنا ان في خدمات كثيرة جدا وان الجماهير ابرز مكاسب بطولة الطائرة والتصور الجديد لبوابات النادي وايضا نجحت الادارة في تنمية الموارد كشف التفاصيل كثيرة جدا عن الآليات والخطوات المتبعة لتعظيم وتنمية موارد النادي وهنعرضها على حضراتكم ان شاء الله خلال مناقشاتنا مع ضيوفنا النهاردة من خلال الاهلي في كل مكان. اخيرا اشار الكابتن الخطيب وهيكون في حوار طبعا مستفيض مع الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي ونجم الكره المصريه السابق وهيكلمنا عن تفاصيل كثيره جدا عن رؤى المتعلقه بهذه المرحله وبما اعلنه مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب في مؤتمر اليوم فضلا عن امور كثيره جدا تتعلق برؤيته لكل ما يتعلق بقيمه وعراقه وتاريخ ومبادئ النادي الاهلي. هيكون معنا الكابتن مصطفى يونس بعد قليل. واختتم الكابتن الخطيب هذا العنوان كان الجزء الأخير من حديثه إدارة الأهلي محترفة ولا أحد يتخطى دوره توزيع الاختصاصات توزيع المهام والأدوار إن في جهات لها صلاحيات لوضع الرؤى الإدارية وكل ما يتعلق بالتصورات وعدد آخر من الشخصيات لها كل الصلاحيات التنفيذية والقيام بالخطوات اللي بتفعل من خلالها هذه القرارات الخاصة بمجلس الإدارة وإن هذا أيضا أمر لا غنى عنه في النادي الأهلي ولا يتم تجاوزه نهائيا. بعد قليل هيكون معنا في الاستوديو ضيفنا النجم الكبير الكابتن مصطفى يونس نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير و نشوف مع حضراتكم مجموعة من المكرمين من نجوم النادي الأهلي في هذه المناسبة. طبعا شعور غامر بالفرحة والتقدير والشكر للنادي الأهلي على تقديره لرموزه اللي ساهمت في بطولاته وفي النهاية يعني هذا موقف يعني فيه أخذ وعطاء. لعيبة عطت للنادي الأهلي جهدها وحققت معاه بطولات كبيرة جدا واستفادت الشهرة الكبيرة جدا من اسم النادي الأهلي اللي بيتشرف بيه كل واحد منتمي للنادي الأهلي. أنا النهاردة بتشرف بأن أنا منتمي للنادي الأهلي في مثل هذه المناسبة الكبيرة جدا وبعتبر ان ما اديته للنادي الاهلي يعتبر ضئيل جدا فيما استفدت منه من النادي الاهلي من شهره كبيره ومن انتماء عظيم جدا للنادي الاهلي. اجمل لحظه في حياتي يعني الحقيقه يعني هذا التكريم انه جه في توقيت يعني الواحد كان خلاص وصل لسن كبيره طبعا وبعدين فدي موقف الحقيقه وزي ما بقول من اجمل صفات العالم كلمه الوفاء والتكريم
وطبعا مهما شكرت لن أوفيهم حقهم، طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي بالكامل، وساعدته طبعا ان يعني كل اللي اتكرموا من 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 اجيال كرة القدم الحاليه يعني اللي موجودين اللي كانوا معايا، يعني انا كان ليا الشرف ان انا كنت مدربهم، احنا في سن واحد بس انا ابتديت التدريب في النادي الاهلي طبعا الكلام ده من 60 سنة، وكان عندي يعني لسه في بداية العشرينيات كمان يعني. وطبعا هذا التكريم فعلا جه في توقيته، وبكرر شكري وتقديري واحترامي للكابتن محمود الخطيب وجميع مجلس إدارة النادي الأهلي. أنا في النادي الأهلي من الخمسينات لأول مرة يحصل تكريم للاعيبة في النادي الأهلي صراحة، ونشكر مجلس إدارة والكابتن محمود الخطيب على التكريم ده صراحة، كان حاجة تفرح يعني، حاجة كويسة. النادي الأهلي طول عمره يعني إن شاء الله له تاريخ يعني، النادي الأهلي وأحسن مجلس إدارة صراحة شفته اليومين دول في النادي الأهلي، بأستاذ محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، دول تاريخ بيتنا التاني النادي الأهلي، وأنا ضيف كل حياتي في النادي الأهلي، كل تاريخي في النادي الأهلي. شعور طيب جدا وحاجة ما حصلتش قبل كده بالمنظر دوت، وربنا يعني يبارك في الجميع ودايما كده يبقوا قدوة لكل الناس. حياتي كلها في النادي الأهلي، أنا دخل النادي الأهلي سنة 50، احسبها بقى النهارده كده. انا بكيت بالدموع وانا قاعد بسمع الخطيب وهو بيتكلم على وفاء ابناء النادي الاهلي، ولما طلعت فوق واستلمت الجايزه ما كنتش شايف قدامي من الدموع اللي نزلت عيني. الحقيقه انا اشكر كابتن محمود الخطيب ان هو فكر في كل السابقين اللي لعبوا للنادي الاهلي من اول ما انشئ حتى الآن. الكرة المصرية اللي بنسعد جدا بوجوده معنا النهاردة ليحدثنا عن ذكرياته وخبراته وما يعلمه علم اليقين عن قيمة ومبادئ وأسس وأطر إدارة وكل ما يتعلق بمبادئ النادي الأهلي وما لا يحيد عنه النادي الأهلي ومجالس إداراته المتعاقبة، وأيضا ما يعلمه عن الكابتن محمود الخطيب لاعبا ورئيسا للنادي الأهلي وما يتوقعه ويتمناه من مجلس الإدارة الحالي وكابتن الخطيب في الفترة المقبلة. ضفنا في الأهلي في كل مكان نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن مصطفى يونس. أهلا بحضرتك كابتن مصطفى، سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. أسعد جدا بوجودي في بيتي زي ما يكون موجود انا بقول انا في بيتي. اكيد يا كابتن مصطفى. هنبدا مع حضرتك الحوار بعد قليل بعد ما نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير، نتابع تقرير خاص عن الكابتن مصطفى يونس. مصطفى يونس اسم غني عن التعريف، هو واحد من أهم المدافعين في الكرة المصرية عبر تاريخها الطويل، امتاز بالرشاقة الفائقة والقوام النموذجي، فوصفه البعض باللاعب الأوروبي. بدأ مصطفى يونس مشواره مع الأهلي ناشئا لافتا له الأنظار عام 69 بعدما خاض اختبارات الناشئين بالنادي وسط الآلاف من الشباب، حتى تم اختياره برفقة زميله حازم خالد فقط. كان يونس عاشقا للكرة الشراب، لكنه كان يحلم دوما بارتداء الفانيلة الحمراء، وعندما جاءته الفرصة تمسك بها بشدة حتى أصبح واحدا من أهم النجوم، ولعب للفريق الأول لأول مرة عام 72 محققا الكثير من الانتصارات والألقاب. حصل على 11 بطولة متنوعة، منها 7 بطولات للدوري و3 بطولات لكأس مصر، إلى جانب البطولة الأهم والأشهر بطولة إفريقيا عام 82، حيث نال شرف رفع أول بطولة إفريقية للأهلي قبل أن يعتزل كرة القدم عام 85 بعدما رفض الجلوس على دكة البدلاء وعمره 29 عام، مفضلا الاعتزال وهو في قمة مجده الكروي. ارتبط كثيرا بالمدرب المجري الشهير هيديكوتي الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي، وكان قريبا من نجوم الفريق بشدة،
اتجه مصطفى يونس إلى التدريب وخاض تجارب عديدة عبر سنوات طويلة لعل أشهرها بالسودان، حيث يعد أنجح المدربين الذين خاضوا تلك التجربة في الدولة الشقيقة. تولى تدريب منتخب الشباب في مصر ليكتشف العديد من النجوم وليمنح الفرصة لمواهب فذة مثل محمد إبراهيم، عمر جابر، أحمد الشناوي، محمد صلاح وآخرين. نجمنا اليوم له الكثير من الآراء الواضحة في كرة القدم، سوف نفتح معه اليوم الكثير من الملفات بعد استعادة ذكريات زمان. كابتن مصطفى يونس، اهلا بحضرتك مره ثانيه. عادت فكري وظني. التقرير رجعك لتفاصيل كتير. بتتاثروا بالحاجات دي يا كابتن مصطفى لما تشوف تفتكر بداياتك وتشوف الصوره؟ بص يا محمد، النادي الاهلي مش نادي لعبنا فيه. النادي الاهلي عشق، النادي الاهلي جوانا، النادي الاهلي بالنسبه لنا هو حياتنا، زي ما بتقول الاب والام والاخ والاخت. النادي الاهلي كده بالنسبه لنا، يعني جزء من العيله او عيله حقيقيه لكل واحد. هو اساس العيله. يعني لما يبقى النادي الاهلي هو سبب اسعاد اهلك، انت متخيل؟ لما يبقى النادي الاهلي هو اللي عملك بني ادم، هو اللي خلاك وانا قاعد قدامك دلوقتي نجم ومشهور وبمشي في الشارع والناس عارفه مصطفى يونس. لما بيقولوا مصطفى يونس هو الخطيب، بيقولوا بتوع النادي الاهلي. فده احنا اسمنا مرتبط بالنادي الاهلي، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لكل النجاحات اللي حققها. بالظبط. يعني مهما قلت مش هقدر اعبر لك. ايه اللي بيخلي دايما الانتماء للنادي الاهلي مختلف بالشكل ده يا كابتن مصطفى؟ حضرتك اشرت لده، كابتن الخطيب، جيلكم والاجيال الاكبر والاجيال الاصغر، كل من حقق نجاح وظل لفتره مع هذا الكيان اللي استمر معاه واللي كانت فتره وانتهت بس حقق فيها نجاحات وكان محب حقيقي للنادي الاهلي، بيقول كده انه بيصبح جزء من كيان الشخص. ليه؟ احنا عشنا اكتر ما عشنا مع اهلنا عشنا في النادي الاهلي. احنا كنا بنفتحه وبنقفله، نروح نفطر ونتغدى ونتعشى ونروح ننام ونتمرن، نتمرن نطلع نقعد في الجنينه كلنا كلنا، وبعدين نروح ننام، وبعدين نيجي الصبح. وبعدين كنا بننزل قبل التمرين بساعه نهزر ونلعب اتنين في النص، ومش عايز اقول لك هديكوتي قال اللي هينزل هيدفع 50 جنيه غرام. عملنا ايه؟ الاوضه بتاعتنا كانت كبيره اللي هي بتاعت الفريق الاول، عملنا الدكه في النص، بقينا نلعب عليها فولي فرق قبل التمرين بساعة، وبعدين شالوا الدكك، فبقى الكورنر بتاع الدواليب مقفولة مع بعض، بقينا نعمل ننشن على الكورة، ننشن الكورة زي الباسكت تنزل في المكان الفاضي بين الدواليب. بالظبط بالظبط. يعني انت بتتكلم في عشق. علاوة بقى على كده ايه بقى؟ الناس اللي ربونا، الناس اللي علمونا يعني ايه النادي الاهلي، الناس اللي علمتنا واحنا شفناهم بعينينا. صالح سليم ده ربنا فوق والنادي الاهلي تحت، يقول لك النادي الاهلي الاول والثاني والثالث، بعد كده اي حاجه تيجي تاني. فكابتن مصطفى حسين، كابتن مصطفى حسين لما ياخدني وانا عندي 16 سنه يا محمد، ومصطفى ما تمشيش وانا عندي 16 سنه، وياخدني في العيد ليله العيد، يجيب لي بدله ويجيب لي جزمه. كابتن مصطفى، مصطفى حسين، كابتن مصطفى حسين، كابتن الله يرحمه، من محل الاهرام اللي في وسط البلد، وفضلت انا مش عارف رايح فين. ويديني 10 جنيه، لما يدوني كل شهر 5 جنيه وواحد اسكالوب، لما في المناسبات والاعياد والبتاع دوت، يعمل لي كل انا عايزه، ما يبقاش عشق، ما يبقاش حب، ما يبقاش هو كل حاجه في حياتنا. ايه اول جمل فاكرها يا كابتن مصطفى من بدايتك من الاجيال اللي اتعلمت منها مع دخولك النادي الاهلي؟ ايه العبارات اللي عمرك ما هتنساها؟ الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي، الولاء والانتماء للمكان. بعدين خلي بالك دي ثقافه، دي تربيه. انا من شبرا اصلا، فولائك للاول قبل ما ابقى من شبرا ابويا وامي واخواتي وعيلتي، ففي ربط، في انتماء وولاء للاسره. وبعدين للمنطقه، لما كبرت بقيت العب كره شراب. انا مش عايز اقول لك انا كنت من اشهر، زي ما قالت كده، كنت من اشهر لعيبه كره شراب اللي في مصر. بقى الانتماء والولاء للحته اللي انا فيها، للمنطقه، كمان بقيت نجم فيها، بقيت نجم. لا ده مش نجم وبس،
احكي لك قصه دلوقتي لما نتكلم في القصص. هنسمع طبعا كل التفاصيل. الناس اللي ربوني جوه شبرا، الناس اللي احتضنوني على رسوم الله الحاج احمد السني الله يرحمه، وبعد كده رحت بقى للكيان اللي كان حلمي. انا عندي ورقه في البيت كاتب فيها كده امنيات وانا في اولى رابع في شبرا الخيمه الاعداديه. امنياتي العب في النادي الاهلي والعب منتخب مصر ويبقى عندي اوضه لوحدي، ما احنا 10 فمش هيبقى عمره مش هيعدينا 10 اوض يعني. فدي كانت من امنياتي ان انا العب في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بالنسبه لنا هو الحياه. كابتن صالح الله يرحمه، سياده الفريق مرتجي هذا الرجل الفاضل، كابتن عبد صالح الوحش، المدرسه اللي اتعلم عليها. النهارده كان معانا واحد من اعظم من اتربينا على ايديهم، كابتن عزة أبروز. من النجوم المكرمين النهارده. طبعا من المكرمين. كابتن عزة أبروز ده احنا كلنا قمنا سقفنا له. يعني كابتن طه اسماعيل ده استاذنا الكبير طبعا ما لحقناهوش، هو انا لحقته بيجي يتمرن ويمشي لما ابتديت 68 69. كابتن مروان كان فني، انا اتمرنت معاه ولعبت معاه. فالكابتن عزة تشتغل معنا مدير كوره. فيعني قلت لي كمان قبل ما نبدا الحوار على الهواء كابتن مصطفى انك الوحيد من جيلك اللي لحق يلعب مع كابتن مروان. طبعا كابتن مروان كان فني لا وفيصل بيبي كان باك ليفت اسمه فيصل، ومحمود عبد الحي وصلاح وشريف مدكور كان لسه طالعين، وكابتننا الكبير ربنا يديله صحه كابتن انور سلامه والله يرحمه احمد ماهر، وكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه. انا وعبد العزيز، عبد العزيز كان لسه صغير بقى، كان الجيل اللي قبل عبد العزيز وصفت الاثنين دول، وسمير حسن وحسام بدراوي. لان بدا سن مبكر كابتن زيزو، دكاتره كبار بقى، دكاتره كبار دلوقتي. زيزو لعب منتخب مصر لم يتجاوز 16 سنه. زيزو لعب منتخب مصر لم يتجاوز 16 سنه. فالجيل ده يعني مش تحيز، اعظم جيل جه في تاريخ مصر هو الجيل السبعينيات. مش جيل السبعينيات احنا بس، مش النادي الاهلي بس، كل انديه مصر. كل أندية مصر لفتة لها قيمتها النهاردة حرص المجلس وكابتن الخطيب على تكريم الرموز دي يا كابتن مصطفى. يعني أنا مش عايز أقول لك، ما هو ده، هو ده النادي الأهلي وهو ده محمود الخطيب اللي أنا بتكلم عليه طول عمري. الولاء والانتماء مختلف، مع احترامي الشديد لكل اللي لعبوا في النادي الأهلي سواء من بره، وفيهم ناس على خلق، ما بتتكلم في مختار، بتتكلم في عامر، بتتكلم في طاهر الشيخ، محسن صالح، الناس دي شطة، الناس دي جاية من بره. لا خلاص بقوا زينا، بيقعدوا معانا في النادي. فلما الخطيب يعمل ده احساس بالمكان. يا جماعه الاحاسيس دي والمشاعر دي مش اي حد. يعني انت متخيل يا جماعه، وانا بقول لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي فيه الخطيب ده محدش يتحمله في رجله. حضرتك صحيه، اقعد بقى بس استعملت بقى نفوذي وادميتي، قلت له هو مفيش ادميه ولا ايه؟ قال خلاص هسمع كلام مصطفى وعد. مش قادر يمشي يا جماعه، مش قادر يقف يا جماعه. فهم دول ولاد النادي الاهلي. هو ده النهارده وانا بتكلمه بعد انا مبهور بيه من ايام الانتخابات بجد، وانا اول مره اقول على ليه يا كابتن مصطفى. الكاريزما، انه بيعرف يتكلم، انه بيعرف هو بيقول ايه، الترتيب، الاسلوب، الاقناع اللي بيشرحه، كل ده شيء اسعدني جدا. يعني في لما كنا في الفندق او ايام الانتخابات، انا يعني قلت له بصراحه يعني انت بهرتني واسعدتني في انه اكتسب على مدار مشواره وتاريخه مؤهلات وخبرات. يقول لك بقى اصل مش ادارجي واصل مش عارف ايه، لا ده معلم، ده معلم يعني. وبعدين مش عشان الخطيب يعني، ما هو خطيب كاريزما يا جماعه. الخطيب من الناس يعني كده زي صالح سليم. صالح سليم كاريزما. الخطيب مش عايز اقول عشان الناس ما تقولش مصطفى يونس بيجامل قوي يعني. اللي بيعترضوا على الناس اللي بتتبرع للنادي الاهلي او اللي بتدي النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيضيف لهم، مش هم اللي بيضيفوا النادي الاهلي. مفيش واحد على وجه الارض كلها يقدر يضيف للنادي الاهلي. اي حد بينتمي لهذا النادي العريق هو اللي بيضاف اليه، بدليل حديث الناس كلها مش عايز اقول المتآمرين، اللي زعلانين من نجاح او اللي بينتقدوا تركي آل شيخ تعبهم، حبه ودعمه للنادي ورغبته. النهارده الخطيب قال جملتين، قال لك في محب وفي مستثمر. تركي آل شيخ محب، ده مش محب، ده عاشق، زي زمان الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه. طيب انا عايز اقول للساده الزعلانين، الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه تنازل عن كل املاكه اللي في البنوك والشركات والمصانع
والاوتيلات للنادي الاهلي. ما تقالش ليه الكلام ده؟ اي نادي في مصر، الله يرحمه الحاج سيد متولي ما كان بيصرف على نادي المصري، الحاج محمد مصطفى كان بيصرف على نادي الاتحاد، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا الكيان الكبير لا، والحقيقه كمان اللي حضرتك بتقوله دي معلومات كمان رحمه الله الامير عبد الله الفيصل لم يحرص على ظهورها اعلاميا او الدعايه لها، يعني كان محب للنادي الاهلي ويعطي في سريه وكتمان للنادي كمان. لا، السوشيال ميديا مختلفه دلوقتي، دلوقتي يعني الامور كلها بيتم تناقلها، يعني تدوس على الزرار تطلع. طب بما ان حضرتك فتحت الملف ده، يعني احنا كنا هنتكلم عنه بعد شويه لما نتطرق للمؤتمر، بس حضرتك فتحت ملفين مهمين جدا، خبرات لاعب الكره والنجم اللي عنده الكاريزما لما تتراكم عنده خبرات النجم مع الخبرات الإدارية. هل كان بيغضبك اما البعض ينتقد كابتن الخطيب ومجموعته او قائمته في الانتخابات ويقولوا ايه ازاي عايزين تجيبوا لعيب كره يدير النادي مش هيقدر يدير هذه المؤسسه العملاقه؟ ده كان بيغضبك ولا لا؟ لانه بينتقص من حق لاعب الكره اللي نجح وربنا اداله حجم نجاح غير عادي اداري وجماهيري واعلامي انه يكتسب الخبرات وانه يبقى عنده طموح لاداره اي مكان. طيب خلينا نرد عملي، مش هرد كمحب، انا هرد كعملي. الخطيب بقاله 107 يوم عمل ايه في النادي الاهلي؟ دخل قد ايه للنادي الاهلي؟ مش هو ده مش ده المقياس دوت؟ طور النادي الاهلي قد ايه؟ مش عايز اقول البطولات لان المجلس السابق مشارك في هذه البطولات زي ما هو قال النهارده وشكر المجلس. ما هو ده صحيح. ما هو ده، ما هي دي الاخلاقيات، ما هي دي اخلاقيات النادي الاهلي، انك لا تنكر عمل الاخر. وبعدين طالما تعمل في العمل العام لازم تصيب وتخطئ، شيء طبيعي، خد بالك. لكن لما الخطيب ومجلس ادارته، وهو بعدين خلي بالك هو لما مش بيتكلم مش بيقول انا، مش بقول الخطيب، لا ده مجلس الاداره، مجلس ده انكار طول الوقت ذات. بيقول مجلس الاداره النادي الاهلي الجمعيه العموميه، نعم انكار صحيح. ذات صحيح. انكار ذات زي ما هو قال النهارده ان كل واحد شبابنا المحترم اذا كان خالد الدرندلي ولا مرتجي ولا الجرحي ولا محمد الضماطي ولا مهند المجموعه كلها يعني مع حفظ الالقاب للجميع، كل اعضاء مجلس محمد وكابتن جوهر والكابتن رايان والدكتوره رايان، كل الناس اللي الكابتن خطيب قال حتى مقلين جدا في الظهور اعلاميا عشان لا هو مش حته مقلين، هي دي السياسه وده النظام، ده اللي اتربينا عليه من زمان. يعني حسن حمدي طلع كام مره في التلفزيون على مدار عمره ده كله في النادي الاهلي؟ كابتن صالح طلع كام مره؟ حتى المهندس محمود طاهر طلع كام مره؟ ما هي هو ده النادي الاهلي، انك لازم تعمل طالما الجمعيه العموميه جابتك لازم تعمل. في نقطة مرتبطة بكلامك كابتن مصطفى، سأل عنها كابتن خطيب أو طلب بيها النهاردة الوسط الرياضي، قال يا جماعة على مستوى اللي منتمين للنادي الأهلي أو المحتكين بالنادي الأهلي وأخباره وكيانه بشكل عام، قال أرجو أن الكل يتواصل معانا، مش عايزين مجموعة تبقى خارج الإطار ومجموعة منتقدة ومجموعة معارضة، قال عايزين الكل يتكاتف. وعلى مستوى الوسط الرياضي كله قال مش وقت مشاحنات يا جماعة، مش وقت انتقادات، عايزين نتكامل. هو أنت متخيل أن أنا علاقتي بالخطيب أن أنا مش بنتقد، أن أنا مش بتكلم معاه، بتكلم ومعاه بقول كذا ونختلف نتفق، لا ده ده لا ده كذا وده كذا وده كذا، ده شيء. ما هو دايما لما تحب حاجه ما تبقاش وان واي، ما تبقاش شايف الغلط وتسكت، العكس يبقى فيه اراء كثيره، لازم اراء. وهو قال ايه النهارده؟ ان الناس بتوع المجلس كل واحد ادلى بدلو وفي اراء مهمه هنضيف ليها. هل ده يقلل من الاخوه الاعزاء اعضاء مجلس الاداره؟ خلي بالك العامل الفاروق ده كمان، العامل الفاروق ده داهيه، العامل الفاروق داهيه في الاداره، داهيه داهيه يعني اختياراته. انت عارف انا اطمنت امتى؟ لما اعلن المجموعه بتاعته، لان كل واحد كيان. محمد الجرح ده، محمد الجرح ده في يوم من الايام هيبقى رجل اقتصاد عالمي وهيبقى رجل من رجال الدوله، يبقى افتكر قول مصطفى نسال شايف عنده المقاومات، عنده المقاومات، عند المقاومات الاداريه اللي هو قالها النهارده برضو خطيب، ان احنا بنعمل كوادر للنادي الاهلي. احنا بنفكر دلوقتي مين اللي بعد الخطيب؟ ولاعيب كوره ربنا يديله الصحه، يبقى الدوره الجايه كمان ان شاء الله باذن الله، لانه لازم يكمل اللي بيعمله ده. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه جدا، النهارده قال لي جمله، قال لي مصطفى وانا ببص عليكم وانتوا قاعدين، احنا معانا عبد العزيز، مصطفى، مختار، عامر، ماهر، شطه، علاء ميهوب، شريف عبد المنعم، مش عارف، قال لي كل ما ابص عليكم تدوني قوة وأنا بتكلم. أنت متخيل؟ ده جيلي، دي عزوتي، دول 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 إخواتي، دول أهلي، دول عزوتي، دول ظهري. فالارتباط بالنادي الأهلي يا جماعة ده ما حدش يحسه يعني.
يعني حضرتك هنا شايف الاختيارات كانت موفقة وأن هذه القائمة تمتلك كيان متكامل من الخبرات في اتجاهات مختلفة تقدر تحقق طموحات النادي. وبعدين اللجنة أنا النهاردة يعني أنا عارف طبعا التلاتة بتوع الاقتصاد بتوع النادي الأهلي مين دول؟ وانا قعدت له يا ابن اللذينة دكتور فاروق العقدة استاذ ياسين منصور رئيس البنك مش فاكر اسمه ايه الاسم الثالث اعتقد ثالث اسم في اللجنه كمان نستعين بزملائنا اعتقد من المكوادر الكبيره كمان اقتصاديا اللي موجوده ان الكابتن الخطيب شكرهم وقال هذه المجموعه تستطيع ان تحقق الكثير لتنميه موارد النادي واداره محفظته بالشكل الامثل. الاهم من كل ده بقى اللي هو ايه اللي هو الجمله اللي قالها النهارده اللي ما بيتعملش بيها على مدار من 1907 لحد دلوقتي استثمار اسم النادي الاهلي. انا دي مش عايز اقول لك دي عملت فيا ايه استثمار اسم النادي الاهلي. طب احنا هنقف شويه عند الموضوع اللي حضرتك اشرت اليه منذ قليل لانه مهم الحقيقه هو اللي كان فرض نفسه في الايام اللي فاتت. المنتقدين والمختلفين او اللي وصفهم كابتن الخطيب يعني قال مش عايزين نقول يعني الكارهي بعض الناس اللي هي بتوصل لدرجه انها بتحمل اراها بتحمل درجه من الكراهيه بشكل غير مفهوم اللي التركيز كان على حديث ودعم وحب المستشار تركي آل شيخ للأهلي والبعض مزج بين هذا الحب وهذا الدعم والتنسيق استثماريا وعرض فرص استثمارية مصرية إماراتية سعودية على الكابتن الخطيب اللي الكابتن الخطيب قال بنؤكد دائما مع تقديرنا واحترامنا وشكرنا الكامل للمستشار تركي آل شيخ أنه لن تتم أي خطوة إلا وفقا للضوابط والأسس. البعض قال ده تدخل في قرارات مجلس إدارة ده تدخل في سيادة النادي الأهلي ده كده بيبقى في من هو مسؤول غير مجلس إدارة عن النادي. ترد إزاي على الآراء دي يا كابتن مصطفى؟ هو كان ياسين منصور هذا الرجل الفاضل لما كان في المجلس وكان هو اللي بيدفع للعيبة وهو اللي بيتعاقد وهو كان ليه كان هو اللي مسيطر على مجلس الإدارة هو محسن التونسي على أيامنا احنا كان هو اللي مسيطر على مجلس الإدارة ده. بص عايز أقولك حاجة يا محمد إذا الناس ما انتقدتنيش يبقى أنا مش ناجح صحيح. لو أنا مش بشتغل يبقى هتنتقدني ليه لو أنا مش ناجح ناس هتنتقدني ليه وبعدين أنا مع احترامي الشديد تركي آل شيخ في حد دلوقتي ما يعرفش ان في واحد اسمه تركي آل شيخ في النادي الاهلي؟ في حد ما يعرفش؟ في المنطقه العربيه كلها؟ طيب قبل كده كنا نعرف هذا الاسم؟ يبقى مين اللي بيعمل؟ حتى احنا مش تركي آل شيخ بس طبعا كل اتحاد كل على فكرة طبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل الكوادر المحبه انا ما اعرفوش ولا عمري قابلته نعم. قابلته يعني هو جه مرتين ثلاثه النادي ولا جه ما رحتش مش ما التقيتوش يعني ما كانش في فرصه للقاء لكن انا كمصطفى يونس يعني يا ريت 2 3 تركي آل شيخ. هنا حضرتك عايز تقول هل تقصد ان كل شخص مهما بلغ حجم دعمه وضخه لاموال واستثمارات او عمل تطوعي او حب للنادي الاهلي ودعمه في صفقات او في اي مشروعات يمكن ان يوفر فرص استثماريه لها او حتى مبالغ ماليه تضخ بشكل مباشر وفقا للقواعد انه ايضا مستفيد من ارتباط اسمه بالنادي الاهلي وبحجم جماهيريته؟ انا برضه مش عايز ان دايما الكل محمد مستفيد. انا مش عايز اقول مستفيد لا انها علاقه جميله لكل الاطراف يعني الأهلي. نعم انا عارف الخطيب كان بيتكلم على مين اللي دعاه هناك وتعشى معاه هو مجلس الاداره وقال له انت عايز ايه اللي انت عايز انا عارفه تماما اول ما هو قال انا عارف مين لكن يعني حرصا على اللي قاله ان هو الراجل مش عايز قلت طب انا عايز اسالك سؤال ما في ناس كتير قوي بتدعم النادي الاهلي رجال خلينا أعمال. نستخدم مصطلح وين وين سيتويشن اللي كل الاطراف بتبقى سعيده بالتجربه وبالنجاح وبهذا الدعم وبارتباط كيانات كبيره باسم النادي الاهلي لما يبقى ارتباطك في الامارات وفي السعوديه صحيح. وفي الكويت وفي اوروبا وهنا 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 ده النادي الاهلي يا جماعه انت بتضاهي في العالم ريال مدريد انت بص بتشوف النادي الملكي نمره واحد في العالم انت راس براس لو قارنت البطولات هنا وهنا احنا يمكن اعلى احنا منه فانا عجباني قوي النهارده جملتين قالهم الخطيب استثمار اسم النادي الاهلي لم يستغل حتى الان والمحب والمستثمر مستثمر من حقه نيجي يستفاد لكن المحب ده فوق راسنا كلنا لانه بيدي بعشق بحب مش علاقه تعاقديه مش فيها ارباح مش حملي عليك انك تعمل كذا ولا تعمل كذا تعمل كذا امال بقى الدكتاتور اللي بيرفد واللي بيشوط واللي بيلطش واللي بيرفد واللي بيخصم واللي بيعمل انا تاني يوم ما نجح كنت في النادي ست كده فاضله راحت له بتقول له يا كابتن انا عايزه كذا كذا قال لها ست انا ما فهمتش في الكلام ده في مدير نادي في ناس بتاع تعاقدات مدير في حاجه تانية فيها تعاقدات كتير في حته مهمه كمان يا محمد زي ما بقولها طول عمري احنا مؤسسه النادي الاهلي مؤسسه في مؤسستين في مصر مؤسستين
مؤسسة القوات المسلحة ومؤسسة النادي الأهلي. واحد بحجم الراجل اللي قدامي ده، وكل واحد ليه صلاحيات ولا تتعدى صلاحياتك. مدير الكرة مدير كرة، الرئيس النادي رئيس، مدير النادي مدير، كل واحد ليه صلاحياته، والاخر بتصب فين؟ في مصلحة الكيان، الكيان النادي الأهلي، الكيان. التصور اللي عمله واللي كان بيقول عليه، يعني انا انبهرت النهارده بشكل النادي الاهلي لما يتعمل الكلام ده، تطوير بقى الخدمات والمرافق، الاهم الاهم ان ما وعد بيه بينفذه هو ده. لان القائد او القياده وعد فيصدق، لما تصدق تعظيم سلام. زي القائد بتاعنا دلوقتي المشير عبد الفتاح السيسي، أو نزبر دايما بقول المشير عشان احنا في حاله حرب، وعد وصادق عشان كده احنا صدقناه. فلما الخطيب في 3 اشهر، انت عندك 34 مليون جنيه يجيب 6-7 اضعافهم في 3 اشهر، ده ايه الجبروت ده؟ ارقام بقى، ما فيهاش اراء وجهات نظر، ارقام تتحدث عن نفسها. بالظبط بالظبط. وبعدين وبعدين زي ما قال برضه هو، انا باخد من كلامه على طول، ان جيل بيسلم جيل، ومجلس اداره بيسلم مجلس اداره، له ما له وعليه ما عليه، ده شيء طبيعي. اشرف خلق الله اللي الدنيا دي كلها اتخلقت عشانه، الناس اختلفت عليه. فلما حد ينتقد الخطيب ده بالعكس ده. طيب في نقطه ثانيه كمان عايزين حضرتك ترد عليها، بعض الناس اللي شافك مبتسم كده. لا اصل كلام منطقي، انا بسمع كلام منطقي وردود منطقيه، لانه الحقيقه يعني كابتن مصطفى احيانا الواحد بيسمع اراء فيها انتقاد او توجيه غير موضوعي او مش في محله. النادي الاهلي ما بنملكش الا اننا طب انت ما تخلينا نناقش موضوع مش موضوع اللي هم بيتكلموا ايه اللي هو مش... هو الترك قال شيخ مش كده؟ لا لا، في حاجه ثانيه، ان الناس تفتكر ان مجالس الاداره في كيان زي النادي الاهلي، عفوا بقى في المصطلح، تقدر تألف زي ما هي عايزه، كأن مفيش لوائح وضوابط وجمعيه عموميه اعطت صلاحيات وتنسيق مع جهات، منها اللي حضرتك ذكرته، منها جهات تبع القوات المسلحه، المحافظ، الوزير، المسؤولين في جهات رسميه في الدوله، كل ده مع الاطر الحاكمه لنشاط الانديه الاستثماري والاقتصادي. هل في مجلس اداره يقدر يتجاوز كل ده؟ هي دي قيمه النادي الاهلي. قيمه الاهلي مش بتاع الاهلي بتاع البلد. الاهلي قيمته في انه ده النادي بتاع البلد، النادي الملكي بتاع البلد، صحيح. النادي الرسمي بتاع البلد، النادي اللي بيشرف البلد، خد بالك. فلما يبقى انت تبع محافظة القاهرة ومفيش كونتاكت مع المحافظ، وعايز اقول لك حاجة، 99.9 من الناس دي كلها اهلاوية، فيتمنوا يخدموا النادي الاهلي في اطار القانون زي ما هو قال النهاردة. يعني مش هناخد حتة عشان احنا النادي الاهلي، لا. وزي ما قال، في قضية احنا دفعنا جزء، وفي قضيه تشتغل انا خدت حق اخده، المحافظه كسبت القضيه، هنفذ حق المحافظه. هو ده الاحترام الذات، قبل ما تحترم اللي قصادك او تحترم خصمك، احترام الذات انك تقبل بالقانون او تقبل بحق الله زي ما احنا ما بنقول. يعني الوشوش اللي قدامنا دي كانت بالنسبه لنا امله، بالنسبه لنا النهارده الخطيب بيكرمهم. يعني كابتن طه ده، لما كان كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، لما كان يجي يتمرن، كنت والله العظيم يا محمد كنت صغير بقى لسه، امسك الحديد كده بتاع، افضل عامل عليه كده، انا واقف بتفرج على طه اسماعيل ورفعت الفناجيلي وصالح سليم. وكنت انا بحب مين قوي بقى؟ فؤاد ابو غيده. كان ايام بقى، ايام الشباب بقى، الشعر النايح والسايح ده، كان كابتن فؤاد ابو غيده كان كده، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب احنا هنختتم الحديث عن الجزء الخاص بالمؤتمر بكلمه اخيره من حضرتك، عشان نروح للذكريات اللي هتبدا من الرغبات اللي كانت مكتوبه في اولى رابع. قبل ما نختم، ايه اللي عايز تقوله كلمه اخيره عن المؤتمر؟ قبل ما اختم الحته دي بتاعت مجلس الاداره، انا بقول لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وبقول لجماهير النادي الاهلي والجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، علينا أن نسعد بمجلس إدارتنا. هذا المجلس اللي أنا قلته وكتبته إن شاء الله بإذن الله هيبقى الرئيس الأسطوري في تاريخ النادي الأهلي، اللي يعمل الاستاد ويسعى ويروح ويجي وهو في الحالة دي، ويسافر ويقابل، توقعوا منه الكثير، توقعوا منه الكثير إن شاء الله، ونجاحات وراضي عن مجمل ما عرض اليوم. مبهور، حضرتك قلت استخدمت مصطلح أنا مبهور باللي اتعرض النهاردة في المؤتمر وبهذه الرؤية. لا، وبيتكلم أنا قلت كذا وعملنا كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، مش مجرد ضحك على الدقون ومشي حالك وتقعد على الكرسي وباي باي كمبورة يعني، لا. طيب نتكلم شوية عن الرغبات اللي اتكتبت في أولى رابع، دي كانت أولى إيه؟ أولى ابتدائي ولا إعدادي؟ إعدادي. طيب قول لنا بقى، إيه الرغبات كان إيه وإيه؟ الالتحاق بالنادي الأهلي، أو النادي الأهلي الأول منتخب مصر، يبقى لي أوضة لوحدي، أن إحنا 10 أخوات، 5 بنات و5 صبيان، وانا الخامس، وخد بالك عشان كده رقم 5،
وانا الخامس في تاريخ ميلادي 25. اتحققت ازاي رغبه الانضمام للنادي الاهلي؟ قول لنا اول يوم، اول مره سمعت فيها كلام عن انك هتدخل النادي الاهلي. لا انا كنت رحت البلاستيك خلاص. لا قصدي اتحققت ازاي رغبه الانتقال للنادي الاهلي؟ الله يرحمه الحاج احمد السنة، الله يرحمه هذا الرجل اللي فضل كبير جدا عليا. كنت انا رحت البلاستيك واتقابلت، وبعدين اتكتب في الاخبار في حته كده على الجنب، الاهلي يقبل ناشئين مواليد 53 و55 و57، وانا بقى عادي يعني. فلقيته بيقول لي مصطفى اعمل حسابك بكره تروح النادي الاهلي. ابو كباتن صلى على النبي صباح الخير. ما صدقتش. لا لا مش هروح، مش مصدقتش، مش هروح. شايف ان عندك فرصه. لا لا طبعا حاجه صعبه لا جدا. النادي الاهلي انت بتتكلم في حلم، يعني انت بتتكلم في حلم، مش بتتكلم من انا زي دلوقتي يعني. فقال لا هتروح. رحت جاب لي الجزمه من صلاح بحيره الله يرحمه، واحنا كنا بنلعب فانيله منتخب مصر الخضراء والحمراء اللي فيها الثلاث خطوط هنا. الشوط الاولاني تبقى لحد الشورت، الشوط الثاني تلاقي عند الشراب. وخدتها وطلعت على ما اعرفش النادي الاهلي فين. جه معايا الله يمسيه بالخير حد من عندنا سيد بحير. شوف انا فاكر الاسماء دول متربيين مع بعض كلنا في شبرا. ركبنا 26 نزلنا في التحرير. مشيت كوبري قصر النيل لقيت الاسدين. رحت داخل يمين على النادي الاهلي. لا النادي الاهلي في وشك. انا دخلت يمين لفيت الجزيره كلها. دخلت قبل دخلت الداخله اللي هتودي على النادي ده. قبل كوبري قصر النيل لفينا الجزيره كلها ولقيت الاسدين تاني في وشي. الله الاسدين دول شفتهم قبل كده. دخلت النادي الاهلي قال لك لا ده التمرين بعد الظهر. رحنا مش حد صاحب سيد، رحنا لزغلي كنا فول وطعميه وبيض وبسطرمه وبتنجان وفلفل. طب اروح النادي اعمل ايه؟ هتتمرن ازاي بعدها؟ ده اول تمرين هيشوفوك فيه بالظبط. دخلت النادي يا ابو حميد لقيت قلبي في ركبي. اول ما عتبت جوه النادي انا جاي اختبارات. دخلت المدرج كابتن مصطفى حسين الله يرحمه هذا الرجل الفاضل ليه خير على اجيالنا كلها. مواليد هنا كذا ومواليد كذا مواليد كذا كذا كذا. جه علينا الدور. كان مين قاعد جنبي بقى؟ حازم خالد. يعني حازم خالد الوحيد اللي دفعتي من جيلي كله يعني. الباقي كده كله جه عليا. نزلنا الملعب لمست الكره ثلاث مرات كابتن مصطفى الله يرحمه سلام حطوا جون على ال 18 ده جون على ال 18 عشان الاجوال كانت بتتصلح يعني. لمستها ثلاث مرات لقيت كابتن مصطفى بيقول لي تعالى روح. لقيت راجل قد كده اهوت واقف ورا السور بتاع النادي بتاع الملعب يعني. كتبت اسمي. قعدت على الكلام ده قد ايه؟ شهر. كنت انا الفتره دي رحت البلاستيك فراحوا قالوا في نادي البلاستيك مصطفى يونس راح الاهلي واتقبل. لقيت بلوس الاداب عندنا في شبرا هناك والبتاع. المهم قعدت اهرب منهم اهرب منهم لحد اخر تمرين. قلت لهم يا جماعه بصوا انا اخر تمرينه يوم الجمعه. قبلت هلعب في النادي الاهلي. ما قبلتش انا هروح فين؟ شبرا بلاستيك. رحت كانت اخر تمرينه. كابتن مصطفى هو اللي كان بيتاخد اسمه ده بيكمل عنده فتره اختبارات كذا. كابتن مصطفى لما قال مصطفى لما نسيت اقول لك حاجه اروح اقول لي ايه الحاج كامل مسعود الله يرحمه اقول له مصطفى ولا محمد؟ انا اسمي الحقيقي محمد حسن حسين يونس. فاروح اكتب محمد ولا مصطفى؟ فالمهم كابتن مصطفى قال لي روح للحاج كامل مسعود الله يرحمه. فكنت انا بقى كنا سبعه من 20,000 27,000 كنا سبعه بس اللي اتخذنا. فكتب اسماء محمود عبد الفتاح وحازم خالد محمد عبد السميع عادل يسري. عادل يسري كان ابن النادي اصلا. محمد حلمي سامي كنا سبعه بالظبط. قال لي لا انت لف لي عليا انا. لفيت دخلني الاوضه بتاعت الكابتن مصطفى دولاب ايديال وراح مطلع لي جزمه اسمها هومفيد. انا ورثتها للاجيال اللي بعدي. قال لي يا ابني انت في خلال سنتين هتلعب منتخب مصر بس انا مش هلحق اشوفك. بص انا فاكر الحوار ازاي يا محمد؟ سبحان الله. هتبقى لعيب كبير كل ما تلعب. كام سنه في الوقت ده كابتن مصطفى؟ 16 سنه. قال لك سنتين هتلعب تحت 16 سنه. انا 53 25 12 على ايامنا كان من شهر 8 مش من 1. قال لي يا ابني انت هتلعب في الفريق الاول ومنتخب مصر كمان سنتين. بس افتكرني لما تلعب بالجزمه دي. انا خدتها نزلت بيها في الشارع عندنا في شبرا هناك. فانت بتتكلم في عشق. فمشيت معايا. لعبت. جه كابتن مصطفى خلال سنتين بدات انا على مصر. فكره انا داخل فرويد مش داخل مدافع. كان هيبقى سؤالنا التالي ان احنا سمعنا انك كنت مهاجم. انا مهاجم وكنت الله يرحمه كابتن طارق طارق سليم. فكابتن مصطفى قال لي مصطفى تلعب سيرد باك. قلت له العب في اي حته لو قلت لي يا كابتن مرة جون هلعب يعني. فراح عامل لي 5 جنيه
في الشهر أول ناشئ في تاريخ النادي الأهلي يقبض 5 جنيه في الشهر. مصطفى يونس. هل ده كان تقدير خاص عشان قبلت تغير مركزك وتحل لا أزمة لا لا للفريق؟ لا لا. يعني إيه الفكرة لا لا بتاعت الفكرة المالية؟ بيساعدوني. ما بقول لك النادي الأهلي ده لو 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 مسحت ترابه ها بلساني مش بتاع ده مش ها مش مش هيكفيني مش هوفي حقه. 5 جنيه ووجبة كل يوم في المطعم. أنت متخيل؟ 5 جنيه. أول مرحلة فيها دخل ثابت في الوقت ده. 5 جنيه يا بيه كنت بتفرج عليها. كنت مصدق. فجيت كابتن مصطفى قال لي تلعب سردباك، قلت له العب في اي حته. لعبت سردباك، وقف جنبي تمرينتين اتنين. قلت له خلاص يا كابتن سيبني. طحت. بعدين جه فتح نصير. فتح نصير بتاع ولاد النادي بقى، هو كان بيلعب في النادي وعادل اليسري ومش عارف طارق ومين ومين ومين، بقاش يلاعبني. انا طول عمري عندي حته الزعامه بالبلدي كده يعني. ما ينفعش انا ابقى ريزيرف. ماتشين انا ما بلعبش، السلام عليكم، ارجع بلاستيك العب في شبرا. رجعت شبرا تاني وابتديت بقى كره شراب تاني وهروح البلاستيك تاني. الله يرحمه. عندنا احنا كليه الزراعه قدامنا في شجره اسمها منبوزيا، تعرف تسمع عنها ولا تسمعش؟ معروفه طبعا كلنا نسمع دي ما شاء الله. مش نسمع عنها بس وقعت من عليها وقعت من عليها يعني من ارتفاع 3-4 ادوار كده، فجنبي من هنا لحد رجليا كده، ودي اتفتحت نصين مفيش نقطه دم نزلت. وانا نايم في السرير لقيت مين اللي فوقي؟ كابتن مصطفى حسين. الحب مش ببلاش يا ابو حميد. مصطفى ايه ده؟ قلت له حصل كذا 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 كذا، اسعاف جاته على المستشفى وبتاع وعلاج و و و و، يلا انزل الملعب. انت ما بيجيش ليه يا مصطفى؟ قلت له كابتن فتحي ما بيلعبنيش، اجي اعمل ايه؟ ابتدينا بقى بطوله 16 سنه. الفتره دي كانت بقى الحرب قامت 67 وكده، ابتدوا ياخدوني كابتن رفعت الفناجيلي، كابتن صالح سليم، كابتن فؤاد ابو غيده، الجيل بقى بتاع الكابتن صالح ده ياخدوني يكملوا بيا التقسيمه فوق. فتخيل لما يبقى صالح سليم الحلم ده انت بتتمرن معاه. لو قلت لنا في بدايه الحوار ان وجهه نظرك كابتن مصطفى ان ده اعظم جيل شفته من لاعبي الكره يعني، كلمتنا عن الجيل ده تحديدا. طبعا طبعا. فمن هنا بقى ابتديت العب. واول ماتش كنت بلعبه الله يمسيه بالخير كابتن ميعب حميد اللي كابتن الخطيب كرمه، كنا بنلعب منتخب مصر كبير، وكان الكابتن شربيني عايز يطلع فهو مش عايز يطلعه، وانا نفسي يطلع عشان انا اللي هلعب. لعبت اخر ربع ساعه. تخيل بقى لما تلعب ضد منتخب مصر وانت لم تتجاوز ال 17 سنه. الاهم من كده بقى لقيت واحد كده وانا ماشي في، تعرف الملعب بتخرج كده بتبقى، لقيت واحد ابيضاني كده وعينيه ملونه وشعره ابيض وشه احمر، قمر. قال لي انت عارفني؟ قلت له لا. قال لي انا ابو حباجه. ابو حباجه ده احنا يعني انا عارف البتاع نشتريها زمان ابو حباجه وشكوكو الاثنين تعمل لهم تماثيل بس، وصالح سليم. قال لي صالح، هو طبعا مش هقول لي كابتن صالح، هو اكبر من كابتن صالح الله يرحمهم الاثنين. قال لي صالح قال لي تعال هتشوف ابو حباجه الجديد. تخيل بقى لما يقول لي صالح بيقول لي وده ابو حباجه انك هتشوف ابو حباجه الجديد. ان انت خلفتي في ان انا خلفته في الملاعب. انت بتتكلم في اساطير، انبهار متواصل بكل أساطير حاجه. اساطير يا ابو حميد، اساطير. طيب عايز اعرف بسرعه عشان هنروح لتقرير، ولا لا لعبت فعلا منتخب قبل سنتين ما يعدوا في الفتره دي زي ما توقع كابتن؟ لعبت منتخب شباب ومنتخب لعبت منتخب قبل ما توصل 18 سنه. خلينا نشوف تقرير ده كابتن مصطفى، نشوف مع حضراتكم تقرير بنتعرف من خلاله على اراء بعض الجماهير في الكابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس معروف كان من احسن المدافعين في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبنوجه له تحياتنا. طبعا يعني كابتن مصطفى يونس ده كان لعيب يعني، والسبعينيات ولحد الثمانينات يعني كان لقبوه بيكن باور الكره المصريه. طبعا كان لعيب يعني ما يختلفش عليه اثنين، كان مع ماهر همام وكانت مجموعه يعني كان لعيبه كل واحد فيهم كان فرقه الحقيقه يعني.
خدوا بطولة أفريقيا 82 و84 و85 و86 يعني عملوا إنجازات للنادي كبيرة. كان الجيل الذهبي طبعا سواء في الأهلي أسامة كان بيلعب أو وهو بيلعب في المنتخب طبعا إنجازات ما حدش يقدر ينكرها سواء على مستوى أفريقيا أو على مستوى النادي الأهلي يعني على مستوى النادي أو على مستوى المنتخب مصر فما حدش يقدر دي علامة من العلامات يعني. كابتن مصطفى يونس طبعا ليه تاريخ كبير بالأيام فتح مبروك وحسن حمدي والمجموعة اللي ورا دي كلها وإعلامي شاطر وناجح لغاية دلوقتي وخبر حضرتك ويعتبر من ضمن العلامات البارزة في النادي الأهلي. كان لعيب كبير وكلنا كنا بنشهد له مفيش شك فيه يعني ده ما حدش يقدر ينكر مصطفى يونس كلاعب يعني. طب ايام تصفيه كاس العالم 78 وكان كابتن الاهلي وكابتن منتخب مصر وكان مدافع محترم وقوي والحقيقه افتقدناه يعني. اولا كان يعني نجم خط الدفاع يعني وكان بيلعب جنب اسطوره اللي هو كان يعني هو لحق حسن حمدي طبعا وبعد كده ماهر همام وكان ناس يعني من علامات النادي الاهلي. فمصطفى يونس يعني تاريخ في النادي الاهلي. مصطفى يونس ده من اللعيبه الكبار قوي يعني وانا كنت معجبين بيه جدا من المدافعين اللي هم الواحد يذكرهم تمام ولا يمكن ينساه ابدا. الفرقه بتاعت كانت حقول ايه كانت 78 79 يعني فرقة كانت جامدة قوي ومصطفى يونس ومصطفى عبده الفرقة كانت جميلة قوي قوي قوي. مصطفى يونس من النجوم يعني العظيمة يعني اللي كان ليها اسم كان جنتل في لعبه كمان وهو الطم ده كان كله كان الجيل كله كان جيل جميل يعني خطيب ومصطفى عبده وطاهر ابو زيت ومصطفى يونس كان جيل عظيم يعني بس هم اكيد ما خدوش حقهم زي الجيل الحالي دلوقتي. مصطفى يونس رجل ممتاز طول عمره ومن احسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي وانا صغير يعني ربنا يوفقه طبعا وراجل اهلاوي صميم وبيحب الاهلي وبيحب دايما مع الناس دول النادي الاهلي. هو الحقيقه انا من الجيل ده اللي استمتع بالكوره في هذا التوقيت وكان على راس هذه المجموعه فعلا الدفاعيه مصطفى يونس ده حقيقي يعني وبنكن له كل تقدير للجيل ده كله. الجيل ده بفضل لغايه دلوقتي احنا بنعتز بيه لانه كان جيل محترم وندعو الله ان الاجيال الاخرى تقتدي به. اهلا بحضراتكم مره تانية وبنواصل الحوار مع نجم النادي الكابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى الانطلاقه مع الفريق الاول منتخب مصر الاول ازاي وامتى بدات وايه ذكرياتك عن اولى فترات المشاركه مع النجوم الكبار بقى في الفريق الاول في الاهلي وفي المنتخب؟ الاهلي طبعا الاول الاهلي انا لعبت لم اتجاوز 17 سنه وشويه يعني في التقرير كاتبين انا لعبت 72 انا من 69 70 انا بلعب في الفريق الاول بس ما كانش فيه دوري الدوري ابتدى 72 عشان في التقرير لكن انا ماتشات حبيه كلها الماتش الاتحاد وانا افتكر جمله قالها الله يرحمه الحاج مصطفى كامل محمود للكابتن صالح في ملعب اتحاد سكندري في اسكندريه. بص في حاجات كده علامات في حياتي اللي ممكن انساها. فكابتن الحاج مصطفى كامل محمود الله يرحمه طبعا الكابتن صالح ده بالنسبه لهم اسطوره. قال له يا كابتن صالح الواد الصغير نمره 5 ده هيبقى لعيب كويس قوي. دي شهادات تقدير كبيره بالنسبه لك مصطفى كامل محمود. مصطفى يعني بيتكلم على هرم من اهرامات الاعلام التحكيم. فلما رحت منتخب مصر كابتن حلمي الله يرحمه هذا الرجل ليه فضل عليا. الناس هتستغرب ازاي محمد حسن حلمي ليه فضل عليا ودي لها قصه برضو. قصه يا ابو حميد اتربينا يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه لما تغلط خلي بالك من دي. والخطيب قالها النهارده في الكلام لما تغلط تتعاقب لازم تتعاقب عشان تتعلم مش بتتعاقب عشان انا عايز اعاقبك لا انا ممكن احكي مش تعنت او استخدام السلطه ولا بشكل سيء ولا الكلام ده خالص خالص يعني. فلعبت في الفريق الاول وبعدين كابتن منبع حميد قعدني
ده انا مكسر الدنيا. اول ماتش لعبته كان ضد البلاستيك، كان في ملعبنا بس كان طالع دوري ممتاز. هو قبل ما نسمع باقي الحكايه، هي دي للتقرير، ضحكت لما التقرير قال انك كنت رافض تقعد احتياطي فترة. لا دي في الاخر دي دي لسه لا لا دي ده اقعد احتياطي ونص في الاول، لكن في الاخر بقى هحكي لك. بقيت نجم بقى نجوم الفريق خلاص. فلعبت شوط يا ابو حميد كسرت الدنيا، والناس بقى في المدرجات وانا سامع بقى الايه، كل واحد كابتن صالح عايزك، كابتن صالح عايزك، كابتن صالح عايزك. قلت بقى هيظبطني. قاعد على المكتب وانا داخل من الاوضه بتاع الكابتن صالح، انت فاكر نفسك ايه؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ انت بتلعب اكنك بتلعب بقالك 10 سنين، امال كمان سنتين هتعمل فينا ايه؟ انا مت. لان كمان تاثيرها عليك الضعف، انك داخل متوقع اشاده اشاده وبتاع وصالح سليم بقى، فيبقى الصدمه وكابتن اكبر كابتن كتير. عايزك كابتن، عشان كده بقول لك يا محمد الناس دي ادينا دروس في حياتنا. عايز احكي لك قصه كان ايه المشكله. كان كابتن صالح اعتراضه على ايه؟ تلعب بصفه مبالغ فيها على لاعب سنه صغير كبالي وترقيص وسبعات وثمانيات وتسعات وانت بتلعب فريق اول مره، فلازم تبقى اللي هو السهل الممتنع. لا تبقى خايف. ما دي من الحمد لله، الحمد لله في الكرة الشراب عندنا في شبرا عبد اخويا واحمد السني وفؤاد الضزوي وفؤاد ثابت وسيد بحيري والناس دي. كان عندي 13 سنه كنت بلعب في الفريق الاول في حته في السرايا. الفريق الاول ده في السرايا بالنسبه لي كان حلم، فريق السرايا مهارات بقى الكره الشراب عندنا كان حلم بالنسبه لي، ما بالك بقى تبقى تلعب في النادي الاهلي. هنا اللي انا طول عمري بقوله، الكوره مش بالسن، الكوره مش بيقول لك الساده المحللين اصل لسه ما اكتسبش الخبرات، الكوره بالشخصيه اللاعب. هو الخطيب ده لما لعب ماتش بتاع اوديسا دوت كان مصطفى رياض ما رضيش يلعب ولعب الخطيب، جاب جونين الناس وقفت على كسر الدنيا على اول ظهور على ودانها، الناس وقفت على ودانها. الخطيب لما لعبنا مونشن جلادباخ جاله شيك على بياض للنادي الاهلي في الخطيب، كان عنده كام سنه؟ عبد العزيز عبد الشافي. لما يلعب منتخب مصر مع مصطفى رياض والشاذلي وعلى ابو جريشه وسيد عبد الرازق وهو عنده 16 سنه، لا ويلعب ماتش مثلا مع فلسطين ويجيب جونين من الاربع اهداف ولا من الثلاث جوان، يعني جوان من بداياته كابتن زيزو. ايه علاقه السن بقى والخبرات باللي انا بقوله ده؟ باللي انا بقوله ده. اكرامي لعب الاتحاد السكندري في استاد القاهره معانا ما كانش كامل 16 سنه، دلوقتي الامور بقت يعني في مقاومات فنيه وشخصيه لاعب شخصية. ممكن يولد نجم صلاح، ممكن يبقى نجم متكامل. مين اللي شال المنتخب بقاله 6-7 سنين؟ مين؟ مش محمد صلاح؟ عنده كام سنه محمد صلاح؟ ده نفسي 25-26 سنه، نفسي نبطل حته اصل ده ناشئ، اصل لسه صغير، اصل لسه ما اكتسبش الخبرات. مقتنع يا كابتن مصطفى ان في وقائع بتقول ان في لعيب من سن 20 سنه بيبقى نجم وعنده خبره ونضج وواحد تاني لحد ما يعتزل 20 سنه كبر. كابتن صالح لما نجحنا في الاختبارات جابنا كده في الملعب كده ما اعرفش اسامينا ما اعرفش مين اللي ما يلعبش قبل ما يوصل 18 سنه يلعب كره تانية، يلعب اي حاجه تانية غير الكوره. تعالى بقى اجيال مصر كلها، فاروق جعفر والخواجه واسامه خليل كل المواهب الغير عاديه، كل المواهب الغير عاديه دي. طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد ما كانش كامل 17 سنه بيلعب في المحله اللي احنا كنا بنفكر 100 مره قبل ما نروح نلعب المحله، كان لم يتجاوز 17 سنه لم يتجاوز 17 سنه. شريف عبد علاء ميهوب ماتش كوتوكو كان تحت 18 سنه. عايز اقول هي دي قيمه النادي الاهلي وهم دول ولاد النادي الاهلي. فحته انك التزمت باللي طلبه كابتن صالح وقتها، فرق معاك بقى التوجيه ده ان اخد بالي وابقى متحفظ شويه وابدا الفتره دي ابقى ادائي؟ لا طبعا خدت بالي مش الشو اوف في الملعب. لا انا احكي لك بقى، اول مره يقول لي تعالى اتمرن في الفريق الاول كنت انا مخلص تمرين قبل الفريق الاول، بتفرج على الفريق الاول وقعد بقى كان شعري طويل كده بقى وبتاع مسلوع كده. كنت مهتم بال لا انا طول عمري باللوك يا طول عمري حتى هو ما فيش اصلا بس انت مهتم برضه يعني. كانت موضة الفترة دي كان شكل اللعيبة معظمهم كان هو جابها من ناحية الشمال كده من عند اوضة كابتن مصطفى، لقيت واحد بيقول مصطفى، هو قال مصطفى يا محمد وانا ركوبي خبطت في بعض. ايه يا كابتن؟ لفيت له بقى قال لي تروح تحلق شعرك ده وتيجي بكرة التمرين الفريق الأول. كان أول مرة أروح تمرين الفريق الأول. كنا مخلصين مسابقة 17 سنة وكنا مغلوبين اول تايم من الطيران 3-1 في استاد القاهره
وكسبنا 8-3 وانا جبت 4 تجوال، لعبت الشوط الثاني، لعبت فيرود. فجيت ثاني يوم حلق له زلبطه، قال لي ايه ده اللي عملته في نفسك ده؟ قلت له يا كابتن، قلت لي احلق، قلت لك احلق مش لهبته في نفسك ده. على فكرة زمان كنت بفتكر انها مبالغات من الناس لما بيقولوا ان رئيس نادي او مدير فني عنده يعني الجدية والصرامة بيقول للعيب كده، كنت بفتكر الناس بتقول شائعات ان ده ما بيحصلش. ده فعلا في اوقات كانوا بيبقوا عايزين اللعيب ما يتشغلش بموضوع الشكل والظهور والشعر الطويل. كابتن صالح الله يرحمه، كابتن عايز تبروس، كابتن ميمي عبد الحميد، كابتن الله يرحمه كابتن محمد الجندي، الناس دي يا جماعة علمونا. يعني احنا الناس دي مش عايز اقولك في نفس الوقت كانوا اصحابنا. يعني الناس الفكرة اللي واخدينها على صالح سليم دي، ده احسن شخصية ممكن تتعامل معها في حياتك صالح سليم ده، اللي هو كان مرعب بالنسبة للناس. فالناس ديت يعني بعد كده بقى على المستوى الانساني قريب جدا منكم في جانب الابوي، ويسمع ويسمع وينصح. كابتن صالح الدرس القوي اللي انا اخدته منه بعد ما جبت جون في الزمالك 30 مارس 73، ده اللي ضيع الدوري من الزمالك وده اللي المحل. كابتن فتحي نصير الله يمسيه بالخير، وده برضو من الناس اللي افضل عليه انا والخطيب، يعني انا والخطيب متربين في بيته. يعني قال لي تعالى العب معايا في ابو ظبي، كنا احنا كنت بقبض ساعتها حوالي 15 جنيه، هاخد 2000 جنيه في ابو ظبي وعربيه. انت متخيل تاخد 15 جنيه وتاخد 2000 جنيه وعربيه؟ فقعدت اقول لهم دي بتوجعني ودي بتوجعني ودي بتوجعني ودي بتوجعني. مش عايز العب. ما هو ما احنا ما بتعلمش ببلاش. وبعدين جت سفريه السعوديه والامارات. نزلت يا عم محمد كسرت الدنيا في التمرين بقى. ابو صلاح حسني وشريف مدكور وانور سلامه ومحمود عبد الحي وكان عند وكابتن عادل طعيمه طبعا ومحمود الجمال. فرقه كسرت الدنيا. ورحت ميعاد السفر ورايح على النادي وهسافر، ما كانش بقى العربيات ولا يحزنون، يا دوبك التاكسي ده استلفت فلوسه عشان اروح بيه النادي الاهلي بنركب الاتوبيس وازوغ مكمساري في الاخر. يعني الناس كلها سافرت ما عدا انا، ومعانا 7 اصابات في الفرقه. ليه كان السبب؟ عشان انا تمردت على النادي الاهلي. ما اللي بيعمله الخطيب ده مش ببلاش، اللي قلت عليه من شويه ان لازم تتعاقب لا اخطاء، لازم تتعاقب. وتعاقبت اشد عقاب. طب في سؤالين، في سؤال متعلق بالابعاد الماديه هنصل اليه بعد قليل، وهل جيلكو كان بمعايير الفلوس وقيمتها في الوقت ده كان احيانا بيحصل منه اللي بيحصل حاليا من بعض اللاعبين؟ مش كل طبعا، في ناس بتقدر البعد الخاص بالجماهير والانتماء لكيان في حجم النادي الاهلي مع حفاظهم على مصالحهم والمصلحه المشتركه وقيمه العقد وكل ما يتعلق بالحفاظ على القيمه الماديه الجيده المناسبه لكل لاعب. بس خلينا نرجع الحديث عنها قليلا. هرجع لنقطة لفت نظري لها زملائي في فريق الإعداد، إنه في واقعة كتب فيها بينتقد نجمنا الكبير محمد صلاح، أيضا كاتب رصين وله تاريخه وواحد من المفكرين والكتاب الكبار أستاذ صلاح منتصر، أشار لانتقاده للشكل اللي بيظهر عليه محمد صلاح، الدقن الطويلة وتسريحة شعره إلى آخر هذه الأمور. بره في أوروبا ما بنشوفش تعليق على الحاجات دي يا كابتن مصطفى، وفي لاعبين من أعظم اللاعبين اللي شفناهم في تاريخ الكورة بعضهم بيبقى بيتبع تقاليع غريبة جدا في الشكل. هل حضرتك مقتنع أنها لها علاقة فعلا باللاعب وأدائه وتركيزه في الملعب والأمور الفنية، ولا يعني هي بس عادات وتقاليد عندنا؟ علمنا صالح سليم أن الملعب هو المقياس. حياتك الشخصية أنت حر فيها. حياتك الشخصية أنت حر فيها. بص الجول ده، بص الجول ده، احنا بنشوف الهدف. احنا كنا 0-0 وكنا في الدقيقه 43، وده نادي السكه الحديد، نادي السكه، وانا سبت ورا وطلعت زي ما انت شايف كده. شفت الترقيصه؟ بص الترقيصه، بص 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 الخطيب، الخطيب حط فيها وش رجليه راحت في البعيده. بص بس كان عندك طبعا عشان بدات مهاجم لسه، فضلت الاخر يوم في الملعب عندك النزعه الهجوميه. كابتن طارق سليم لما بطلت العب معاهم في الشمس قال لي مصطفى انت ما لعبتش فرود ليه؟ كنت بتحب اللعب الهجومي كمان، وان المراوغه بالكوره واستخدام المهارات. انا اللي بدعت اللعب الهجومي ان السيردي باك يبقى لعيب كوره. الحمد لله قالوا اللي هو يقولوا ستايل الباك ده له ستايل وبيطلع يكمل في الهجمه. وبعدين ثابت وكرامي الله يرحمه، ثابت وكرامي في رجلي ما تشوطش، ما انا كنت حاكم بامره بقى. طيب في باكات يقولوا عليها لما بتعمل الحاجات دي يقولوا ده باك متكامل كمان اضافه للهجوم، وفي يقولوا ده باك بيغرق الفرقه لانه بيبدا يهاجم ويسيب مكانه الاساسي. لو ما غلطتش التوازن لا ازاي؟ لا ما تقدرش تسيب مكانك الا لما تاخد مكان. انا وحسن حمدي كنا بنتفق على الفرادو هنرقصهم ازاي. حسن عنده كان عنده ترقيصه شهيره جدا. الكره ما بتبقى عاليه يروح واخدك على الجون وراجع بيك تاني.
فمصطفى خلي بالك انا هعمل دي النهارده، فلازم ابقى في ظهره. ما فيش حاجه اسمها في الكوره ان انا اسيب مكاني واروح، لازم حد مكاني. ما هو ده مش عايز اقول لك، حسن حمدي وانا كنا بنعدل على هديكوتي جوه الملعب، لان الملعب فيه مليون الف متغير في الملعب بيحصل في اوقات معينه. وبعدين حته بقى انك تسمع من بره توجيهات، ده كله كلام ماما وانطه، مش احنا كنا مدربين. انت شخصيتك في الملعب بتسمع قبل الماتش، بس في الماتش في وقت. واحنا صغيرين واحنا بنلعب في الناشئين، كنت احطها على صدر الخطيب، اول ما تيجي على صدره اديله ظهري وامشي، لانه هيجيبها يحطها، عارف انه بيجيبها جون خلاص. يعني في كده انا وحسن كنا بنتفق على الفرادة. حسن كان محمد عامر معايا النهارده. محمد كنا بنلعب كفر الشيخ ماتش حبي يعني، فرايحين نتفسح نتعشى ديك رومي بقى والنادي الاهلي بقى. فنزلنا كنا بقى اكل يعني، نزلنا الملعب. دي عزومه قبل ولا بعد الماتش؟ قبل الماتش ده كلام. لقيت محمد عامر ده هاريني جري انا وحسن حمدي، قلت له ابو علي الواد ده هيقرفنا، وسع ورا شويه. قال لك قلت له بس وسع ورا شويه كده، ورحت مدي محمد عامر واحده، راح متكون بره. قلت له احنا جايين نتفسح مش جايين نجري. قالنا ديك رومي خلاص مفيش جري النهارده. لا محمد فاكرها لك كابتن محمد عامر، فاكر لك الماتش. فاكر لسه بيقول لي وشي لسه متعور. طب خلينا نقف عند نقط سريعه شويه. طبعا لازم نتوقف عند علاقتك بالكابتن محمود الخطيب، مشوار الزماله والصداقه وصولا الى اللحظه اللي بيتولى فيها حاليا مسؤوليه هذا الكيان العريق والكبير النادي الاهلي كرئيس مجلس اداره للنادي، واهم الحاجات اللي فاكرها عن محمود الخطيب الانسان واللاعب بفنياته. طبعا ال الكل بيقول انه سابق الجميع او لا يقارن باي لاعب اخر في تاريخ مصر. فاكر عنه ايه او ايه الحاجات اللي دايما تحب تقول عن الكابتن الخطيب؟ محفوره جوايا. مش فاكر يا ابو حميد، فاكر دي يبقى انا نسيت. انا فاكر اول يوم التقينا فيه انا هو مع بعض، وفاكر اليوم اللي احنا زعلنا فيه مع بعض، وفاكر اليوم اللي اتصالحنا فيه مع بعض، وفاكر اليوم اللي كنا فيه مع بعض انا وهو، اللي نمنا جنب بعض انا وهو، واللي قسمنا الجنينه وهو. لا الخطيب بالنسبه لي عشق. احنا قعدنا يا باشا 5 سنين لا نفترق يوم واحد. كان الله يرحمه عباس لبيب كابتن نعمان، لو شفنا واحد لوحده انتوا الاثنين ياخدوا 10 جنيه، 10 جنيه ايامنا مش دلوقتي مش عارف ايه. انا علاقتي بالخطيب ابتدت كنا بنلاعب نادي النصر. نادي النصر عندهم هناك في مصر الجديده. فانا شفت ايه ده؟ ايه الواد ده؟ لعيب. وبعدين كان عندنا جول اسمه الشيخ جمال. فالخطيب عدى وراح لجمال، راح جمال مديله بوكس في وشه. لقيت الدم نزل من وش الخطيب يا محمد بحر. لقيت نفسي بقلع الفانيلا، وحطيتها على 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 مناخيره. ابتدت الكيمياء من هنا. بعد كده فتح نصير وداني الثانويه الرياضيه الله يمسيه بالخير، فاتقابلنا انا والخطيب في الثانويه الرياضيه، وابتدت علاقتنا بالثانويه الرياضيه من اولى ثانوي لحد دلوقتي وانا جاي من معاك. فالعلاقه بالخطيب يعني لو قلت الام الله يرحمها محمود ولا مصطفى لازم تفكر. صور بقى واحد من اخواتك، واحد من العيله اكتر يعني. لما كان في خلافات وكنت بنتقد كان اخواتي واولادي بابي انكل محمود يختلفوا يعني معاك داخل العيله نفسها. من اسعد ايام عمري الصوره دي اللي قدامك دي، اللحظه دي كانت يعني ايه الموقف قبل الانتخابات؟ الصوره دي ساعه الانتخابات شوبير كلمني قال لي مصطفى خطيب انت بتتكلم في ايه؟ انا جاي خطيب. حتى كنت متابع، انا قابلتك في كل الاحداث المهمه في الانتخابات. والتاني شوبير بيحكي لي بقى بيقول له مصطفى، قال له مصطفى وحشني جدا. فالعلاقة مش كنت متوقع نجاح كابتن الخطيب بهذا الشكل بهذه الأرقام بهذا الفارق بالقائمة كاملة رغم كل ما أثير عن طبعا قوة المعركة الانتخابية. طبعا وأنا حتى لما كنت مختلف كنت بقول أنا عارف أنه هينجح. بص اللي أنا شفته يوم الانتخابات للخطيب لم أتخيله. في ناس ما شافتوش لكن جاية عشق. قلت له يا ابني النهارده في المؤتمر كابتن الخطيب قال انا بقيت محرج وعايز اعتذر للناس من المشقه اللي شافوها يوم انتخابات النادي الاهلي. قالها لي في ودني وانا واقف قدامه، قال لي مصطفى انا مكسوف منكم ومن الناس. قلت له يا ابني دي قيمتك والحمد لله يعني قد المكان ونص. مالي مكانه ونص. طب هرجع لسؤال شكل اللاعب، لما لاعب مكسر الدنيا باجماع الاراء يعني مش محتاجه راي حد ولا في اختلاف عليها زي نجمنا محمد صلاح، ونلاقي كاتب له اسمه وله تاريخه في العمل الصحفي وفي الكتابه وفي المقالات وفي رؤى في مجالات مختلفه، كاتب له ثقل ووزنه بينتقد ده وبيقول انه مش موافق على الشكل ده، هل الكلام ده بجد من خلال تجربتك الطويله في الملعب يا كابتن مصطفى ومشوارك كلاعب له علاقه واقعيه بمستوى اللاعب وتركيزه وفنياته، ولا يعني دي بس ايه صلاح عادات وتقاليد عندنا؟ صلاح احنا شرقيين
وكل واحد ليه تركيبه معينه. ما تلات ارباع اهالينا واخواتنا مربين دقنهم وشعرهم، ما احنا كان شعرنا لحد ظهرنا، يا ريت تجيبوا لنا صوره للخطيب ولا مختار ولا مصطفى كل نجوم المرحله ولا اكرامي ولا حسن شحاته ولا شطه. شطه كان مستر كوت يقول له انت لو حلقت شعرك مش هتبان من النجيله، يعني كان شطه طوله قد طول شعره. فدي حاجات شخصيه. وبعدين ده مشرفنا احنا كمصريين لما محمد صلاح يتكتب عليه. ده في واحد شيخ كمان قال العب من كده، ده ما علينا. الاراء بقى اللي فيها فكر يعني اجتهادات فيها تطرف او شيء، ده رايه، ده اجتهاده حر. محمد يعني بقى الايقونه بتاعت الشعب المصري. انا كان قصدي بشكل عام طبعا صلاح لا خلاف طبعاً عليه، وخارج المنافسه والمقارنه ما شاء الله في الفضل. انا طول عمري بقول كل واحد حر في رايه. انا رايي غير رايك. هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ لنا ولا انت الناس كلها تحكم. محمد صلاح كده من هو صغير. يعني هل روبرتو باجيو بشكله في كاس العالم بالبوني تيل او ديل الحصان ده كان مؤثر على مستواه في الملعب؟ كان اعجوبه من اسمه ايه، كل النجوم اللي شفناهم. ليه ما عندك كريستيان ميسي لما والحاجات اللي حاططها على جسمه. بس هي نقدر نقول ان كل مجتمع بيقبل او يرفض ما يتناسب. لا صلاح الصوره نجم. الصوره دي فاكرها يا كابتن مصطفى؟ دي بطوله افريقيا ديت. بطوله افريقيا دي بص انا والخطيب يا جماعه، ده حتى انا كان هو في المانيا لما سافر اليوم اللي فاتت كتبت له رساله على الواتس، قلت له ما كنتش متخيل انا بحبك قوي كده، ودي حقيقه. انا مراتي بتقول لي ايه ده؟ ده عشق مش حب. قلت لها ايوه عشق مش حب، لان العشره محمد احنا كنا بننام على السرير ظهرنا في ظهر بعض عشان السرير مش مكفينا. انت متخيل؟ كنا نتمرن وناخد قصر النيل نخش على وسط البلد نشرب السحلب. حفظتوا بقى السكه ما تخشوش غلط تاني بقى. لا خلاص بقى. وبعدين نطلع على مصطفى الحواوش الله ما يسيب الخير ناخد الرغيفين الحواوش انا وهو. وبعدين كان في الله ما يسيب الخير سواق كان في هيئه النقل العام يجي لنا عارف موعدنا بالظبط بالركاب نسيت اسمه الله يرحمه ياخدنا. كان زمان السواقه الرياضيه السجن الحربي ما فيش دبانه بتخش، فكنا بنخاف نمشي المشوار للاستاد ده كله من العباسيه للاستاد. كان ياخدنا يدقنا لحد باب الاستاد. فعشق مش الحواوشي بقى والديك الرومي والحاجات دي متهيألي ايامكم ما كانش طلع قوي التركيز على علوم التغذيه. لا لا خبير التغذيه موضوع النيوتريشن مش موجود ما شاء الله. كنتوا مركزين في الاكل ايام يا جماعه. لا لا واضح الدنيا كانت غير دلوقتي بالنسبه للعيب المحترف. انا طول عمري ما بحبش الاكل. عبد العزيز استاذ لا بس ما كانش طلع العلوم المتعلقه باللاعب ياكل امتى وياكل كميات قد ايه قبل وبعد الماتش. يعني يقول لعبنا ماتش ونزلنا كلنا ونزلنا لعبنا بعدها. انت عارف كنا بنعرف الفرقه ازاي؟ احنا قاعدين على الغدا اما عبد بقى الله يرحمه اللي يقول له تاكل رز يبقى مش هيلعب. الرز ده المفروض تاكله يبقى طاقه مش اللحمه، فكان ممنوع تاكل الرز وتاكل اللحمه. فكان عم عبد البقال يعدي علينا كده واحنا قاعدين على الترابيزه كلنا، انت تاكل رز، انت ما تاكلش رز، انت تاكل رز، انت ما تاكلش رز. فكان عندنا رجب عبد المنعم جوز اخت مصطفى عبده كان بيلعب معانا كان بيلبس نمره 11. فبيقول عم عبد اكل رز قال له بالصوص كمان. يعني انت بره الفرقه خالص يعني مش هتلعب خالص مش هتعمل حساب. الاكل والعلم ده العلم دخل في التدريب كمان يا محمد مش في الاكل والشرب بس. لكن احنا بعيدين تماما عن ده تماما. ايامها ولا دلوقتي؟ دلوقتي احنا في القرن ال21 واحنا بعيد تماما. هل تقصد ان كره القدم لسه في مصر بعيده عن الشكل العلمي تماما الدول كليا وجزئيا كليا احنا بعيد عن الاحتراف وشكل الاحتراف يعني ايه تبقى لعيب كوره. هات كده عبد الظاهر السقا، هات كده الواد عادل مين عادل؟ عادل بتاعنا الاهلي عادل عبد الرحمن. عادل عبد الرحمن اشتغل في السعوديه وفرق كبيره، شوف التعامل ازاي، خد كورسات، شوف التعامل ازاي مع لعيب كوره. هل ممكن ياكل مثلا شريف اكرامي زي حسين السيد؟ هل يتمرن حجازي زي حسين السيد؟ الموضوع بقى مكانه مركزه ووزنه وكل اللعيبه بالظبط اللي النواقص عنده اللي ناقص في التدريبات المتخصصه. في ولد كان في دجله بيلعب كان زميل عمر ابني راح. احنا عايزين نعلق ونكمل كلامنا يا كابتن مصطفى على الصوره اللي قدامنا على الشاشه دي ونرجع دي كاس مصر زيزو وصفوة عبد الحليم. دي كانت مجموعه صور لنا كلنا يعني يعني وفي صوره انا وحسن حمدي انا وحسن حمدي وفتح مبروك وعبد الباقي كان كل خط عبد العزيز ومصطفى. يعني يا جماعه كابتن زيزو كان شكله صغير في السن قوي في الصوره دي. زيزو لا زيزو لا زيزو زيزو اكبر مني بسنه وصفوت اكبر من زيزو بسنه وزيزو اكبر مني بسنه وانا اكبر من الخطيب بسنه والخطيب اكبر من اكرامي بسنه كده ومصطفى عبده اكبر مني بتسعة اشهر
يعني احنا كلنا سن دي متقارب. كانت بداياتكم الفترات لا الاولى لا مع الفريق الاول كاس مصر سنه كام او بقالكم قد ايه معلمين يعني كان بقالكم فتره خلاص فريق اول نجوم يعني عدينا بقى احنا على راي كابتن صالح اللي يلعب طايم في النادي الاهلي بقى نجم ده حقيقي في جماهير فاكره لاعب فتره قليله جدا او عدد ماتشات محدود بس اجاد فيها وما استمرش لاي سبب اصابه او سافر او ظروفه الاجتماعيه يعني ما خلتوش يقدر يكمل في مجال الكوره ولسه الجمهور فاكره. خلينا نتكلم شويه عن حاجه تانية، البعد المادي، لانه احيانا بنجد لعيب رغم التقدير الكبير من النادي الاهلي لقيمته ماديا مش معنويا بس وجماهيريا الا ان بتلاقي الامور مش مرضيه بالنسبه له، بتلاقي الامور يعني شائكه وصعبه واصل حمضي للنادي ده او مضيت للنادي ده وقصص كبيره قوي. هل ايامكم كان ده موجود بمعايير الوقت ده ولا كان الحسابات شويه عاطفيه اكتر عندكم بصراحه؟ لا احنا على ايامنا ما كانش في احتراف، الاحتراف ابتدى 90، احنا تخش تمضي خلاص انتهت القصه. لكن احنا كان عندنا سقف، كان اللاعب الاول اللاعب الفريق الاول الفئه الاولى 3000 جنيه يا باشا، فئه اولى 3000 جنيه، يعني انا ممكن اخد سلفه اخد فلوس لحد 3000 جنيه بس. فجيت كنت انا هروح احترف في نادي النصر السعودي، الامير الله يرحمه عزمنا الامير منصور بن سعود، عزمنا هناك معايا سياده الفريق المرتجى الله يرحمه، وخدني وراني الفيلا اللي انا هسكن فيها والعربيه اللي هيجيبها لي، واتفق مع سياده الفريق الله يرحمه وعاملين عزومه عنده بنت لذينه، وانا ماشي بقى مزقطط. اول ما الطياره عملت كده يا ابو حميد في الجو لقيت سياده الفريق الله يرحمه بيندهلي، كلم سياده الفريق احنا قاعدين بقى توعد فيرست، رايح بقى مزقطط بقى زي يوم ما دخلت للكابتن صالح الحكايه شكلها شبهها. فهو قاعد على الكرسي كده فانا جيت له كده جنبه قال لي بقول لك يا مصطفى انسى ان احنا رحنا السعوديه. قلت له يا فندم، قال لي انسى انك احنا رحنا السعوديه، يعني مش هروح لنادي النصر؟ قال لي لا. المهم نزلت عملت لبش قلت لهم انا عايز 3000 جنيه هتجوز وانا عايز 3000 جنيه، راح مديني 3000 جنيه خلاص. جيت في ماتش الاعتزال لقيت مكتوب 3000 جنيه مصطفى يونس، عشان كذا قال لي لا، خطيب خد 3000 جنيه، عبد العزيز خد 3000 جنيه، مصطفى خد 3000 جنيه، انتوا كبار كل واحد ليه لحد 3000 جنيه. خلاص خدت المقابل بتاع الاعتزال ده اللي هو لا مش الاعتزال، انت خدتها سلفه بعد كده الاعتزال هتخصم من مستحقاتك في التكريم ولا بالظبط كده تخصم من عليك 3000 جنيه في ايوه انا خدت 3000 جنيه فتخصم من مستحقاتي. اخدت الحد الاقصى للقرض الممكن للاعب. طب يعني. انا كنت هحترف وانا قعدت فلا نظام النادي كده النظام. بس كنت حابب وجودك في الاهلي بالرغم من ده ان كان في عروض مغريه اكتر ماديا حسبه ثانيه. اقول لك سر الله يرحمه عبد الله حسن رئيس نادي الاتحاد، نادي الاتحاد في الوقت ده كان مكسر الدنيا زينا يا والزمالك والاولمبي والمنصوره وكده. كلمني عبد الله علي حسن كان صاحب المستشار علي فهم الله يمسيه بالخير، كان صاحبه جدا وهو كان محامي، فقال لي مصطفى هديك دلوقتي 150000 جنيه ولما تعتزل هديك 150000 جنيه واكتب معاك دلوقتي. الارقام دي مش موجوده خالص بقى. 150000 جنيه سنه كام؟ 84 ما كانش 83 خالص. قلت له بعد ما البس الفانيلا الحمراء البس فانيلا ثانيه يا عبد الله بيه؟ ده لو هتديني مليون جنيه. ما فكرتش رغم ان العرض كان ضخم جدا. ما فكرتش علي بيه فهم الله يمسيه بالخير مصطفى مستقبلك. وقلت له لا 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 انا اشتغل في النادي الاهلي ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه في الشهر احسن لي من ال 300000 جنيه بالظبط كده. فهي دي طيب. قيمه النادي الاهلي. احنا الحديث شيق والذكريات لا ينتهي الحديث عنها، ويمكن الوقت يبقى محتاج ساعتين كل الحاجات. لا اصل ده مشوار عمر يعني مع النادي ونجاحات فمحتاجه وقت طويل قوي، لكن عايزين نستغل او نستفيد بوجودك معانا كابتن مصطفى في اننا نسمع رايك سريعا في نقاط مهمه قوي فنيه. خلينا نتكلم الاول عن رايك. هنشوف تقرير، احنا بنحتفل طبعا النادي اللاعبون احتفلوا بعيد ميلاد المدير الفني الكابتن حسام البدري، وبنقول كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه، والنجاحات اللي بيحققها الكابتن حسام البدري مع الفريق محل طبعا اشاده من النقاد ومن وسائل الاعلام الرياضيه ومن مجلس الاداره وقيادات النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار. سنة حلوة لك يا كبير، سنة حلوة لك يا كبير، سنة حلوة لك يا كبير، سنة حلوة لك يا كبير.
ده كان احتفال نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي خلال رحلتهم للجابون وبعد الفوز في المباراة اللي جمعتهم مع بطل الجابون في بداية المشوار الأفريقي اللي طبعا بنسبة كبيرة الحمد لله كانت محسومة بدرجة كبيرة جدا بالعرض والأداء الرائع في المباراة الأولى في هنا في ملاعبنا في القاهرة. نتحدث عن رأي الكابتن مصطفى يونس نجمنا في هذا الحوار سريعا في شغل الجهاز الفني وشغل الكابتن حسام البدري تحديدا وأسلوب أداءه وبصمته الفنية مع الفريق في هذه المرحلة على مستوى الأداء والنتائج ايضا. كابتن مصطفى رايك؟ لا حسام من المدربين الكبار، من المدربين اللي بيعرف يتعامل مع الماتشات ويتعامل مع اللعيبه، والناس واخده عنه ان هو دايما مكشر. على فكره دي شخصيه حسام البدري، يعني حسام لا يصطنعها، يعني حسام لا يصطنعها، لان حسام لعب جنبي يعني اول واحد لعب، وانا حتى لما نزل كنا ماتش حبي وبعدين لقيت الواد وشه اصفر، قلت له تعالى في ايه، يلا انا تلعب ورايا بقى، كان دايما كابتن حسن بيلعب ورايا، فالمفروض لما العب انا وحسام العب انا وراه، قلت له لا انا هلعب قدامك وعايز اسمعك وانت بتوجهني. قال لي ايه يا كابتن، قلت له تسمع الكلام، انا هلعب قدامك وتوجهني وانا مش هتحرك على غير على صوتك. تديله ثقه وان هو اللي شايف الملعب وبيوجه المدافع. حسام من احسن المدربين، حسام عمل طفره في الفرقه خاصه السنه دي. السنه اللي فاتت كسبنا دوري ما لعبناش كوره، السنه دي في كوره وفي دوري، فالنهايه السنه دي بعتقد ان هي الطفره بتاعت حسام الحقيقه عامل شغل هايل هو والجهاز الفني والاداري بتاعه. يعني مين افضل مدافع لاعب بجانب الكابتن مصطفى يونس زاملته في الملعب، لاعب معاك في نفس المباراه سواء من اجيال اكبر او اصغر؟ حسن حمدي ومهر همام اكتر اتنين لعب يا حسن حمدي اكتر مدافعين كنت متفاهم معاهم في الملعب. طبعا حسن علمني كتير قوي قوي. هل نقلت الخبرات دي لكابتن طبعا لماهر والحسام ومدحت وربيع ومجدي عبد الغني وشطه والناس دي كلها، لكن الاقرب لك فنيا في الملعب حسن. كابتن حسن حسن وماهر كابتن ماهر وماهر همام الاثنين دول بالنسبه لي. يعني مين افضل مدافع في النادي الاهلي حاليا؟ انا عاجبني ايمن اشرف. ايمن اشرف من اللعيبه اللي انا زعلت لما مشوا، لان ايمن اشرف يعني باك ليفت ويلعب سيرد باك ويلعب نص ملعب. شايفه أجاد لما الفريق احتاجه كمساك في الفترة أجاد أجاد، ودي تتحسب لحسام برضو إن قرفي ده. سعد سمير كان ماشي هايل، نزل شوية، لكن سعد سمير من اللعيبة السبرنتر خاصة لما بتلعب بطريقة الأربعة المدافعين، فسعد بيعجبني جدا برضو في ارتداده وسرعاته مع المهاجمين. الفورة اللي جاية بقى محمد هاني، يعني انا معاك طبعا مليون في المية في رأيك يا كابتن مصطفى، بس ليه قول لنا الفورة اللي جاية محمد هاني؟ محمد هاني عنده حلول مش عند اي حد في مصر، اتنين عندهم حلول مش موجودين في كل لعيبه مصر، محمد هاني وحسين السيد. وحسين السيد حسين السيد مكسر الدنيا في السعودية. امتى يطلع وامتى يستنى؟ طب يبقى هل الانتقادات اللي وجهت له، هل انطلاقته شايفه ما كانش موفق في الفترة الاولى اللي لا بدأ مش موفق فيها؟ هو اكتر حاجة تتعب لاعب الكرة عدم الثقة فيه، اكتر حاجه تتعب تأثر على مستوى، تأثر على مستوى طبعا، يبقى بيلعب مضغوط نفسيا يعني انه هيغلط. بالظبط بالظبط. فشايف حسين السيد هو ازاره بقى ازاره ليه؟ اللي كان اتنين بس بيتكلموا على ازاره كويس في مصر، حسام البدري ومصطفى يونس. لما كنت بعمل في قناه القاهره انا شايف ازاره ده يتحسب لحسام البدري انه دعمه واكد على ثقته فيه. فاكر فلافيو مانويل جوزيه احنا كلنا قطعنا جاب جون بقى في سنه وهاجمتوه وهاجمناه، لكن ازاره يحسب لحسام حقيقه. يعني حسين السيد شايف انه محتاج ثقه من الاعلاميين ونقاد رياضيين ثقه من المدير الفني. المدير الفني مع احترامي السيد طبعا الاعلام طبعا فوق راسنا، لكن المدير الفني هو اللي بيدي الثقه. بس في ناس شايفه فعلا بقى ان محمد هاني قصه ثانيه خالص، انه ناشئ صاعد باين من اليوم الاول انه متكامل كلاعب وانه ممكن يبقى لعيب كبير. بص انت عندك اربعه خمسه يصنعوا الفارق في منتخب مصر، محمد هاني، صالح جمعه لما دماغه تتعدل، ها مين تاني يا مصطفى؟ طبعا مع صلاح ومع محمد ابراهيم. محمد ابراهيم زمالك، محمد ابراهيم ده لو خد وخد ثقه هيبقى محمد صلاح الثاني. اسمه ايه دوت؟ حسين الشحات. حسين الشحات، حسين الشحات لعيب كويس قوي. في ولد معرفش اسمه ايه اللي بتاع انبي اللي قال لك انا عايز اروح النادي الاهلي، محمد حمدي مش عارف ايه الثاني اسم صعب كده الثالث ده لعيب كويس قوي. احنا عندنا اسلام محارب، اسلام محارب لو خد السنه دي هيروح كاس العالم. اسلام محارب يعني الحقيقه في ثقه في مستواه في مشاركاته مع الفريق. مين تاني يا مصطفى؟ اعتقد
يعني يعني اجاي اجاي بيعجبني وما بيعجبنيش. محمد حمدي زكي اللي اصابته محمد حمدي زكي؟ لا لا مش محمد لا حمدي لا زكي. حاجه تانية جنش ونش حاجه كده قشطه ولا ما اعرفش بتاع امبي قفشه قفشه فكروني بالاسم قفشه ده لعيب لعيب كوره لعيب كوره لعيب كوره يعني فوره. طيب اخيرا كابتن مصطفى الجيل الحالي من اللاعبين على مستوى الدوري المصري كله هل فيهم مساك تتمنى وجوده في النادي الاهلي او شايفه ممكن يبقى اضافه كبيره للاهلي ومنتخب مصر ولا مفيش حد لافت؟ محمود علاء لعيب نادي الزمالك اللي كان بيلعب في اعتقد في في وادي دجله وراح ده من اللعيبه. الولد الثاني اللي جنبه كمان الونش ده لعيب كويس قوي. وكان في ولد اسمه محمد مجدي كان بيلعب في المصري راح الزمالك وبطل هناك. دول من الثلاثه دول من احسن الناس طبعا مع حجازي مع رامي ربيعه يعني دول الفوره يعني. بشكرك جدا على وجودك معانا اسعدتنا بوجودك معانا النهارده وان شاء الله يتكرر قريب اللقاء ده ونسمع كل الحكايات ونطلع مبروك كل مبروك النجمه الرابعه للنادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن مصطفى ودايما النجاح. وبعدين الناس عشان توصل للنجمه الرابعه عايزه لها 400 سنه وهي دي قيمه واسم النادي الاهلي. والنادي الاهلي لا يقارن بحد ورئيس النادي الاهلي لا يقارن بحد. فارجو ان تكون الرساله وصلت. بشكرك جدا وكلام اكثر من مهم واكثر من رائع. نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا كابتن مصطفى يونس بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. سعيد جدا وبشكر اسره الاعداد وكل الناس اللي في القناه طبعا. شكرا على وجودك معانا في الاهلي في كل مكان وبنسعد بوجودك معانا دايما في بيتك في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا هنعود بعد قليل ونتحدث عن تفاصيل كثيره جدا مع ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوسي ولكن هنتوقف الان ايضا مع لقاء تم اجراؤه مع سفيرنا في الجابون على هامش المتابعه ايضا لمباراه الاهلي مع بطل الجابون في بطوله افريقيا او دوري رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. نتابع معا هذا اللقاء. بسيطه لو اذنتولي يعني واحنا بنتكلم على الاهلي مش بس كنادي رياضي احنا بنتكلم عليه على انه جزء من القوه الناعمه لمصر. القوة الناعمة لمصر ما هيش بس يعني القوة الثقافية والفنون وكده ولكن الرياضة برضو. فالأهلي بيعتبر جزء أصيل من القوة الناعمة اللي بتتمتع بها مصر واللي هي تأثيرها بيبقى أقوى كمان من القوة الخشنة إلى القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وغيره. احنا شفنا في هنا في الجابون قد إيه بيكنوا تقدير للنادي الأهلي. وضحت جامد جدا في الصحف وفي وسائل الاعلام ان هم يعني النتيجه اللي طلعت بيها المباراه الاولى في القاهره واللي خسروا فيها هم خدوها بصدر رحب واعتبروا ان ده تعليم وان موضوع التبادل الخبرات والتآخي وانتقال المباريات هنا او هنا دي بتضيف وبتثري الجانبين وبتثريهم على وجه الاخص. يعني هم معتبرين ان دي اضافه ليهم وقد ايه هم كانوا مرحبين بقدوم النادي الاهلي. فدي دي حاجه زي ما حضرتك بتقول قيمه بتوضح قيمه النادي الاهلي في افريقيا. التحليلات والتحقيقات اللي كانوا كاتبينها انهم عارفين بعض المعلومات او حتى يعني بحثوا عنها وجابوها في الـ في الـ في تحليلاتهم وفي نشراتهم الاخباريه معلومات جيده جدا عن النادي الاهلي. يمكن يعني ممكن بعض الناس ما يكونوش عارفينها. يعني مثلا السنه اللي تاسس فيها النادي ان هو يعني 1907 يعني اوائل القرن العشرين. عدد البطولات اللي فاز بيها مكانته سواء محليا او اقليميا يعني اعطوا اطلاله جامده جدا عن النادي الاهلي. دي ناحيه. على مستوى رجل الشارع احنا بنلاحظ حتى في لما النادي الاهلي كان بيعمل المران بتاعه الجانبي اول يوم وتاني يوم اللي كان بيدير الملاعب لاعب سابق في نادي سجارة وده نادي خلاص ما بقاش موجود ولكن ما كان موجود زمان ولا وفاكر الى هذا اليوم فاكر نجوم النادي الاهلي كان يكلمني يقول الخطيب وكان يكلم يقول قد ايه عنده مهارة وخبرته ويكلم على طاهر ابو زيد وحتى يكلم على الاسامي اللي هي يعني الالقاب اللي بتتقال للعيبه يعني يقول لك بيبو
ولما كان الجماهير تنادي بيبو كان الاستاد كله كان يبقى يعني كان كله بيبقى يعني كتلة من اللهب كده. فده واضح ان هو زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي باعتباره نادي كبير في مصر يعني بيسيب بصمة، بيسيب بصمة، البصمة ديت موجودة في الجابون واكيد موجود في حتت تانية في افريقيا تانية. اقسمها كذا حاجة، هي اولا يعني حب الافارقة، الاخوة الافارقة للنادي الاهلي هو جزء اولا من حبهم وتقديرهم للرياضة المصرية، يعني تقديرهم للرياضة المصرية بوجه عام، ودي وضحت كمان في المنتخبات اللي جت، منتخب كرة القدم السنة اللي فاتت في بطولة افريقيا، ومنتخب كرة اليد اللي هو برضو شارك في بطولة افريقيا كرة اليد اللي خلصت من حوالي شهرين. فاولا ده جزء من حب او تقدير الافارقة والجابونيين، اخواتنا الافارقة والجابونيين للرياضة، دي نمرة واحد، وجزء من حبهم لمصر. يعني ده يعني ما نقدرش يعني ناخده بمعزل عن الصورة الكلية، يعني هي الصورة الكلية فيها الرياضة والصورة الأعم فيها مصر. فنتيجة لحبهم لمصر وتقديرهم لمصر بكل مكوناتها، وبالتالي هم بيقدروا الرياضة المصرية، وبالتالي بيقدروا النادي الأهلي اللي هو يعني حصن ومن حصون الرياضة في مصر. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا معكم وفي الجزء الاخير من هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان، نبدا بطرح تساؤلات كثيره عن اهم القضايا والابعاد اللي عرضت اليوم من خلال هذا المؤتمر الذي تم عقده في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتفاصيل الكلمه التي القاها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واصداء ما تناقلته وسائل الاعلام والمواقع المختلفه، وردود الأفعال بعد انتهاء هذا المؤتمر وأعمال المؤتمر، وكلمة الكابتن محمود الخطيب ومدى التوافق معه، وأيضا استقبال توضيح الكثير من الأمور التي كانت ملتبسة في الأيام الماضية والآراء غير الموضوعية أو غير الدقيقة أو أي انتقادات عن غير حق وجهت للنادي الأهلي جانبها الصواب، رد عليها بالتأكيد وشرح وجهة النظر وطالب بتكامل وتنسيق وتواصل وتكاتف الجميع في هذا الخطاب أو في هذه الكلمة الكابتن محمود الخطيب. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي الأستاذ محمد القوصي. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا بيك وسعداء بوجودك معنا. ربنا يخليك أستاذ محمد، أنا اللي بتشرف بالتواجد معاك وعلى شاشة قناة الأهلي. أستاذ محمد، قل لنا مبدئيا حجم المتابعة والاهتمام الإعلامي الذي كان مصاحب للمؤتمر الصحفي اليوم ولكلمة الكابتن محمود الخطيب. يعني الحقيقة النهاردة كان يوم من أيام النادي الأهلي، يوم من الأيام الجميلة في النادي الأهلي، كان يوم بمثابة العيد داخل النادي الأهلي أو الفرح من الأيام المبهجة جوه النادي الأهلي. يعني يمكن لأول مرة نشوف مجلس إدارة بيجي يقدم كشف حساب. النهاردة كان بجانب أن ده يوم تكريم الأساطير، يوم انطلاقة جديدة للنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب ومجلسه في قمة الاحترام وقمة التقدير لأعضاء النادي الأهلي الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه، كل دولة جالهم الخطيب النهاردة يقول لهم احنا عملنا ايه في 117 يوم. فتقليد جديد جدا وتقليد عظيم، النهاردة كانت فيه تقاليد جديدة وقيم عظيمة بتؤكد على رساخة النادي الأهلي وعلى قيمة النادي الأهلي وعلى ازاي كابتن محمود الخطيب مستشعر كلمة النادي الأهلي اللي عاشها من ساعة ما حط رجله كناشئ في النادي الأهلي لغاية ما أصبح رئيس حتى الآن. النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا بالنسبة له وبالنسبة لمجلسه، عشان كده هم مهتمين ومقدرين للأعضاء، مهتمين بالناس اللي جم بشكل غير مسبوق في تاريخ النادي الأهلي. وده قال الكابتن الخطيب إنه كان أول لقاء مباشر منذ انعقاد الانتخابات أو بعد نهاية الانتخابات. طبعاً أول لقاء مباشر، أول لقاء مباشر مع أعضاء ومع الشخصيات. النهاردة كانت احتفالية غير عادية، كانت تقريباً يعني كان فيها كل الأهلاوية، كان فيها أعضاء الجمعية الأهلاوية، كان فيها رموز النادي الأهلي، كان فيه شخصيات إعلامية، كان فيه رؤساء تحرير كل الصحف المصرية، كان فيه كل القنوات الفضائية، كان فيه كل الصحافة، كان فيه كل مواقع النت، حتى ردود الأفعال والكتابة كتب عنها بشكل غير عادي وشكل كبير جدا. كانت احتفاليه تكريم الاساطير وانطلاقه الاهلي، فكانت حاجه عظيمه جدا انك انت بتكرم اساطير النادي الاهلي. يعني من المرات القليله جدا، يعني طبعا دي اول مره في النادي الاهلي لكن في مصر بشكل عام ان حد يجيب الكبار كده ويكرمهم. على الشاشه الدكتور طه اسماعيل والدكتور القيم الرموز بتوع النادي الاهلي، شوف البهجه والفرحه اللي في عيونهم اللي موجوده، دي قيمه كبيره جدا. بنقول للكبير انت تعبت،
انت بنيت، انت حطيت طوبه في يوم من الايام في هذا البناء الشامخ، في هذا البرج الاهلاوي الاحمر الكبير. لازم نفتكرك، لازم نقدرك، لازم نقول لك شكرا. النهارده الخطيب بيقول لهم شكرا، الخطيب وادارته بيقول له الناس دي شكرا، الناس دي مبتهجه، الناس الكبيره، حتى الناس اللي كان اسمهم ضمن التكريم طبقا للمعايير اللي وضعتها اداره النادي، راحوا قالوا يعني الخطيب راح لهم، اللي راح للمستشفى واللي راح للبيت، اصرار على تكريم الكبير وتقديره واحترامه، هي دي قيمه النادي الاهلي المبني على القيم وعلى المبادئ وعلى الاخلاقات العريقه منذ تاسيسه في عام 1907. الحقيقه كان يوم مبهج، يوم عظيم، قد ايه الناس كلها كانت فرحانه، قد ايه كل الرموز اتلاقت، قد ايه كل اولاد النادي الاهلي اتقابلوا، اللي اتكرم واللي ما اتكرمش كانوا فرحانين، كانوا مبسوطين. حقيقه كان يوم غير عادي جوه النادي الاهلي، حتى المكان اللي اتعملت فيه يعني بذل فيه جهد كبير جدا، وكان مكان يليق بحجم وقيمه النادي الاهلي. هنستعرض بعض الاراء، هنستمع الى اراء عدد من المسؤولين في النادي ومن اعضاء مجلس الاداره من خلال التقرير التالي، هنتابعه معاك يا استاذ محمد ومع مشاهدينا. الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، والكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هنستمع الى رؤيتيهما حول اهم الموضوعات والعناوين الرئيسيه اللي كانت موضوعات رئيسيه مطروحه من خلال هذا اللقاء ومن خلال المؤتمر، وكلمه الكابتن محمود الخطيب، ده من خلال التقرير التالي. زي ما قال الكابتن محمود ان ده لقاء يعني معناه لقاء، يعني مش حاجه مؤتمر صحفي او حاجه، ده لقاء هيتكرر باذن الله لتكريم جميع رموز النادي الاهلي في جميع الالعاب ومختلف الانشطه. في نفس الوقت وكان اللقاء النهارده بنقول خطه النادي الاهلي ومصداقيه مجلس الاداره في تطبيق البرنامج اللي احنا وعدنا الساده الاعضاء والجمعيه العموميه بيه قبل الانتخابات انه هيبدا تنفيذه. فكان النهارده عرض لمراحل تنفيذ هذا البرنامج واولويات الحاجات اللي هنبدا بيها والمصادر التمويل لهذه الانشاءات اللي هتتعمل. فكان لازم الاعضاء تعرف احنا ماشيين ازاي، عملنا ايه في خلال الثلاث شهور دول، وده لقاء هيتجدد باستمرار ان شاء الله عشان ما نبعدش عن الاعضاء ونعرف الاعضاء عايزين ايه، احتياجاتهم ايه، هم محتاجين مننا ايه، يعرفوا. يعني احنا بنقول زي النهارده بدل ما احنا نستنى جمعيه عموميه كل سنه، لا احنا بنسبق الجمعيه العموميه بنقول الموقف الحالي ايه. كل واحد في النادي له نصيب من هذا البرنامج، سيده، طفل، شاب، راجل كبير السن، سيده كبيره السن، اي حد ذو الاحتياجات الخاصه، الشباب الواعد للنادي الاهلي، كل واحد يبقى له نصيب من هذا البرنامج. واحنا بنوعد الناس ان احنا ان شاء الله في خلال الاربع سنين نكون اتمينا البرنامج اللي وعدنا بيه. النادي الاهلي انا مش عايز اقول لك ده بيتي الاول مش بيتي التاني، يعني انا اتولدت في النادي الاهلي ويشرفني ان انا انتمائي للنادي الاهلي قبل اي حاجه تانيه. وطبعا بعد مصرنا العظيمه يعني احنا بنقول النادي الاهلي فعلا ده احنا يعني كل الفخر ان انا فخور ان انا اقول ان انا اهلاوي وان انا اتربيت بين جدران النادي الاهلي، اتعلمت مبادئ، اتعلمت قيم، اتعلمت تقاليد عمري ما هلاقيها في اي حته تانية، او يعني يا رب تبقى اللي في النادي الاهلي مطبق في كل حته. بدايه من الدخول نفسه على القاعه اللي معموله، السيت اب اللي موجود، الالوان، الشاشه، الكراسي، الحضور، عدد الحضور الموجود حاجه مبهره جدا. الى جانب طبعا لفته التكريم اللي طلعت من كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، لفته طيبه جدا، وبيبعت برساله لكل الشباب حتى اللي بيلعبوا ان لما تكبروا وتحققوا نتائج جيده وتنجزوا انجازات جيده لصالح النادي وكمان تنهوا حياتكم داخل جدران النادي هيتم تكريمكم. فبالتالي هي لفته جيده جدا للمكرمين، وكمان رساله جيده تبعت للجيل الحالي اللي بينجز في الالعاب المختلفه للنادي الاهلي. طبعا احساس جميل جدا ان بيتحقق البرنامج اللي كنا بنتكلم عليه وبنحكي عنه. كان بعض الناس كانت بتشكك في البرنامج ومدى تحقيقه، ده بيحصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم كابتن محمود الخطيب والمجلس وكمان محبي واعضاء النادي الاهلي، لان زي ما قال كابتن محمود الحقيقه كابتن محمود قدر يجمع عيله النادي الاهلي سواء مجلس اداره، اعضاء، محبين لصالح النادي الاهلي وخدمه النادي الاهلي، وده اللي بيتحقق احساس جميل ان احنا بنشوف البرنامج بيتحقق، الناس بتستفاد، الاهلاويه سواء اعضاء
لاعبين اداريين عاملين او حتى جماهير ببرنامج نادي الاهلي. النادي الاهلي هو بيتي. النادي الاهلي احنا كنا بنقضي اكتر نيجي الساعه 10 الصبح نمشي 10 بالليل و11 بالليل طبعا. فده بالنسبه لي البيت. لما بشوف البيت النهارده بيتطور في شكل افضل واحسن ده بالنسبه لنا الحقيقه. واحنا شايفين النادي الاهلي اول ما دخلناه وطبعا قبلينا الاجيال قبل كده زي كابتن محمود الخطيب في اواخر الستينات واوائل السبعينات شايفين التطور اللي بيحصل. فالواحد فخور بالنادي الاهلي, فخور بالمبادئ اللي اتربى عليها في النادي الاهلي, وفخور اكتر كمان بالجماهيريه اللي بتزيد يوم عن يوم مش بس في الوطن العربي لكن في العالم العربي. فخور كمان بالناس اللي بتحب وعاوزه تساعد وتساهم في تطوير النادي الاهلي من بره النادي الاهلي. فكل ده رسائل حياه الواحد بيفخر بيها ان هو اهلاوي. أستاذ محمد القوصي, تعليقك على أهم النقاط اللي تطرق إليها كل من الأستاذ خالد الدرندلي والكابتن جوهر نبيل وتأكيدهم على الأهداف الرئيسية وأن هذا اللقاء هيتم بشكل دوري وهيتكرر إن شاء الله. يمكن عجبتني كلمة الأستاذ خالد الدرندلي قوي اللي النهاردة يعني يوم الوفاء بالوعود. يوم أنا بقول لك أنا عملت إيه, أنا بقالي 117 يوم فقط وجاي اقول لك انا قدمت لك برنامج عائله الاهلي اللي كان كابتن محمود الخطيب ومجموعه متبنينه. النهارده بداوا يحطوه على ارض الواقع, بداوا يحطوا خطوات تنفيذيه اللي شفنا الحاجات المبهره لشكل النادي الاهلي, لشخصيه النادي الاهلي الجديده. انا دايما كنت بعدي من النادي الاهلي او ادخل النادي الاهلي او اشوف النادي الاهلي بتمنى ان الاهلي يكون ليه شكل معين, يعني الواحد كان بيعلم بحاجه زي كده. فالناس دي جت بتحقق ان تعمل الاهلي شخصيه في مبانيه, شخصيه في صوره, هتشوف شكل اي مكان هتروح فيه في فروع النادي الاهلي التلاته من غير اي حاجه بتفكر هتقول هو ده النادي الاهلي. لما تشوف شعاره متجسد في النسر واقف بهذا الشكل على البوابه, لما تشوف اللوجو بتاعه, لما تشوف اللون الاحمر اللي هو مش موجود دلوقتي على الاهلي, اعتقد ان دي هتكون يعني نقله هي شخصيه النادي, هتبان في الشكل المعماري بتاع النادي الاهلي. يعني حاجه ما شاء الله حاجه محترمه جدا. هو بيوفي بكل الالتزامات اللي عليه بشكل كبير جدا, عنده اهتمامات كبيره جدا بالاستثمار بشكل غير عادي, بيتكلم عن استثمارات كبيره جدا داخل عليها النادي الاهلي. شفنا كلام عن ميزانيه الاهلي اللي تسلموها من المجلس السابق برئاسه المهندس محمود طاهر فيها 49 مليون جنيه. الكابتن الخطيب بيقول ان هي تضاعفت خلال هذه الفتره 6 أضعاف, يعني تقريبا بيتكلم في مبلغ مش اقل من 300 مليون جنيه. جهد كبير جدا في ظل الظروف الصعبه والظروف الاقتصاديه اللي الكل بيمر بيها ان الاهلي يوصل بالميزانيه لهذا الشكل. فده دليل ان هذا المجلس يعمل وهذا المجلس الشغل. يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب بالرغم من الصعوبات اللي بيمر بيها ومحتاج يسافر المانيا لبعض العلاج في قدمه الا انه بيتحامل على نفسه, بيضغط على نفسه حتى يفي بكل التزاماته وتعهداته. فيعني شابوه لهذا المجلس والخبرات الاقتصاديه. احنا كنا اشرنا الى طبعا كل من الدكتور فاروق العقده والاستاذ ياسين منصور, ولم نذكر محمد نجيب. محمد نجيب رئيس بنك سايب وهو من الكوادر التي تقدم كل الدعم والعون والخبرات الاقتصاديه والاستثماريه والتنمويه لاداره محفظه النادي بالتاكيد مع الكوادر السابق ذكرها طبعا بشكل الامثل, والاستفاده بهم والخبرات والتقدير الكبير اللي اكد عليه اكثر من مره لقدرتهم على افاده النادي وتقديم كل العون الاستثماري والرؤى الاقتصاديه والتنمويه بافضل شكل يحافظ ويدير ويطور من محفظه النادي وامكاناته وموارده الماليه. وده مرتبط طبعا باللي كان بيقوله الاستاذ محمد القوصي. هنتكلم عن بعض الامور اللي كانت رد على بعض الناس اللي انتقدوا النادي في الفترة اللي فاتت أو مجلس إدارته أو شخص الكابتن محمود الخطيب. أمور تتعلق بأنه طالما هناك دعم وهناك تمويل من مستثمرين أو رغبة في شراكة استثمارية مع النادي ومن يمول صفقات أو يقدم أي نوع من الإهداءات المالية أو الاستثمارية للنادي, أصحاب هذا الرأي ربطوا بين ده وبين تدخل في سيادة القرارات وفي مجلس إدارة النادي ورؤاه, وأن ده تدخل في إدارة النادي الأهلي وجور على صلاحيات مجلس الإدارة وحق الجمعية العمومية. أعتقد أن كان في رد واضح النهاردة على الكلام ده من الكابتن الخطيب. جدا الخطيب تحدث بجراءة وبشجاعة وبدقة في هذا الأمر ووضع النقاط فوق الحروف وأكد على أن الأهلي فوق الجميع والأهلي أكبر من أي حد. الأهلي فوق كل الأهلي الأهلوية اللي موجودين فيه. اتكلم عن شخصيات, اللفظ جمال اللفظ اللي استخدمه كابتن محمود الخطيب, محب وعشاق النادي الاهلي او المحبين والمستثمرين, المحبين الداعمين للنادي الاهلي. في ناس محبه للنادي الاهلي بتحب تدعم النادي الاهلي. فهل الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته
هيرفضوا هذا الدعم اطلاقا. هذا الدعم لو ذهب لاي نادي في مصر في اي مكان هيستقبلوه بالورود. النادي الاهلي عندما يستقبل هذا بيستقبله بناء على اسس معينه، اسس مرتبطه بقيم النادي الاهلي، بمبادئ النادي الاهلي، بلوائح النادي الاهلي، بالنظم اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني حتى لما حد بيقدم دعم فهذا الدعم غير مشروط، هذا الدعم يعني في اطار المحبه للنادي الاهلي، في اطار العشق لهذا المكان وهذا الكيان. حتى ان كل الداعمين للنادي الاهلي في هذا الاطار وفي مقدمتهم المستشار تركي الشيخ، الراجل بيعلن ده، بيعلن عشقه وولائه وانتمائه وحبه للنادي الاهلي، وده شيء عظيم جدا. هو الاهلي واخد قلبه يعني، فالراجل يعني عنده استعداد يقدم اي دعم للنادي الاهلي في اطار التزامه بقيم النادي الاهلي وباساسيات النادي الاهلي. قال ان هذا الامر الاستجابه له وهو محل تقدير واحترام طبعا من مجلس الاداره ومن اعضاء ومحبي النادي، ولكن دائما ابدا يكون العون في الاطار الذي تحدده وتضبطه اللوائح والقوانين. بس هو ده النادي الاهلي يعني، طبعا هو ده النادي. والاهلي طول عمره ليه محبين من خارج مصر كتير جدا، يعني حتى في شخصيات الخطيب ما اعلنش عنها عن اسمها لان هم من طلبوا ذلك، يعني يدعمون الاهلي دون ان يعلنوا اسمهم، مش عايزين اي حاجه غير حب لهذا الكيان، موجودين ومتواصلين. فيعني اعتقد ان اللي بيقولوا الكلام ده يعني البعض بيقولوا حقدا وكمدا وغيظا، يعني اتمنى ان الكلام ده ينتهي، لان هذا يعني شيء مفيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للرياضه المصريه. الكلام الحقيقه يعني، ويمكن الكلام ده مرتبط بحاجه اشار لها كابتن خطيب النهارده في حديثه او في كلمته. طالب الجميع، قال المختلفين والمتفقين مع المجلس الحالي اللي كانوا واقفين معاه او واقفين مع المجلس اللي كان بينافس في الانتخابات، مجلس المهندس محمود طاهر، اللي كان كابتن خطيب حريص على توجيه كل الشكر والتقدير له ولمجلسه على عطائهم في الفتره اللي تولوا فيها المسؤوليه، وطالب الكابتن خطيب من هم من خارج كيان النادي الاهلي ايضا بالتكاتف. قال احنا عايزين كل الاراء وعايزين نتكامل وعايزين نتكاتف ومش عايزين مشاحنات ولا خلافات ولا صراعات. بالظبط، هو الراجل بيدعو الى الوحده، بيدعو الى الاتفاق، بيدعو الى ممكن نختلف يعني في فترة معينة، لكن عندما تكون هناك إدارة للنادي الأهلي لابد أن يكون يتألف حولها. ما دامت الإدارة، هذه الإدارة تسير بشكل جيد وتخطط وتبني لمستقبل هذا النادي وتسعى إلى وضعه في مصاف الأندية العالمية، وأنا شايف أن مجلس الإدارة ده الحقيقة ماشي في هذا الاتجاه، بي 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 بيرسخ لقيم الانتماء وتقاليد الأهلي ومبادئ الأهلي، بيرسخ لتاريخ النادي الأهلي، مبادئ تاريخ تطوير الحقيقة، رافعين شعاراته بيحطوها على أرض الواقع وليس مجرد شعارات واهية. فيعني لكن انت في كل الاحوال ما دمت تشتغل وتعمل وتنجز ويكون لك انجازات على الارض ستجد هناك منتقدين كثيرا، فعادي جدا، ده امر طبيعي جدا وامر صحي جدا وامر عادي جدا. وكابتن مصطفى يونس تاكيد على كلامك يا استاذ محمد، قال طول ما انت ناجح او بتحقق نجاحات هتنتقد وهتواجه ايضا يعني انتقادات كثيره. ادينا احنا شايفين النادي الاهلي بيحقق نجاحات ليس على المستوى الاداري والمستوى الانشائي اللي ان شاء الله الان داخل على ثوره عظيمه. بنشوف فرقه الكره بالنادي الاهلي بتكسب 4-0 في الماتش الذهاب منانا، وتروح هناك تكسب 3-1 وتعمل عرض كبير جدا وتقال ب7-1 لدور المجموعات، وان شاء الله يكملوا. وطموحات الاهلي كبيره جدا زي ما كابتن الخطيب النهارده يعني قال، انا طموحاتي اكبر من افريقيا، طموحاتي في كاس العالم للانديه. ده الحلم اللي بيفكر فيه النادي الاهلي، ده التصور اللي هو بيسعى له، هو حاطط هدف قدامه. بنشوف الالعاب الاخرى، فرقه الطايره للسادات بتاخد بطوله افريقيا بشكل كبير جدا، فريق السله تاهل لنهائي كاس مصر، فريق السله بيتاهل لنهائي كاس مصر، فريق الطايره بياخد الدوري، انجازات عظيمه جدا لان هناك في استقرار. ده النادي الاهلي، دي قيمه النادي الاهلي. حتى الاهلي في فرق بعض فرقه لو كانت هناك اضعف، يمكن كابتن الخطيب النهارده اشار الى جمله دقيقه جدا او حاجه دقيقه جدا حدثت في نهائي كاس افريقيا للسادات للسله في ماتش النادي الاهلي وماتش قرطاج. في الشوط الثاني الاهلي كان خلص الشوط الاول بفرق كبير جدا، الشوط الثاني الفريق التونسي عالي جدا على النادي الاهلي وكان قاب قوسين او ادنى من حسم هذا الشوط، الا ان جمهور الاهلي اللي موجود في المدرجات صرخ في لاعب الاهلي وذكرهم بالنادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي وهذا الفريق العظيم الكبير. الفتيات انفعلنا ونجحنا في حسم هذا الصوت بفارق بنطين، فكانت حاجه عظيمه جدا. والشوط الثالث خلص بشكل مريح جدا، ده النادي الاهلي، دي قيمه النادي الاهلي. هنتابع تقرير اخر بيحمل او بينقل لنا راي واحد من الشخصيات المحبه جدا للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي، الشاعر والمؤلف السينمائي ايمن بهجت قمر، هنسمع رؤيته من خلال هذا اللقاء او من خلال هذا التقرير. طبعا ده مش جديد على النادي الاهلي ومش جديد على مجلس الاداره ومش جديد على مبادئ الاهلي وكابتن محمود،
ودايما جيل بيسلم جيل والجيل الاجدد بيكرم الجيل اللي قبله. فده مش 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 حاجه مفاجاه, ده حاجه متوقعه وده اللي احنا متربيين عليه يعني من النادي الاهلي. يعني الاهلي بالنسبه لي زي بلدي, يعني زي وطني, زي حاجه في دمي, حاجه ممكن تبقى البشر بيتغيروا حواليك. يعني بتتولد البشر والدنيا بتتغير من حواليك, بتغير بيتك, بتغير مكانك, بتغير صحابك, في ناس بتغير كل حاجه. لكن ما بعرفش, مش هتغير الاهلي ابدا يعني. فالاهلي ده في دم الواحد من اول ما فتح عينيه على الدنيا. يعني هم ما بيتكلموش وخلاص, هم بيوعدوا دايما بحاجات وفعلا بينفذوها, وعلى ارض الواقع فعلا هو ابتدوا يعملوا كل, يبتدوا رحله تنفيذ الاحلام اللي الكابتن محمود قالها قبل ما ينجح في الانتخابات. واعتقد ان ده متوقع وباين هنا وباين. فانا كنت لسه امبارح في الاهلي في فرع زايد, انا استغربت بصراحه يعني, كان بقالي مثلا شهر ونص ما وديتش ولادي التمرين لانشغالي. لا انا من بره لقيت تغيير, استغربت جدا وما شاء الله بسرعه جدا. فلا واضح استاذ محمد, تعليقك ايه على راي او تركيز الشاعر والمؤلف السماعي من باجة قمر على ان الاهلي من الثوابت في حياته الامور التي لا تتغير؟ شوف لما حد شاعر يتكلم عن النادي الاهلي, لو رجعت للكلام اللي بيقوله كابتن مصطفى يونس تلاقيه متطابق تقريبا, يعني بيخرج من مشكاه واحده مع الكلام اللي بيقوله ايمن باجت قمر عن الاهلي, عن قيمته, عن تغلله جواهم, عن ان ممكن اي حاجه تتغير في جواهم الا النادي الاهلي بالنسبه يظل ثابتا شامخا قويا جواهم, لانهم ارتبطوا بهذا المكان, ارتبطوا بقيمه, تربوا فيه, تربوا على مبادئه, تربوا على حاجات كتيره جدا موجوده جوه النادي الاهلي. تجد هذه اللغه لدى كل المحبين مثلا او العاشقين للنادي. شوف بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب ازاي, يعني هذا الرجل يعني الحقيقه يعني بيلقى الحب والتقدير من الجميع بالاحترام, حتى اللي مش اهلاويه بيكنون له نفس التقدير ونفس الاحترام. فالاهلي الحقيقه قيمه كبيره جدا, وهذا المجلس يعني سيغير شكل الاهلي بدرجه كبيره جدا, ودي حاجات موجوده على ارض الواقع. اعتقد ان الصور اللي ظهرت النهارده لاول مره, الشكل اللي هيبقى عليه الابنيه او الشكل المعماري للنادي الاهلي في المستقبل, وده هنشوفه في وقت قريب جدا, الشكل اللي هيبقى عليه المبنى الاجتماعي جوه النادي الاهلي, هذا المبنى التاريخي اللي هيتم فيه تطوير وتجديده, الشكل اللي هيتعمل بيه صاله الكاراتيه, الشكل اللي هيتعمل بيه صاله في زايد, مسجد في زايد, حاجات كلها عظيمه الحقيقه جدا, يعني هتبهر اعضاء النادي الاهلي. ويمكن مش اعضاء النادي الاهلي انبهروا, ده جمهور النادي الاهلي النهارده كان ليه نصيب, لان الخطيب دايما بيعظم من جمهور النادي الاهلي وبيؤكد على ان جمهور النادي الاهلي هو الجمهور الذي يحترم القيم ويحترم المبادئ ويحترم التقاليد. جمهور سبق وقال ان جمهور الاهلي لا يشتم, لا يحطم, لا يكسر, لا يسب, لا يخرج على النص, لانك انت المفروض بتنتمي النادي له قيمه كبيره جدا, فلابد ان تكون على مستوى هذا النادي. اعتقد ان الخطيب اتحدث بدرجه كبيره جدا ووصل رساله الى كل المجتمع الاهلاوي, الى كل عائله الاهلي جوه الاهلي وبره الاهلي, حاجه يعني الحقيقه شديده الاحترام. بحسك الصحفي يا استاذ محمد, هل تتوقع انه بعد هذا المؤتمر والتوضيح وبعد ان وضع الكابتن الخطيب النقاط على الحروف في الكثير من الامور, خاصه ما يتعلق بالرد على انتقادات كانت موجهه او مثاره حول النادي ومجلس الاداره في الايام اللي فاتت, هل تتوقع انه الشخصيات او الجهات اللي ركزت اكتر على ودأبت على نقد مجلس الاداره وشخص الكابتن الخطيب والنادي وسياساته الاداريه في الفتره اللي فاتت قد تهدأ قليلا, ولا هنتوقع انها تسير في نفس الاتجاه وكانها لم تستمع الى شيء في هذا المؤتمر؟ انا بوجهه نظري انهم يعني من الصعب ان يهدؤون, يعني انا اتمنى ان يهدؤوا بعد اللي شافوه, يعني لو حكموا عقولهم هيشوفوا ان النادي الاهلي على كل مستويات, بس يعني هو النادي الاهلي مش مديهم فرصه ان هم يسيروا في هذا الاتجاه, لكن قد يصمتون بعض الوقت ثم يظهرون مره اخرى يعني. لكن في كل الاحوال هذه الاراء لها تقديرها والاحترام وكل ما من لا يتجاوز لا من لا يتجاوز يعني, يعني مت على انتقد بشكل النادي اللي فيه كذا, اختلف في حق بشكل معين, انتقد قول رايك بمنتهى الحريه, شوف اي سلبيات تتكلم فيها, لكن مش اللي بيتجاوز ويلقي الاتهامات جزافا, لكن يعني مجرد الانتقادات, مجرد انتقادات. فاعتقد ان ده الناس اللي من هذا النوعيات لا تنظر لها, لان ده لن تغير حساباتها, مش موضوعيه بالظبط, انا اعتقد ده سيظل على الطريق وعلى النهج اللي هو بيسير فيه الى نهايه يعني. طيب هنستمع الى رؤيتين مختلفتين لكل من الكابتن فتحي مبروك والكابتن نور عطيه, نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. الراجل
أوفى يعني كل اللي قاله في انتخاباته في الانتخابات بينفذها على أرض الواقع، من تطوير للثلاث فروع النادي الأهلي شيء جميل جدا، حاجة مفخرة لينا، زائد المدينة الرياضية، زائد تكريم قدامى اللاعبين، كل الحاجات دي بيبدأ بيها بعد ثلاث شهور، ده شيء عظيم يعني يحسب لي ويحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي. حضرتك كنت نجم كبير جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكره الطايره، يا ترى النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ النادي الاهلي عمره يعني انا خمس سنين في النادي الاهلي، بقى لي 56 سنه في النادي الاهلي يعني. دي انا شايفها لمسه جميله من مجلس اداره النادي الاهلي وقياده الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، اذا كان بيدل فعلا ان الكابتن محمود كمان اتربى في النادي الاهلي ويعرف قيمه نجوم النادي الاهلي ويعرف قيمه نجوميه النادي الاهلي ويعرف قيمه ان هو عمل كثيرا في كرة القدم في النادي الأهلي، فإذا كان هناك تكريم لمجموعة من الرياضيين فإذا كان بيدل فعلا أن الكابتن محمود الخطيب بيلتمس كل شيء جميل وكل شيء اتقدم للنادي الأهلي من خلال هؤلاء الرياضيين المكرمين في هذا المؤتمر. كابتن محمود الخطيب يمكن في ندوات كتير أنا حضرتها وكان عامل برنامج انتخابي هايل وتنفذ منه حاجات كتير، عشان كده بيقول لأعضاء مجلس أعضاء النادي الأهلي إحنا في ثقة فيكم وأعضاء النادي فيها ثقة في مجلس إدارة، وفي لمسات كتير حصلت في المنشآت وفي لمسات كتير حصلت في الاستثمارات وفي حاجات كتير جدا حتى في استاد التجمع، فكل هذه الأمور إذا كانت بتدل إن الكابتن محمود الخطيب بيثق في أعضاء النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بتثق في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. مشاهدينا بنستكمل الحوار مع ناقد رياضي ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي الأستاذ محمد القوصي. أشار أستاذ محمد الكابتن الخطيب أشار اليوم إلى فكرة كمان النهج أو المنهج المؤسسي وطريقة مؤسسية أو شكل مؤسسي في إدارة النادي الأهلي، هل ده بدرجة ما بيرد على الناس اللي بتفهم أنه أو بتظن أو بتقول في وجهات نظرها أن المجلس أو رئيس المجلس أو القيادات في المجلس تدير كيفما شاءت مع من شاء من تشاء من أصدقائها والداعمين لها؟ أليس النادي الأهلي دائما أبدا محط أنظار الجميع ومسلط عليه الأضواء والإعلام الرياضي وغير الرياضي، فضلا عن التنسيق مع كل مسؤول في كل جهة في الدولة في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأمور الاستثمارية والإنشائية والترخيص والموافقات؟ إزاي ممكن كيان يبقى مرتبط أو ملتزم بكل هذه الضوابط المحيطة به ويقدر يخرج عن النسق السليم في الإدارة؟ لا، دايما النادي الاهلي نموذج الناس بتحطه قدامها في عمليه الاداره، يعني دايما حد بيتكلمك عن النادي الاهلي يقول لك اداره النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي هي بتصنع الانجازات بتصنع البطولات، لان دايما الاداره هي اداره محترفه، اداره ملتزمه، اداره بتدرك معنى قيمه النادي الاهلي، لذلك بتحترم النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي عارف اختصاصاته لذلك بيتحرك في اختصاصات رئيس النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره، يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب في كل لقاء تجد لديه إصرار شديد جدا ان هو يقول الكلام ده قدامنا كلنا، قدام الناس كلها، قدام كاميرات الاعلام كله، قدام كل الصحفيين ووسائل الاعلام، ان مجلس الاداره في غرفه مجلس الاداره بيتخذ القرارات وفي اداره تنفيذيه هي اللي بتدير النادي، ان مجلس الاداره ما يطلعش يتكلم في الاعلام ولا يتدخل في شغل ولا يتدخل في شغل الاجهزه التنفيذيه، وان لو في اي مشكله جوه النادي الاهلي لدى اي عضو فبيروح للجهه اللي المفروض يتوجه لها الاداره التنفيذيه او اداره النشاط الرياضي، وتبدا في نظام في سلسله في مؤسسه شغاله، ما ينفعش واحد يروح لرئيس نادي مباشره ويتكلم، مش لان ما فيش تواصل، لا، لان الاهلي عامل نظام فالنظام ده لازم يحترم، يعني مثلا في مشكله في فريق معين فبيروحوا للمدير الفني ويروح المدير الاداري وتوصل للمدير النشاط الرياضي، كل ده ما لقيتش حلول بتروح للاداره التنفيذيه او المدير التنفيذي ما لقيتش حل خلاص، انت هتروح وتعرض على مجلس الاداره ومجلس الاداره يقدر ياخد قرار في الموضوع ده. سيستم موجود في نادي الاهلي بقاله سنين طويله ومستقر، كابتن محمود الخطيب بيعيده وبيرسخه وبيؤكد عليه وبيضغط عليه بقوه شديده جدا، حتى لو اي عضو مجلس اداره خرج يتحدث بيكون في موقف معاه، واعتقد ان كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ملتزمين بدرجه كبيره جدا، يمكن احنا ما بنشوفش حد خالص فيهم
بيتحدث في وسائل إعلامية إلا في مناسبات معينة. يعني ممكن في مناسبة زي النهاردة تلاقي الكاميرات ممكن تسجل معهم عن الحدث اللي حصل اليوم مش عن أي حاجة تانية. لكن حتى الكابتن خطيب نفسه قال للناس أنا يا جماعة هطلع أتكلم كل فترة طويلة جدا كل فين وفين لما هنلتقي معاكم ونتكلم في الإعلام لأنه شغلنا داخل الغرف المغلقة ومسؤولين نضع رؤية ينفذها القائمون على الأمور. هي دي الإدارة اللي بتشتغل وهي الإدارة اللي ناجحة وهي الإدارة اللي بتصنع نوع من الهدوء والاستقرار وهي الإدارة اللي بتفكر ده بتفكر في مشاريع مستقبلية. شوف النادي الأهلي بيفكر فين وبقية الأندية في مصر بتفكر فين. صدى شوف النادي صدى الأهلي الكلام ده كان إيه يا أستاذ محمد النهاردة وأنت وسط الأعضاء تتابع المؤتمر وترى الأعضاء وردود أفعالهم تصريحاتهم شعورهم حتى بيبان على ملامح الوجه إذا كان الناس مرتاحة لده وسعيدة وده وشايفة المجلس بيحقق لهم حاجات وعد بيها خلال الانتخابات. يعني قول لنا الأصداء بشكل عام شايفة إزاي. بص الناس في أوقات كتيرة جدا ممكن الكلام ما تركزش معاه قوي لكن لما يشوف الكلام ده بصوره موجودة وده هيتنفذ لك خلال شهور قليلة زمني بيتم ده هتشوفه على أرض الواقع. أنا بديك النموذج ده وبعد شهور هتشوفه هتحاسبني برضو. هو بيحط على نفسه التزامات بيعملها فالناس سعيدة جدا إن النادي الأهلي معقولة النادي الأهلي يبقى بالشكل ده معقولة ما تخلي النادي الأهلي يبقى كده معقولة صور النادي الأهلي يبقى بالشكل ده معقولة الشوارع اللي جنب النادي هتبقى بالمنظر ده معقولة المبنى الاجتماعي يبقى كده. فالحقيقة في نوع من الفرحة ومن البهجة الكبيرة جدا. الناس عندها طموح ان النادي الاهلي ده يضاهي الانديه العالميه في كل حاجه ليس في رياضاته وابطاله والبطولات التي حققها ولكن في مبانيه في منشاته في شكله من جوه مستواه الخدمي الانشائي. انا متخيل ان الاهلي بعد ما يعمل البوابات دي ممكن تبقى مزار سياحي. يعني منظر النسر ده بهذا الشكل وبهذا الحجم على بوابه النادي الاهلي هيبقى لافت جدا. هيبقى لافت جدا يعني هتجدوا ناس كتير جدا تيجي تتصور معايا. يعني بقى حاجه لها قيمه معينه فانت بتعظم القيمه. زي ما كابتن مصطفى قال جمله محترمه جدا ان الخطيب يعني افضل من سيستثمر اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه قيمه كبيره جدا فعايز حد يستثمر هذا الاسم. الاهلي وراه ملايين في كل قرى ونجوع مصر وكل مدينة وخارج مصر أيضا في كل مناطق العالم. فهو بيستثمر هذا الاسم وبيستثمر قيمته. الأهلي لما بيروح أي دولة عربية بينبهروا من شعبية النادي الأهلي بينبهروا من الناس اللي بتجري ورا اللعيبة وعايزين يتصوروا وعايزين يدخلوا الماتشات وعايزين يشوفوا التدريبات. حاجة عظيمة جدا ده سحر النادي الأهلي جوه الناس. يعني هو الأهلي ما عادش جواه. فأعتقد أن كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته يعني ماشيين في هذا الطريق. نتمنى لهم التوفيق. طيب بعد دعم الفريق لعدد من اللاعبين على مدار فترة الانتقالات الماضية وما سبقها على مدار الفترة الكبيرة اللي فاتت العامين الماضيين وصولا إلى الشكل اللي وصله الفريق اليوم مع شغل الكابتن حسام والجهاز الفني. كابتن الخطيب هنا بيعبر عن رؤية مجلس الإدارة ولجنة الكرة والقائمين على إدارة الكرة في النادي بيقول لم يعد طموحنا متوقف عند القارة الأفريقية بس احنا بنفكر في المنافسة عالميا. هل تعتقد أنه الأهلي إن شاء الله لو وفق في البطولة الأفريقية عنده من المقومات الفنية هذا الفريق وهذا الجهاز الفني قيادة كابتن حسام ما يؤهله لأنه يروح بطموح مختلف لو شارك هذه المرة في كأس العالم الأندية؟ يعني صراحة بقى قراءة فنية موضوعية هل ممكن ينافس على لا نتمنى طبعا أن الأهلي يعني يوفق في أن يحصل على دور الأبطال اللي مفتقده آخر دوري كان فترة طويلة الجمهور عايز يرجع آخر فترة بطولة خدها الأهلي في 2013 يعني فإن شاء الله ربنا يوفقه ويسير في هذا الطريق. وفي تركيز شديد جدا تركيز فني استقرار. أنا شايف إن الأهلي علشان يوصل للطموح ده فريقه محتاج إلى دعم فني كبير جدا وعدد من اللاعبين. أعتقد إن ده موجود في خطة مجلس الإدارة وفي تخطيطه إن الأهلي يكون ليه دعم كبير جدا من اللاعبين في من 3 إلى 4 أو 5 لاعبين قد نشهدهم في صفوف الأهلي في المرحلة القادمة نجوم من العيار الثقيل. مجلس الإدارة عندما يتحدث عن هذا الحلم لابد أن يكون معد امكانيات وقدرات تحقق يعني تتوقع اضافات على المجموعه الحاليه الموجوده في الفريق. طبعا بالطبع طبعا اكيد مؤكد هتكون في اضافات كبيره جدا واضافات مهمه جدا على فريق الكره بالنادي الاهلي ستجعل هذا الفريق قادرا على ان يحمل طموحات اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. وهل حسم مجلس الاداره امره بالنسبه لانه اراد ان يعطي رساله او صوره ان اي لعيب مع تقديرنا الكامل وتكريمنا لكل من اعطى للنادي الاهلي وشارك في صنع بطولات خاصه به ولكن عندما يتجاوز الامر الحدود المقبوله في عمليه التفاوض او في الحفاظ على العلاقه المشتركه والمصلحه المشتركه في العلاقه التعاقديه بين الكيان الكبير النادي واللاعب
هل فعلا أصبح هناك موقف رافض لده وفي رغبة من مجلس الإدارة لأن يعطي مثال بأنه هذا مرفوض من قبل مجلس إدارة النادي؟ أعتقد الأحداث اللي مرينا بيها الأخيرة بتقول اللي مرينا بيها في أزمة اللاعب عبد الله السعيد, وهو لاعب طبعا نكن له كل احترام وتقدير من المواهب المهمة جدا في الكرة المصرية, واحد من أحسن اللاعبين في النادي الأهلي, واحد من أحسن اللاعبين في مصر, هو يعني اتخذ خطوات لا تليق باسم النادي الأهلي في التفاوض مع نادي آخر والنادي المنافس للنادي الأهلي, أو النادي اللي بينه وبين النادي الأهلي فيه يعني صراع تنافسي كبير جدا. هذا الأمر بدون ما يتحدث مع مسؤول النادي الأهلي, النادي الأهلي شايف إن ده خرق لقيم وتقاليد وقواعد النادي الأهلي. النادي الأهلي اتخذ موقف يتناسب مع قيمه وبدؤه ان من خرج عن هذا النسق فلا وجود له في الفريق, لان النادي مش عايز يبقى ده النسق اللي بيمشي عليه. لا 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 خالص, الاهلي بص يعني هو الاهلي قدم رساله واضحه جدا ان محدش يلوي دراعه, مفيش حد اكبر من النادي الاهلي, مفيش حد يفرض شروطه على النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي خد قراره مهما كان لاعب مؤثر, مهما كان لاعب يعني مفيش جاي. يعني قبل كده الكابتن صلاح سليم اوقف الكابتن حسام حسن لموقف ما زال يذكر, اعتقد ان لا ونجوم كبار عليهم عتاوله بلغه كره 80 لما الفرقه حصل نوع من الفريق ولعب بفريق الناشئين قدام زاك وكسب 3-2, ده ترسيخ لقيم وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي. الان في 2018 كابتن محمود الخطيب يتخذ قرارا عظيما من وجهه نظر الشخصيه, يعني قد يختلف مع البعض قد يتفق, لكن انا ارى ان هذا القرار عظيم من شخصيه عظيمه لنادي عظيم, هو النادي الاهلي يستحق هذا القرار بحق, لان هذا القرار اسلج صدور كل الاهلاويه. هذا القرار يعني الكثيرون كانوا غاضبون من استمرار عبد الله السعيد في النادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي لا تاخذ قرارات بناء على اراء جماهيريه او مطالب جماهيريه بالدرجه الاولى, بقدر ما هي اراء تصب في مصلحه وقيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي, واتفقت اراء الجماهير مع قيم النادي الاهلي او تخرج عن الاطار المقبول يعني في النادي الاهلي. حتى في امور التعاقد اللي اصبحت بمبالغ ضخمه لكن لها شكل, لها شكل معين. فاعتقد ان كان قرار يعني قوبل بكثير من الترحاب من والاحترام لهذا القرار من الجماهير. طيب هنشوف مع استاذ محمد القوصي ومع مشاهدينا هذا التقرير, لقاء بيجري امير هشام زميلنا امير هشام مع الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. الحمد لله طبعا على المكسب ومجموع الماتشين, الحمد لله يعني في المجمل اداء كويس في الماتشين وبنكسب الماتشين بره ملعبنا, برده بنكسب مكسب كويس امبارح والحمد لله, يعني الشناوي بيواصل برده اداؤه المتميز, وبارك له طبعا على انه موجود في منتخب مصر, واتمنى له التوفيق ان شاء الله في المنتخب. ولسه المشوار طويل, يعني احنا لسه يعني احنا تأهلنا لدوري المجموعات انما لسه المشوار طويل. يعني في شك طبعا ان احنا في اي بطوله امير بندخلها بيبقى هدف النادي الاهلي انه يحصل على البطوله, يعني سواء بقى بطوله افريقيا او دوري او كاس او سوبر. فلكن بطوله افريقيا عشان بقى لها فتره يعني غابت, احنا خدناها 2012 و2013 و2014 خدنا الابطال, خدنا ابطال الكاس اللي هي الكونفدراليه 2013, فطبعا مهمه جدا بالنسبه لنا. السنه اللي فاتت احنا كنا قريبين جدا من ان احنا ناخد البطوله, كانش فيه توفيق يعني اسبابها بقى كتير, يعني لو قعدنا نتكلم في الاسباب هنلاقي اسباب كتير. ولكن احنا عملنا السنه اللي فاتت اداء متميز في البطوله كلها, يعني لو نرجع كده بالماتشات والادوار اللي احنا لعبناها وادوار صعبه وكانت بره ملعبنا, كان في يعني ماتشات صعبه جدا بره ملعبنا وعدينا الحمد لله. ان شاء الله ناخد البطوله السنه دي, والبدايه انا شايف ان الحمد لله يعني كان احنا برده امبارح في لعيبه كتير مش موجوده معانا, ولكن الحمد لله ربنا بيوفقنا وبنكسب ثلاثه. فمكسب ده المكسب رقم 18 ورا بعضه يعني او متتالي, يعني الحمد لله رب العالمين على الفوز ببطوله الدوري, وزي ما انت قلت كده الدوري رقم 40. ان شاء الله نعلق من الموسم اللي جاي ان شاء الله النجم الرابع في على التيشيرت, يعني دي حاجه كويسه يعني ان انت بتاخد الدوري قبل ما ينتهي بست مباريات. وده لو رجعنا نتكلم بقى في ان انت بتاخد بطوله, طبعا شغل لسنه كامله, تعب ومجهود جبار ولاعيبه جهاز فني مجلس اداره, بتتكلم في حاجات كتير قوي, منظومه كامله عشان تاخد دوري عام مش سهله امير. دوري عام بيبقى هو اكبر بطوله بالنسبه طبعا, واطول بطوله ومحتاجه صبر ومحتاجه مجهود ومحتاجه حاجات كتير قوي. فبقول الحمد لله رب العالمين على البطوله ديت, دي البطوله الرابعه ليا بالنسبه للنادي الاهلي. احنا انا شاركت في 5 بطولات دوري وانا موجود في النادي الاهلي, كان خسرت بطوله واحده والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا 4. الحمد لله على المكسب, ببارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي سواء السابق او الحالي, ببارك طبعا للجهاز الفني واللعيبه ومجلس والجهاز الطبي والجهاز الاداري, كلنا تعبنا, العمال مش عايز انسى حد يعني كله تعب. ببارك طبعا اكيد لحراس المرمى اللي موجودين,
كلهم تعبوا، والمكسب ده طبعا زي ما بقول لك بيبقى اكيد في اخلاص وفي عمل وفي جهد بيبذل، وفي النهايه الحمد لله ربنا بيكلل مجهودنا ده بالنجاح وبنحقق بطوله. يعني الشناوي لحد دلوقتي لعب 25 مباراه في مجمل برضو البطولات كلها، لعب 21 مباراه في الدوري، لعب 2 مباراتين في افريقيا، لعب مباراه السوبر، لعب مباراه في كاس مصر. شايف ان وجود الشناوي في المنتخب مختلف شويه عما كان بيروح قبل كده. الشناوي كان بيروح وهو موجود في بتروجيت، راح مرتين وهو موجود في بتروجيت، ولكن وجوده في النادي الاهلي والضغوط اللي بتحط فيها والبطولات اللي بيلعب فيها اكيد طبعا، ولعب نسبه مشاركه كويسه جدا السنه دي واداء كمان متميز، يعني مش شارك بشكل، لا شارك واداء متميز، ربنا اكرمنا بطوله الدوري وبطوله السوبر وما شاء الله بيأدي في افريقيا بشكل كويس. فوجوده في المنتخب المره دي مختلف شويه، فاتمنى له طبعا التوفيق في مع زمايله اللي اتاخدوا سواء حضري واحمد الشناوي ومحمد عواد، كلهم حراس مرمى مميزين، واكيد طبعا المنافسه مش هتبقى سهله. انما خد بالك موضوع بقى مين احق انه يلعب في كاس العالم، ما تقدرش انت تجزم دلوقتي مين يلعب، لان انت عندك فتره كبيره، عندك يعني منتخب هيتجمع، مش موضوع 3 شهور، مش الموضوع في ماتشات وديه بتتلعب وماتشات تقيله بتلعب مع منتخبات كبيره، فالفتره دي طبعا انت لو بتتكلم على مين يلعب دلوقتي بتقول الناس اللي كانت بتشارك بشكل اساسي، يعني من اخر من اللي فنش الماتشات مع المنتخب، لعب معظم الماتشات الافريقيه وسواء تصفيات كاس العالم الحضري. فلما بتيجي تتكلم على من احق، يعني بيبقى في دايما افضليه للناس اللي مفنشها بالنسبه للمنتخب. تعرف ان الشيف هو كان لعب اخر مباراه مع غانا، انما الشيف طبعا مش متواجد دلوقتي بحكم انه طبعا ما بيلعبش في النادي الاهلي. فانا بقول ايه احقيه من يلعب دي، دايما انا ما بحبش، انا ايه زي ما بحبش ان حد يفرض عليا حاجه في شغلنا احنا جوه النادي الاهلي، فبرضه انا ما بحبش افرض رايي على حد، انما زي ما بقول لك في ماتشات وديه تلعب وماتشات تقيله، ماتشات مع منتخبات كبيره، فالماتشات دي الى حد كبير هتبين الخريطه بتاعت مركز حراسه المرمى في المنتخب، وهتبين من احق بقى من خلال طبعا المشاركه ومن خلال طبعا الاداء اللي هيتم للحراس الاربعه الموجودين يعني ان شاء الله. ففي الجزء الاخير او الدقائق الاخيره من عمر هذا الحوار بنسال بشكل عام عن مدى رؤيتك استاذ محمد عن مدى التزام النادي بالبعد الانساني والخدمي الخاص بالاعضاء في امور في النادي الاهلي متعلقه بانه كيان كبير رياضيا واستثماريا، وفي امور متعلقه باي نادي ومجلس اداره اي نادي يريد ان يطور ويقدم خدمات افضل للاعضاء، وده كان جزء كبير من اهتمامات الكابتن الخطيب ومجلس الاداره وعرض في كلمه الكابتن الخطيب النهارده، امور خدميه وانشائيه وتطوير سواء من الداخل او على مستوى طيب الخدمات المتقدم لعضو النادي. تمام، يعني في اهتمام كبير جدا بكل البنود اللي جت في البرنامج وبشكل كبير جدا من الاجزاء حتى اللي ذكرها كابتن خطيب النهارده، تمكين الشباب والمراه من التواجد في اللجان الموجوده في النادي، فالشباب موجودين في 50% من اللجان اللي موجوده، المراه موجوده في 20% من اللجان اللي موجوده ولها دورها ولها مشاركتها، وكابتن الخطيب ومجلسه كانوا بينادوا بده وموجود على ارض الواقع، حتى اللجان هم بيعملين لجان غير تقليديه، لجان مختلفه، لجان تساعد في تطوير اشياء كثيره جدا جوه النادي الاهلي، تساهم في ترابط النادي الاهلي، تساهم في قوه النادي الاهلي، تساهم في حل مشكلات الاعضاء للنادي الاهلي، تساهم في افكار جديده مبدعه داخل النادي الاهلي، بتتكلم عن حاجات مختلفه جدا بتحصل جوه النادي، مجلس اداره بيصر على تفعيلها وعلى في حتى بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه مهمه. يعني سبقتنا للاشاره لهذا الامر، كنت لسه بصدد السؤال عن اللي قاله الكابتن الخطيب عن انه حتى التطوير انشائيا داخل النادي لازم يراعي من له ظروف صحيه خاصه بالزبط. سواء كان كبيرا في السن او من ذوي الاحتياجات الخاصه بالظبط، ودي حاجه عظيمه جدا، يعني دي موجوده في كل دول العالم الراقيه والمتطوره والمتقدمه، ان بيكون في اهتمام حتى بتحركاتهم جوه النادي بالنسبه للتحركات المطالع المنازل، فدي دليل ان الكابتن خطيب بيفكر في كل حاجه، حتى بالنسبه للاطفال في اهتمام كبير جدا بالنسبه لهم، بالنسبه للناحيه الثقافيه، بالنسبه للناحيه الفكريه، امور كثيره جدا يشهدها النادي الاهلي بما يشبه ثوره التغيير التي يقوم بها كابتن محمود الخطيب، الراجل يعني مصمم ان يعمل تجربه فريده في نادي الاهلي، الخطيب دايما له بصمته الخاصه، دايما بيؤكد على من سبقوه حتى مجلس الاداره الاخير برئاسه المهندس طاهر، لكن هو يظل الخطيب كما كانت له بصمته المختلفه والمميزه والممتعه كلاعب جوه الملعب، ستكون له بصمته المختلفه كرئيس لنادي بحجم النادي الاهلي، وهو مدرك يعني حتى الخطيب لما بيجي يتكلم
لما بتسمع منه كلمه اسم النادي الاهلي تشعر ان هو بيقولها بطريقه مختلفه عن الاخرين. فالحقيقه يعني حاجه مميزه جدا. نتمنى ليه ومجلس التوفيق وان ينفذوا كل برنامج عائله الاهلي اللي التزموه واللي مصرين على ان ينفذوه. استاذ محمد اخيرا، هل تعتقد انه مشكله تانية قد تواجه او تحدي اخر قد يواجه مجلس الاداره الحالي وكابتن محمود، انه حجم الشغل اللي بيعرض دلوقتي انه جزء من برنامج التطوير في النادي خدميا وانشائيا واستثماريا ومعماريا حيتسبب في وجود أعمال هندسية كثيرة وتعديلات أمور هندسية وأمور خاصة بوجود أعداد من العاملين للقيام بهذه الأمور الفنية أو التعديلات في النادي، هل ده هيبقى تحدي إزاي يتعمل بأقل درجة ممكنة من تعطيل الخدمات أو التسبب في إزعاج للأعضاء؟ لأن ده دايما بيبقى مصاحب للأعمال الإنشائية في أي مكان. هيبقى أكيد في تفكير أو أن ده تحدي تاني إزاي يتعمل ده من غير ما يعطل شكل الحياة داخل النادي أو من غير ما يتسبب في مشكلات للأعضاء. أعتقد أن هم يعني هيكون لده تخطيط كبير جدا حتى ان عضو النادي الاهلي يعيش حياته عادي جدا وانا بتطور يتعمل التطوير ده مش على مراحل النادي. مش شايف النادي الاهلي لمده سنه او سبع شهور على ما اعمل الفضله يا جماعه اطلعوا على مبني بوابات وصور، لا الدنيا هتبقى ماشيه بشكل عادي وطبيعي جدا الى ان يتم الانتهاء من الامور دي. هتكون في حلول بديله، اعتقد ان هم بيفكروا في كل الحاجات دي لان هم بيعملوا ده عشان راحه الاعضاء. فمش معقول هيزودوا الاعضاء ستة او سبع شهور او يحرمهم من ان هم يستمتعوا بالنادي الاهلي. اعتقد ان في ترتيبات كبيره جدا لهذا الامر وهيكون ليها وجود على ارض الواقع وسيعلن عنها مع بدء المراحل الانشائيه. يعني اكيد يعني في تخطيط جيد ايضا للبرنامج الزمني وللتدرج في عمليه التطوير في مقار النادي المختلفه انها هتتم على مراحل عشان زي ما حضرتك قلت تقدر تحافظ على النشاط والحياه العاديه داخل النادي حتى مع اعمال التطوير. ده امر مهم جدا. ده طبعا ده امر مهم جدا. والامر المهم جدا هي العلاقه اللي بين النادي الاهلي وبين المحافظه من ناحيه، حتى هم لما جم كان في بعض الازمات اللي موجوده. الخطيب بمجرد بزيارته للمحافظه القاهره وزياره محافظه القاهره للنادي الاهلي اذاب جبال الجليد اللي موجوده بين الناديين بين المؤسستين او الهيئتين الكبيرتين المحافظه، لان المحافظه الاهلي لن يستطيع ان يفعل شيء بدون علاقات طيبه مع المحافظه، هي التي تمنحه التراخيص كي يعني ينفذ كل هذه الافكار، بالاضافه الى علاقاته بكل اجهزه الدوله المعنيه. فالاهلي الذي يمثل جانب كبير جدا من شعب مصر لابد ان تكون علاقاته محترمه وعلاقاته قويه وعلاقاته مميزه مع كل جهات الدوله. اعتقد ان المجلس الحالي بيسير في هذا الاتجاه. الاهلي لا يدخل في صدام مع الدوله، لا يدخل في صدام مع المحافظه، وده اللي المفروض يعمله النادي الاهلي لان المصلحه واحده والهدف واحد هو النادي الاهلي ومصر، فبيسيروا في اتجاه واحد يعني. بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير صحيفه الاهرام المسائي استاذ محمد القوصي، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان وختام هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه. وبعد نهايه هذه الحلقه بنترك حضراتكم مع لقاء تم تسجيله خلال تواجد بعثه الفريق الاول لكره القدم في الجابون. هذا اللقاء حصريا لقناه النادي الاهلي مع نجم الفريق الاول في النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول لكره القدم الكابتن احمد فتحي. وبعد عرض هذا اللقاء وبعد نهايه اللقاء بنؤكد على حضراتكم او جدير بالذكر انه سوف تعرض مره اخرى احتفاليه النادي الاهلي تكريم الاساطير وانطلاقه الاهلي، تعاد على حضراتكم بعد ختام اللقاء الذي سيتم اجراءه او عرضه الان مع نجم الفريق الاول الكابتن احمد فتحي. وصلنا لختام هذا اللقاء وهذه الحلقه، بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا من خلال تواجد فريق النادي الاهلي في الجابون وعقب الانتهاء من مباراه العوده امام فريق منانا الجابوني والفوز المستحق والمهم للنادي الاهلي بنتيجه 3-1، لكن في هذه اللحظات معايا لقاء هام جدا جدا مع احد نجوم النادي الاهلي المنتخب المصري كابتن احمد فتحي. كابتن فتحي برحب بيك في البدايه. اهلا بيك، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا امير؟ وحشنا، بقالك كتير ما طلعتش معانا في كاس الاهلي. انا طلعت اهو عشان ما ازعلكوش. طبعا عايز ابارك لك في البدايه، خلينا نبتدي بمباراه منانا وبطوله دوري ابطال افريقيا، عايز ابارك لك على المباراه او على المباراتين بشكل عام وبدايه قويه بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. الحمد لله طبعا على الماتشين، الماتش اللي هناك يعني ما كانش صعب شويه، في مصر عندنا فرص كتيره، الماتش خلص 4-0 بس عملنا ماتش كويس مش وحش. العودة كانت صعبة شوية، الجو هنا صعب شوية، الرطوبة جت عالية جدا والملعب مش كويس قوي، في رمل كتير، انا لعبت عليه قبل كده كتير، لعبت ماتشين عليه مش لعبت كتير، لكن الحمد لله قدرنا نكسب 3-1 والحمد لله على النتيجة.
شايف ان شاء الله الامال السنه دي كبيره ان احنا نحقق البطوله دي، خصوصا بعد البدايه القويه كابتن فتحي، وزي ما احنا عارفين دايما ان البدايات بتدي دافع كبير في الاستمرار في البطوله، وان احنا ان شاء الله نحقق البطوله دي، خصوصا بعد ما وصلنا النهائي السنه اللي فاتت وخسرنا، يمكن اسباب كلها يمكن كانت معروفه، وكان التحكيم كان صعب جدا مع اخر مباراه. بص انا موضوع التحكيم يعني ما بركزش فيه قوي، عشان هو ربنا كاتب لنا نكسب ونكسب غصب عن اي حد يعني، لكن الماتشين في النهاية انا البطولات من اللي زعلان عليها جدا، نوصل نهائي تعبنا فيها البطوله ديت، لكن مفيش توفيق، دايما كل حاجه تبقى خير، فاكيد خير لينا ان احنا ما حصلش نصيب ان احنا ناخد البطوله ديت، لكن عندنا استعداد للبطوله ديت اقوى، الفرقه قويه يعني، معظم الفرق انا اللي صعدت فرقه قويه برضو، ما عدا يعني مش انا ما شفتش الفرقه الثانيه اللي ممكن اسمها مش جامده، لكن ما تعرفش ممكن يكونوا اقوى برضو من الفرقه الثانيه، لكن اكيد يعني هتبقى يعني في المجموعات ممكن ما نعرفش اللي هيحصل يعني، ممكن نوع مجموعه صعبه، ممكن مجموعه سهله، ما نعرفش، لكن كل حاجه بتبقى عشان تاخد بطوله لازم هتعدي بصعاب كتير يعني، لكن الحمد لله اللي احنا اول ماتشين ما كناش قلقانين قوي يعني، زي السنه اللي فاتت كنا بنلعب بيدفست، كان فرقه كويسه كانت فرقه كويسه، تعبنا شويه، لكن السنه دي اتمنى نكون بادين خطوه كويسه ان شاء الله، وان شاء الله نكون مركزين الفتره اللي جايه يعني. طيب ده فيما يخص طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا والبدايه المميزه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ايضا عايز ابارك لك على حاجه اخرى، وهو الفوز ببطوله الدوري، وهي بطوله متعود عليها جمهور النادي الاهلي، لكن المره دي طعمه مختلف، لان وصلنا البطوله رقم 40 في تاريخ النادي، والنجم رقم 4 على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي، وموسم كان صعب وطويل، وارقام جيده جدا الفريق حققها السنه دي، واداء ونتائج. طبعا الحمد لله بطوله الدوري السنه دي من اهم البطولات ليا انا بالذات وللنادي الاهلي طبعا، عشان دي البطوله 40 في تاريخنا، لكن السنه دي انا شايف احنا ما شاء الله يعني ماشيين بشكل كويس جدا، معظم الفرقه كلها لعبت السنه دي ولعبوا كتير، مش زي السنه اللي فاتت مثلا كان في مجموعه بتلعب على طول ضغط الماتشات، لكن السنه دي لحد ما ممكن عشان المنافسه ما كانتش قويه بالنسبه لنا، ف قدرنا نحسم الدوري بسهوله السنه دي شويه، الحمد لله ده فضل من عند ربنا كبير، لكن بطوله مميزه، في لعيبه كتيره ظهرت بشكل كويس، معظم الناس المحترفه اللي مباراه جالك يعني كانوا كويسين جدا، فرقوا معانا طبعا، الفرقه كلها كانت احنا فرقتنا يعني عندنا ميزه اللي احنا كلنا مع بعض كويسين، ما فيش حد بيزعل، ما فيش حد بيتضايق، لا الدنيا كلها ماشيه كويس الحمد لله، فضل من عند ربنا، ان شاء الله نفضل كده على طول ان شاء الله. انت واحد ما شاء الله كابتن فتحي حققت تقريبا كل البطولات مع النادي الاهلي على مدار تاريخك وتواجدك في النادي الاهلي، لكن ازاي بتقدر تجدد الدوافع بالنسبه لك عشان تقدر تحقق المزيد من البطولات، ونفس الحال بالنسبه لمنتخب مصر؟ بص هو السؤال يعني سؤال يعني هو مش جدد دوافع، هو سؤال حلو بصراحه، لكن وسؤال صعب برضه انا ارد عليه، مش صعب يعني، لكن الدوافع لازم تخلي دوافع على طول، انت لو ما خليتش دوافع لنفسك مش هتعرف يعني مش هتعرف تلعب، مش هيبقى عندك استمراريه في حاجه، لازم يكون عندك اهداف عايز توصل لها، مع المنتخب نفس القصه، مع النادي كمان نفس القصه، فلازم انت تكون عايز يعني لازم انت تكون عارف انت عايز تعمل ايه، عايز تحقق ايه، عايز تضيف لنفسك ايه، لكن دايما الحاجه اللي انت عايز تضيفها لنفسك ممكن لازم هتيجي في الاخر عن طريق الجماعه يعني، مش هنلعب كره جماعيه في الاخر يعني، لكن انت لازم وانت بتلعب لازم تكون عايز تفضل على طول مستوى كويس عشان تفضل بتلعب على طول، عايز تحقق الدوري مع ناديك، عايز تحاول له، كل ده لازم بتتمرن، لازم تتمرن كويس، لازم تركز، لازم تفضل مركز على طول، ما ينفعش تركيزك يقل في يوم بس هو يعني، لكن طبيعي ان انت لازم تخلق دوافعك لنفسك عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه، خصوصا في نادي بحجم النادي الاهلي دايما بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. عندنا النادي عندنا صعب يعني، النادي يعني ايه صعب يعني؟ يعني النادي لازم ناخد كل بطوله،
فهو احنا هو بيتحط علينا لود يعني، يعني الناس لازم تعرف لا احنا بيتحط علينا لود وضغط وضغط عصبي يعني اللي عارفش اللعيبه تاني. بس انا بالنسبه لي كمان لما بتعادل الماتش ده بالنسبه لي يعني حصل جنايه يعني. فلا هو ضغط ضغط على طول على عندنا ضغط يعني، ما بتخش بطوله قدر الله خسرت البطوله تلاقي بطوله داخله ثانيه وراك، بتلاقي مش عارف بطوله سوبر بتلاقي لا يعني يعني الضغط عندنا كتير كبير يعني. بس احنا عندنا لازم يكون لعيبه كمان عندهم شخصيات قويه يعني. عندنا في نادي الدنيا مختلفه، لازم يكون لعيب شخصيه قويه. اما في ممكن يحصل تأثر بجمهور لكن في الاخر ما لازم تركز في الملعب بس يعني، ده رايي يعني. تواجد في النادي الاهلي بالنسبه لاحمد فتحي بيمثل لك ايه، وخصوصا انت يعني لسه مجدد عقدك مع النادي الاهلي، التواجد في حد ذاته واستمرارك مع النادي الاهلي ده بيمثل لك ايه؟ لا هو النادي الاهلي ده بيتي يعني، مش انا بقى لي 10 سنين في النادي من سنه 2008. رحت سنه سافرت فيها قطر ورجعت، لكن لا انا مش تواجد، لا الحمد لله انا جددت سنتين. ممكن حصل شويه مفاوضات الدنيا اتاخرت شويه، لكن دايما بيبقى كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه بتيجي في وقتها وكل حاجه بتبقى خير. انت ما تعرفش الخير ربنا ما قدر لك ايه، وقت ما حاجه هتكون يعني. زي ما انا قلت لك من شويه يعني بطوله افريقيا اللي فاتت دي انا زعلان عليها جدا وكل ما افتكرها ازعل، لكن خلاص يعني هو في الاخر ده خير اللي احنا مكتوب لنا ما ياخدناش يعني. بالنسبه لي احنا تعبنا فيها جدا يعني ما بقول لك يعني هرجع للسؤال الثاني. لا ما انا حابب اكون في النادي، وانا قلت الكابتن كده اصلا من اول كلامي معاه. قلت له ايه بالظبط يعني الكلام بالظبط؟ قلت له لا، هو كان بيكلمني وقال لي حابين نكمل معاه يعني، عايزينك تمضي. بس انا قلت له كابتن انا حابب اكون في النادي ومش عايز اروح في حته وما عنديش مشكله من اي حاجه، بس الدنيا اتاخرت بقى شويه ولكن ممكن سافرنا السوبر رجعنا ممكن اتكلمنا اتفاوضنا عادي يعني، بيحصل يعني مش ما بيحصلش يعني. بس كل ده اكيد شيء وارد، لكن الاهم في النهايه ان انت متواجد في النادي الاهلي وان شاء الله تفضل تنافس مع النادي على مختلف البطولات اللي بتشاركوا فيها. لكن ده فيما يخص النادي الاهلي. خلينا ننقل طبعا لحته او جزئيه اخرى وهي خاصه بمنتخب مصر. وانت لعيب دولي كبير ما شاء الله من وانت صغير متواجد في مختلف المنتخبات، حققت بطولات كتير جدا، كان ناقصك بس التاهل لكاس العالم، كان عندك فرص كتير انك توصل لكاس العالم، بس من الناس القليله اللي لحقت الحمد لله انها توصل لكاس العالم. لا احنا لسه ما لحقتش. لا ان شاء الله تكون متواجد اكيد. ان شاء الله هكون متواجد دي الله اعلم. لا ان شاء الله تكون متواجد، ده مهم جدا طبعا ان شاء الله انت تكون متواجد. وكان حلم اكيد بالنسبه لك، بخلاف ان هو كان حلم لكل المصريين 28 سنه وما بنروحش كاس العالم. طبعا يعني ما هو حلم بالنسبه لنا كلنا يعني، بالنسبه لمصر. انا من سنه 90 ديت انا كان عندي 6 سنين وانا كان عندي 6 شهور. انا كان عندي 6 سنين وكنت بتفرج على الماتش ده يعني، الماتش بتاع مصر وهولندا ده انا كنت قاعد بتفرج عليه يعني، بس كنت بتفرج عليه لغرض معين تاني عشان كان حد موعدني بحاجه، فانا كنت عمال ادعي عشان نتعادل. ايه كانت كان حد موعدني يديني بيلي. كان جارنا عنده بيلي كتير جدا وانا ما كانش عندي، غالبا بخسر. وبعدين قال لي لو ادعي لو اتعادلنا هديك بيلي. قعدت ادعي لغايه ما البيلينج اول ما جبنا التعادل رحت راح واخد البيلي. بس كنت لسه صغير عندي 6 سنين يعني، بس يعني من زمان يعني انا بحب الكوره، بحب اتفرج يعني، بحب الكوره عامه وانا صغير. بس لكن من سنه 90 يعني فده حلم يعني في ناس كتير يعني. انا بالنسبه لي كان حلم كبير عشان كانت قريبة بالنسبة لي يعني، بقالنا مرتين كانت ممكن الدنيا قريبة بالنسبة لنا، لكن مفيش نصيب يعني. بس دايما اقول لك كل حاجة خير، متعرفش الخير فين يعني. الحمد لله اللي ربنا كرمنا وصعدنا يعني الحمد لله. كنت حاسس ان المرة دي اقرب ولا المرتين اللي فاتوا كان اقرب؟ بص المرة دي ممكن شوية، بس يعني ممكن مش تأكدت يعني، حسيت ان ربنا بعد ما خسرنا النهاية بتاع الجابون ضد الكاميرون حسيت ان ربنا شلنا خير اللي احنا هنصعد يعني. بس يعني المرات اللي فاتت كنا بناخد البطوله بطوله افريقيا وما بنصعدش. لا 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 مش ما بحسبهاش كده، بس دايما ربنا بياخد منك حاجه عشان يديك حاجه احسن يعني. فهو يعني هو ربنا دايما ليه حكمه يعني، فالحمد لله اللي ربنا يعني اكرمنا وصعدنا يعني. لكن انا كان نفسي اخد بطوله افريقيا برضه يعني، عشان كانت دي البطوله الرابعه في تاريخي يعني، فكان بالنسبه لي كانت حاجه كويسه يعني. كانت مؤهله كمان لكاس العالم للقارات والاجواء فيه بتبقى حلوه برضه. هو لا قرات يعني انا لعبت كاس قرات برضه فممتع يعني. ف
هو ما فيش نصيب، لكن الحمد لله اللي صعدنا كاس عالم. ان شاء الله رب المجموعه كلها يكونوا كل الناس الموجودين، وربنا يبعد الاصابات عن كل الناس، يعني مش في اللعيبه اللي ممكن مستر كوبر يختارها، لكن في مصر كلها. والاحسن والاقدر ان شاء الله يكون موجود، وتوفيق لينا ان شاء الله يا رب. انت كنت متواجد في جيل قبل كده مليء بالنجوم وما صعدش كاس عالم، والجيل ده ايضا انت متواجد فيه، اوجه الاختلاف ما بين الجيلين ايه، وايه الفرق في الصعود لكاس العالم؟ يعني ايه اللي خلى المره دي ان مصر تصعد كاس العالم بعد طبعا توفيق ربنا عن المرات الاخرى السابقه، رغم يمكن الجيل اللي فات كان جيل اكثر من رائع وحقق انجازات كتير جدا منتخب مصر؟ بص، هو في جمله كان احمد حجازي بنتكلم فيها، فقلت له كان الجيل اللي فات ده لازم ياخد كاس عالم، يعني نروح كاس عالم، يعني الجيل بتاعنا كان مش الجيل بتاعنا، يعني لما مو الجيل بتاعنا او بتاعه يعني، لا يعني بس احنا كنا ساعتها كنا كويسين وجامدين. بس بعدين قال لي احمد، يعني انتوا لو صعدتوا كاس عالم انتوا هتخلوا لنا ايه؟ يعني انتوا يبقى انتوا عملتوا كل حاجه. قلت له صدق صح، ما احنا خدنا ثلاث بطولات افريقيا دي صعبه كده، رحنا القارات كنا ممكن نصعد برضو فيها، بس يعني كانش فيه توفيق. لكن هم فعلا يعني هي سبحان الله، يعني وخلي بالك الجيل ده، لا انا هو الجيل ده احنا الجيل بتاع زمان كان ميزته اللي فيه ثلاث اعمار مختلفين، يعني كنت انا اقول كلمه انا الله يرحمه عبد الوهاب، وكان عمرو زكي ومتعب وحسني الجيل لوحده، وبعد كده كان في شوقي وحسام غالي، وفي لا ابو تريكه اللي فوقيهم كان ابو تريكه بقى وسيد معوض وممكن بركات اكبر سنه، وكان في الحضري وكابتن احمد حسن، يعني مختلفين ثلاث اجيال ممكن في الاخر عملوا منتخب قوي. فاحنا كنا جامدين، يعني احنا كنا بنخاف من حد، كنا بنكسب كل الناس. لا هو مش كده كمان، لا احنا كنا يعني او في الاول شويه خلي بالك بدا واحده مع الكابتن حسن طبعا، يعني الكابتن حسن من المدربين يعني اللي في تاريخ الكره المصريه، يعني مش عارف اتكلم عليه كتير عشان انا اصلا من الناس اللي بحبهم جدا ومن المدربين اللي بحبهم جدا، لكن كابتن حسن عامل جيل كويس، خلى عندنا ثقه، ما بنخافش من حد، نلعب قدام اي حد ما بنخافش منه، برازيل ايطاليا. فميزه الجيل ده شويه كله صغيرين، حتى انا قلت لهم اول ما رحت معاهم قلت لهم انتم ممكن بعد سنتين هتبقوا جامدين بقى، عشان هم هيبقى يفضلوا مرحله دي خلاص 27 28 بيبدا عندهم نضج، وممكن اللي عنده بقى 26 يعني هتلاقي في لعيبه صغيره طالعه، يعني ممكن كمان سنتين ثلاثه هتلاقي عندنا منتخب قوي جدا ان شاء الله. يعني هو طبيعي يعني بيحصل في الكوره، يعني مش هتفضل انت مش هتفضل على طول عندك جيل قوي، هتلاقي جيل قوي وبعد كده شويه بيحصل فتره وبعد كده يطلع جيل قوي، بس هي الميزه طبيعي اللي لازم كله يشتغل عليها، لازم دايما يبقى عندك المنتخبات اللي تحت قويه، عشان بعد كده لما يجي يطلع تلاقي كل لعيب عنده شخصيه، عشان بعد كده في المراحل اللي جايه يعني مع الضغط مع السوشيال ميديا دلوقتي مع الحاجات ديت، اللعيب بقى مضغوط اكتر خلي بالك، مش زي الاول زمان ولا كان في سوشيال ميديا ولا في حاجه ولا في ضغط عليك ولا لكن دلوقتي ما ضغوط اكبر ومش عارف ده ايه، وكله بيقول رايه بمزاجه وتلاقي لا يعني انا بشفق عليهم بصراحه، يعني مش موضوع مش سهل، لكن هي يعني هي الدنيا كده يعني. بس طموح في كاس العالم هيكون واصل لحد فين؟ يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا وصلنا البطوله اخيرا، لكن انتوا كلاعيبه منتخب مصر وانت متواجد ان شاء الله في المعسكر المهم اللي جاي، بتفكروا ازاي وطموحكم واصل لحد فين في بطوله كاس العالم؟ بصوا يعني ما كلاعيبه او لعيبه وجهاز فني وكل الناس طبيعي اللي احنا نفسنا ان احنا نصعد الدور اللي بعد كده، لكن مش هناخد كل حاجه الا خطوه خطوه طبيعي يعني. ف من اول ماتش عندنا اورجواي ماتش هيبقى صعب مش سهل، لازم نركز فيه الاول، واحنا طبيعي اللي احنا مركزين، احنا هدفنا الاول اللي احنا نصعد، بعد كده نشوف الفرق يعني خطوه خطوه، احنا عايزين نوصل لابعد حاجه ممكنه يعني مش حاجه اللي احنا نروح نلعب ثلاث ماتشات وخلاص، لا اكيد يعني بيبقى لنا اهداف، وطبيعي كل واحد نفسه اللي هو يعمل احسن حاجه. كاس عالم يعني حدث ما بيحصلش غير كل اربع سنين، وحدث مهم واحنا كمان بقى لنا 28 سنه ما بنروحش، فطبعا يعني كله هيبقى هيطلع كل اللي عنده اكيد. يعني مجموعه سهله ولا متوازنه ولا صعبه من وجهه نظرك؟ مجموعه مش سهله، انت معاك ثلاث فرق صاحبه الارض وروجواي فرقه جامده، والسعوديه انت عارف الحساسيات اللي بيننا وبينهم، فالموضوع هيبقى صعب،
لكن مجموعه لها صعبه، مجموعه صعبه. ما فيش، انا دايما في الكوره مفيش حاجه سهله وصعبه. انا ما بحبش انا انزل اقول ماتش صعب، لا ده ماتش سهل. او ممكن يكون ماتش صعب باسم بفرق بتاريخ الفرق، لكن ممكن على ارض الواقع تلاقي الدنيا مختلفه، وتلاقي يوم الماتش ده ممكن حالتك انت كويسه جدا، ممكن حاله الفرقه وحشه جدا، يعني وهكذا. ساعات يوم الماتش ممكن بيحكم اللي انت ممكن في حاله بتبقى عاليه، ممكن هم لا. وده في الاخر التحضيرات اللي قبل كل ده بتفرق معاك كتير يعني. طيب اخر كام سؤال، تمام؟ اخر كام سؤال. اغلى ماتش او اكتر ماتش بالنسبه للكابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي ما ينساهوش ومع المنتخب ما ينساهوش؟ لا ده صعب، بس يعني ما يعني انا بقالي 10 سنين في النادي، يعني في ماتش بس اكيد في مباريات غاليه عليك جدا او بطولات غاليه عليك جدا او اهداف كمان. لا اهداف، ما هدفها ما اقول لك ماتش الجيش اللي انا حاطط فيه جون، او وجون ماتش المصري. انا بالنسبه لي كمان ماتش المصري عشان نهائي كاس مصر، عشان ما باخدش الكاس ده. انا قلت انا حاسس ان انا هبطل من غير ما اخد الكاس، فالكاس ده بالنسبه لي يعني انا فرحت بيه جدا، عشان انا ما خدتش كاس في عون طول حياتي يعني. الحمد لله اول ما طلعت مع النادي الاسماعيلي وانا صغير وعندي 17 سنه خدت دوري، ولا 18 سنه خدت دوري مع النادي الاسماعيلي، ووصلت نهائي افريقيا مع النادي الاسماعيلي، وبعد كده خدت بطوله افريقيا مع المنتخب، لكن كاس ما عداش عليا خالص، اوصل نهائيات واخسره. ف هو كاس وكاس، احنا ما صعدش كاس عالم وما خدش كاس مصر، فانا قلت يمكن النحس في الكاس، لكن الحمد لله احنا خدنا كاس مصر، والحمد لله احنا صعدنا كاس عالم. لكن ممكن ماتش المصري، يعني ماتش المصري كان بالنسبه لي يعني ماتش، هم الاثنين يعني ماتشين يعني. مع المنتخب لعبت مباريات كبيره جدا، ويمكن في ايطاليا وفي البرازيل، دول ممكن ما يتنسوش من وجهه نظر الجماهير، لكن من وجهه نظرك انت خدت بطولات كتير مع المنتخب ولعبت مباريات كبيره مع منتخبات كبيره، اكتر مباراه ما تنساهاش مع منتخب؟ اكتر مباراه ما انساهاش، كل المباريات، بس ممكن ماتش مصر والجزائر في 2010، عشان كنا خسرين من ساعتها من كاس عالم، منهم في كاس عالم كسبنا 4. الماتش ده انا كنت قلقان منه جدا، بس كنا مركزين فيه جدا، عملنا ماتش كويس جدا يعني، ده من احسن يعني. او في ماتشات كتيره يعني، لكن يعني انا بحب الماتش ده يعني، في ماتشات كتير يعني. زمان بالنسبه لي كمان البطوله دي بالنسبه لي انا يعني كنت عامل بطوله كويسه جدا يعني، من احسن بطولات يعني. جمهور النادي الاهلي بقى، دي رساله اخر حاجه خلاص. جمهور النادي الاهلي بيحبك جدا، علاقته قويه جدا باحمد فتحي، ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظات المهمه لا مش رساله، لكن ما انا بحب النادي وبحب الجمهور جدا، وبحب يعني ما فيش جمهور زي جمهور النادي الاهلي في مصر كلها. اتمنى ان الواحد يفضل يساعدهم ويفرحهم، ونكون نجيب لهم بطولات، عشان زي ما انا قلت لك هم عايزين كل البطولات تخش، لازم ناخدها. بس هم اتعودوا على كده، ده طبيعي يعني. ما بحبش كلمه تعودوا دي، يعني ايه تعودوا يعني؟ لا، النادي الاهلي لازم، النادي الاهلي اي بطوله لازم يدخلها، هو جمهور النادي الاهلي بيبقى طالب البطوله وبيبقى نفسه. ما ده طبيعي، خلي بالك. واحنا مش طبيعي ان احنا واحنا بنلعب احنا عايزين ناخد كل البطولات. هو على بالنسبه لنا احنا، خلي بالك، لعيب الكوره بوقت الوقت بتاعه قصير، في الاخر 10 سنين 12 سنه اي وقت، حسب بقى ما كل واحد بيلعب. طبيعي ان انت عايز تاخد كل البطولات، طبيعي ان انت عايز تكسب كل الماتشات، وطبيعي ان انت مش عايز تخسر، خلي بالك. لكن ممكن يكون ساعات غصب عنك، ما عندكش توفيق، ما حاجات كتيره جدا، لكن هي الكوره كده اصلا يعني. لازم يكون في ثقافه اللي ممكن تخسر ماتش، ممكن تخسر بطوله، ممكن بطوله تخسرها من هنا تاخد بطوله وراها كده، فاهم قصدي؟ انت بتلعب في نادي كبير يعني، من اكبر انديه في العالم، فالموضوع لا انت عندك ضغط على طول زي ما انا قلت لك، فالموضوع لازم يكون اسهل شويه يعني الناس ما تاخدش كل حاجه على اعصابها يعني. لكن هي وطبيعي لازم يبقى في هدوء شويه يعني، طبيعي الكوره كده، ممكن تخسر وممكن تكسب وممكن وهكذا يعني. بس يعني ما يعني فرق العالم كلها بيحصل لها ضربات يعني، لكن احنا لما بيحصل لنا ضروب بتبقى مشكله كبيره. لا، عشان جمهور النادي الاهلي زي ما احنا قلنا متعود على البطولات. لكن يعني سؤال مش عايزك تزعل مني فيه،
زعلت من جمهور النادي الاهلي لما مثلا اتضايق شويه من احمد فتحي لما اتاخر في التجديد ويعني او نادى على احمد فتحي بعض النداءات مثلا؟ لا بص انا مش ده ناتج عن الحب على فكره لاحمد فتحي من جمهور. خلي بالك اصل انا مش معقول انا بحبك يا امير وبعد كده اجي اهزقك، ده مش طبيعي. اللي بيحب حد ما ينفعش يبقى معاه كده، ده طبيعي. واللي بيحب حد هيفضل يحبه لشخصيته. انا هتغير، انا همشي، ابو تريكه مشي وجمعه مشي وبركات مشي وسيد معوض مشي، كل واحد ليه مكانته عند الناس، فاهم قصدي؟ انا من ساعه ما جيت النادي بقى لي 10 سنين عمري ما عملت مشكله، عمري ما اتكلمت مع حد وحش، ما هذا من فضل الله. طبعا انا الواحد بينزل التمرين بتمرن كويس جدا، في الماتشات بطلع كل اللي عندي. ممكن الواحد ربنا مش موفقه وممكن يحصل دروب، ممكن يحصل، طبيعي مش هفضل مستواي على طول في الطب، طبيعي اللي انا ممكن وهكذا، فاهم قصدي؟ لكن الواحد بيحاول يعمل اقصى حاجه عنده ايا كان هو ايه. يعني ممكن بكون مصاب بس انا باجي على نفسي عشان عايز العب يعني، بس مش زعل. لكن في الاخر يعني هم ايه، هم ممكن يصعب عليك شويه. اه ممكن يصعب عليا، ده طبيعي، خلي بالك يعني. طب انا ما يعني ما يعني لما هم قالوا كده انا قلت يعني، طب انا اصلا خلي بالك انا لسه اصلا في مفاوضات يعني خلاص يعني ما انا مشيتش ولا في حاجه اصلا يعني. لكن الموضوع بالنسبه لي عادي يعني، انا خدت الموضوع عادي. زعلت شويه مش هكذب عليك يعني، لكن مش هبقى منافق يعني اقول لك لا ما زعلتش، هبقى انا يعني ما عنديش دم. لا زعلت شويه لكن يعني عادي يعني تحصل يعني. كلهم ايه بقى اخيرا؟ لا يعني ما انا ما اقول لهم ايه في ايه؟ تقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ بيسمعك دلوقتي جمهور النادي الاهلي حابب تقول له ايه؟ لا يعني اقول لهم الحمد لله هم بيحبوني، الحمد لله انا بحبهم. بس ان شاء الله يا رب افضل موجود في النادي واختم حياتي في النادي وانا واي لاعب في النادي موجود بجهاز فني بايان كمين اللي موجود، احنا موجودين مش هنا نفضل نساعدهم ونفضل نجيب لهم بطولات على طول ان شاء الله يا رب. بس شكرا كابتن احمد، واحنا كمان كجمهور النادي الاهلي اكيد بنتمنى ان انت تفضل موجود في النادي الاهلي، وان شاء الله بعد فتره كبيره اخرى تعتزل داخل جدران النادي الاهلي وتبقى احد كوادر النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن. ده طبعا كان لقاءنا الهام جدا مع احد نجوم الكرة المصرية خلال او على مدار 10 سنين او 12 سنة سابقة، نجم كبير جدا كابتن احمد فتحي طبعا اللي شارك مع النادي الاهلي لفترات كبيرة طبعا، وقدر انه يحقق العديد والعديد من الانجازات سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. كلام اكيد كان مهم جدا من احمد فتحي، وبالتالي اكيد نتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه مع النادي الاهلي مع منتخب مصر، ويحصد المزيد والمزيد من البطولات للنادي الاهلي.